ازيكم كده؟ اهلا بكم من جديد في الكورس بتاعنا اللي هو كورس الكورس ال 3D بلاند سيميوليشن يوزنج اوتوكاد بلاند 3D. كنا وصلنا في الحلقه اللي فاتت عن شغل البايبنج وبدانا نحط بايبنج جديده واتعلمنا ازاي نمشي اتعلمنا ازاي نمشي بايبنج وعملنا الخط اللي احنا عملناه كده المره اللي فاتت. يعني ان شاء الله النهارده هنخش في تفاصيل البايبنج ده اكتر وهنتعلم ازاي نعمل خطوط اكتر من دي وازاي نتعامل مع شغل البايبنج. انا بس حابب اتقابل من الشباب اللي عنده اي مشكله في اي حاجه يا ريت يرفع ايده وانا رحب ان شاء الله. اللي عنده اي مشاكل في المحاضرات اللي فاتت يا شباب الله يبارك فيه. الصوت مش واضح. كده كويس يا باشمهندس؟ كده الصوت واضح يا باشمهندس؟ تمام. اللي عنده اي اسئله يا شباب الله يبارك فيكم. اللي عنده أي أسئلة يا شباب الله يبارك فيكم. طيب هنكمل إن شاء الله. وصلنا المحاضرة اللي فاتت يا شباب إن إحنا عرفنا يعني إيه بايبنج وعرفنا إزاي نبدأ نرسم بايبنج وعرفنا إنه أهم حاجة في البايبنج لما تيجي تشتغل تبقى عارف أنت هتبدأ منين وهتنتهي فين وتبقى عارف السبيسيفيكيشن بتاعت النقطة اللي أنت بدأت فيها الفلانجة الأولانية السبيسيفيكيشن بتاعها. اتفضل يا باشمهندس عبد الرحمن. اعمل ريز هاند يا باشمهندس عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس انت ممكن حضرتك تبقى في الاخر كده تقول لنا على الادفانسد ستيل. ادفانسد ستيل اللي هو ادفانسد ستيل انا كنت اتكلمت عنها باختصار كده قبل كده، بس يعني ازاي بقى احول الموديل بتاعي للستيل ستراكشر كامل؟ والله مش عارف، انا ما بشتغلش ادفانس ستيل والله بصراحه لسه. هو البرنامج احد برامج اوتوكاد اوتو ديسك يا ربي هي اللي عاملاه، وهو المنافس بتاع تيكلا. تيكلا ستراكشر اللي احنا بنشتغل عليه، انا نفسي بشتغل تيكلا ستراكشر، ما حبيتش ادفانس ستيل بصراحه. طب ينفع اخد الديزاين بتاعي ده وادخله على تيكلا؟ ينفع تاخده، تدخله على تيكلا. هو اكس ام ال فايل بتاخده وتدخله على تيكلا وتاخده وتدخله على ستات برو عشان تعمل الديزاين بتاعه الاول. وانا عايز اقول لك ان الاسهل اصلا من الكلام ده كله ان انت تاخده وتدخله على تيكلا وفي الاخر تقعد تعرفه من كاميرا كاميرا والكلام ده كله، ان انت ترسمه في تيكلا. ده تيكلا ما ياخدش دقيقتين، يعني انت اصلا كل الحاجات بتبقى سيمتريك. يعني هتعمل الفريم الاولاني ده وتعمله تكراري على عدد الاماكن بتاعتك كوبي بيست، يعني تيكلا اسهل بكتير من ان انت تاخده. لكن ان شاء الله هوريها لك ان شاء الله. طب معلش يا هندسه، طب لما اعمله على تيك لو دخلته في الكاد هنا هيظهر في البيل اوف ماتيريال ولا لا؟ هيظهر في البيل اوف ماتيريال بتاع تيكلا ستراكشر بتاعت البرنامج هنا. انا قلت لحضرتك ان احنا بنعمل الديتيل انجينيرنج بتاعت الستيل ستراكشر في برنامجين، البرنامج الاولاني بتاع الديزاين بتاعه اللي هو ستات برو بيطلع لك ام تي او برضه، والبرنامج الثاني بتاع تيكلا ستراكشر وبيطلع لك ام تي او شامل المسامير كمان، يعني المسامير السبورتس الانكورز الستيفنرز كل حاجه. تمام يا مس. طب ممكن حضرتك تبقى تخصص لنا حلقة كده ليها عشان برضه ناخدها في الطريق حالة عن مين؟ عن تكلا ازاي نعمل يعني، او حتى ناخد السيل ستراكشر ده نشتغل عليه في تكلا يعني. باشمهندس انت على بيم ريبيا عليها يمكن اثنين مهندسين او ثلاثه، فيهم مهندس عمر سليم شخصيا شلنا البرنامج كامل يعني. بس هو البرنامج بتاع الجماعه بتوع مدني، انا يعني هاوي بس مش اكتر. بقعد العب عليه كده، اعمل مظله، اعمل شد، اعمل ورشه، هانجر، الحاجات دي. ريبيا لو فتحت الصفحه بتاعت بيم ريبيا الاكاديميه بتاعتهم على اليوتيوب، في واحد من الشباب حتى شرح، كان في 3 محاضرات او 4 محاضرات حوالي 6 ساعات. وهو تكله مش محتاج تفاصيل كتير يعني، جميل جميل وسهل جدا، سهل في تعليمه وسهل في التعامل معاه
وسهل في كل حاجه، تمام يا باشمهندس. وهتلاقي تعليم كتير جدا 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 على اليوتيوب له، اكتر من 1000 مهندس اتكلموا على تيكلا واشتغلوا عليه وقولوا لنا تعليمات، لان هو اصلا مدني في الصميم. لكن احنا كميكانيكا بنحب الستيل ستراكشر وبنشتغل عليه، لان احنا مشهورين ان احنا نركبه، لكن احنا مش متخصصين فيه. فاللي متخصص فيه بقى ويقعد يقول لك المومنت والبندنج والقصص اللي انت عارف دي كلها، هما الجماعه بتوع السيفل. بصراحه هم شارحينه كويس جدا كمان. حضرتك بس خلاص اكتب بس على اوتوكاد اسمه ايه، اكتب على اليوتيوب بس بس سليم شرحه، بخلاف في احد واحد مفهوم شرحه على بيم ريميا، هتلاقيه على بيم ريميا اكاديمي. ان شاء الله ابعت لكم لينك افتحها وابعتها تمام يا شكرا يا شباب. شكرا يا شباب. تسلم. طيب حد عنده اي اسئله ثانيه غير المهندس عبد الرحمن؟ طيب، وكنت دايما باكد عليكم انه لازم تبقى عارف الخط طالع منين وراجع فين، وانت بتلقط الفلانجه الاولانيه لما بتيجي تحطها لازم تبقى واثق 100% ان المواصفات الفنيه بتاعه الفلانجه اللي انت رايح تلقط عليها ماتشنج مع المواصفات الفنيه اللي انت بتختارها، اللي هو السايز والسبيكس. السايز مش مهم لان البرنامج بيعمل اوتو دايمنشن عليه، لكن السبيك لو مختلفه هيعمل لك 100 ايرور وايرور، وهتصار لك صفحات ايرور كتير، وهو ده اللي انا كنت متوقع ان الشباب يبداوا يقولوا لي عليه النهارده. الحاجه الثانيه انه دايما بص على العلامه الحمراء دي، العلامه الحمراء دي هو السيمبل بتاع الجاسكت. هنا البرنامج بيعرفها لان حاجه اسمها كونكتور، الكونكتور ده بيحفظ بيه الفيتنج انت حاططها، يبقى عندك مشكله ان الخط مش كونكتد، وبالتالي لما تيجي تعمل اكستراكت الايزومتريك هيقول لك ان هو طالع من اوبن اند، وهو مش اوبن اند. اوبن اند ده يعني ايه؟ يعني نهايه مفتوحه. طب هو مش نهايه مفتوحه يا عم، هو واصل لما شفتش العلامه الحمراء ده اللي هو الجاسكت ده كده هيقول لك ان هو اوبن اند. هو الخط فصل يا شباب ولا ايه؟ طيب حد الصوت كان شغال لغايه امتى؟ الصوت يا باشمهندس فصل من دي ده. ده انا طلعت خالص دخلت كده. طيب بقول لحضرتك يا باشمهندس وانت شغال يبقى خلي بالك كويس جدا من الكونكشن بين البايب والفيزل. ان ما شفتش الجاسكت دي او شفت علامه نقطه ميه اللي احنا شفناها المحاضره اللي فاتت، ده معناها ان البرنامج مش فاهم ان انت وصلت على الفيزل دي. لما تيجي تعمل اكستراكت الايزومتريك هيبدا يقول لك ان انت بادئ بوبن اند. يعني ايه اوبن اند؟ يعني نهايه مفتوحه ما فيش فيها اي فيزل او اي كونكشن، وبالتالي هيبقى الخط مرسوم في الهواء. فانت لازم تبقى عارف كويس جدا ان انت بتطلع ايزومتريك اول حاجه هيبص فيها البني ادم اللي هيشتغل على الايزومتريك ده هو البدايه ده بتاعتي فين والنهايه فين. فاول حاجه هيبص عليها البدايه والنهايه، فين البدايه؟ لازم يبقى رائد ان هو البدايه بتاعته من فيزل كذا والنزل رقم كذا، وهنشوفها ان شاء الله واحنا بنطلع المخططات دلوقتي او الايزومتريكس دلوقتي. والنهايه بتاعت الخط بتاعي اللي هو ده اللي هو التانك ده برضه لازم يقول اللي هو التانك مثلا 001 او 002 وات ايفر اسمه التانك كام، لازم يقول ان الفيزل دي ها لازم يقول ان الفيزل دي اللي هي فيزل 001 ويقول ان الجريد بتاعتها كذا. طيب هنبدا نشتغل النهارده. الفيزل دي مش معمول لها اسين للتك نمبر بتاعها، تعالى نعمل اسين للتك نمبر. فالتك نمبر فعلا 001 هنعملها اساين، فهي كده بقت 003. طيب يا باشمهندس اتعلمنا المحاضره اللي فاتت ازاي عملنا الخط ده، تعالوا نعمل له شويه سبورتات عشان نبقى عرفنا برضو سبورتات زيهم هم الاثنين. تعالوا هنتعلم الكلام ده ان شاء الله. طيب اول حاجه عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل شويه سبورتات للخط ده. نفس القصه انت في خانه هوم اهي، احنا قلنا شغل البايبنج بنحصر في شويه دول والبوليفيشن والستوب بتاعك. شغل الاورثوجونال دروينج او الراتيكال دروينج بيطلع من هنا. السبورتات اهي، البايب سبورتس اهي، الاكيوبمنتس اهي، ودي الفيزابيلتي اللي هو شغل الاوتوكاد اللي هتاخده.
فانت عندك نفس القصه في البايب سبورت، هتلاقي بايب سبورت موجوده اهي، ممكن نقول له كريت، بتضغط على كريت بيبدا لك ايه يظهر شكل شكل السبورت جرافيكال زي ما انت شايف كده. في انواع كتير جدا من السبورتات ممكن تقعد تقلب فيها وتتفرج عليها واحده بواحده. في عندك خاصيه البحث اللي بتقول ايه بولت سبورت، كلامب سبورت، رولر سبورت، سبرينج سبورت، هو هيعمل لك عمليه فلتره على الخيار اللي انت بتختاره او تعمل ديليت للكلام ده كله و يظهر لك كل السبورتات زي ما حضرتك شايف. او تقدر برضو نفس القصه، هو فلتر اهو لو وقفت عليه هو ضم لك، فانا لو اخترت هنا هيجيب لي الضم لاجز كلها اللي موجوده عندي. هنا الشو سبورت لو اخترتها هيجيب لي الشو سبورتس اللي موجوده كلها عندي. نفس القصه بقى ايه، تقدر تختار طريقه التعليق اللي انت بتعلقها. فانا مثلا ايه عايز ضم لاج ان انا هعلق البايب من الجنب، عايز شو سبورت ان انا عايز احط حاجه تحت البايب، عايز تي بوست زي اللي حضرتك شايفه ده ان انا احط بايب معين. فانا هبدا مثلا معاك بتي بوست. طبعا انت تقدر تعمل بلوك تاني وتعمل له امبورت بلوك فروم دي دبليو جي، يعني لو عندك ملف جاهز، وده طبعا لازم تجهزه بطريقه معينه، فما تشغلش بالك بالقصه دي. فانا مثلا ايه، انا عايز كلامبت سستين، شايف الكلام في بيشيل من فوق، بيشيل من الجنب، بيشيل من السايد بتاعه، بيشيل ده اللي هو بتحطه قبل الفلانجات بتاعت البلوف، ده الادجستبل بولتد اللي بنحطه في سحب الترمبات، ده ويلد ترونيان وان شاء الله هنشوفه، وده ادجستبل ويلدد. ده يعني ايه كونكشن دايركت هتتلحم مع البايب. تعالوا نبدا بدايه ونقول له انا عايز سبورت بالمنظر ده، بمجرد ما اختار السبورت هقول له اوكي. خلاص انا كده اخترت السبورت، هتلاقيه ظهر معاك في الجرافيك الفيس بتاعتك اهو، وتقدر تتحرك بيه. واول كلمه بيقولها لك بيقول لك سبيسيفاي انسرشن بوينت. لو سمحت يا باشمهندس اتاكد الله يبارك فيك ان انت مشغل السناب نيرست موجوده، الغي الباقي، سيب الاند بوينت والميد بوينت والسنتر بوينت، ما عندناش مشكله فيهم، لكن اهم حاجه عندك يبقى النيرست شغال عشان ما يقعدش منك في اماكن بعيده. وتعالى هنا اهو، هتيجي تختار الدايناميك انبوت شغال معاك يا باشمهندس. يعني انا مثلا عايز احط سبورت هنا، بمجرد ما بختار البايب، البايب هي بتزرق، بص على البايب بيبقى اتعمل لها هايلايت اهي، والدايناميك انبوت اللي هو الثلاث ارقام جاهزين اهو. المقاس الاولاني من سنتر الالبو اللي هو جاهز دلوقتي اللي هو 4765، لو ضغطت تاب هيجيب لي من الفلانجه، لو ضغطت تاب هيجيب لي من الالبو اللي في النهايه الثانيه. شايف حضرتك بيلقط ازاي؟ فانا مثلا ايه عايز من نهايه الالبو ده مسافه 4 متر، فاحط له 4000 واقول له انتر. او انا ممكن بس احطها بخاصيه دراج اند دروب، انا عايز احطها سيمبل كده، بس دايما احنا بنحطها على دايمنشن يعني. خلاص انا حطيت السبورت ده، عايز واحد ثاني؟ عايز واحد ثاني، هحط هنا برده وبعدين نرجع نعدل الاثنين مع بعض. السبورت الثاني عايزه على بعد مثلا 6 متر من الثاني. فهاجي على الدايناميك انبوت اللي هو المسافه ما بين الاثنين اللي هي ده اهي، واعملها مثلا 6 متر 6000 واقول اوكي. عملت السبورت الثاني كده، السبورتين الاولاني والثاني اتعملوا، وانا مش عايز حاجه اكتر من كده، وهعمل رايت كليك عشان يقفل الامر. طيب تعالى بقى اقف على اي سبورت علمه، هتلاقي نفس القصه عندك السهم ده اللي هو بيخلفه يخلي وشه جهادي او وشه جهادي، ودي طبعا مش هتفرق معانا في السبورتات في حاجه، بعض السبورتات هتلاقيها بتفرق معاك. والدايره دي بيخليه يلف 90 درجه، يتحمل من فوق، يتحمل من على حسب الدرجه اللي انت عايز. نفس النقطه السهم اللي تحت ده بيحدد لك البوتوم بتاعك. عشان القط نقطه الصفر يا باشمهندس هتعمل ايه؟ ابدا بس اعمل سيلكت للسبورت بتاعك، اعمل سيلكت للسبورت، وتعالى ناخد السايد فيو. شايف السايد فيو بتاعي؟ رايت فيو، هذا الرايت فيو بتاعي اهو يا باشمهندس، وهعمل سناب. هذا شايف السبورت صغير ازاي؟ انا عايز السبورت بتاعي يجي للجراوند فلور. تعالى لو سمحت فعل الجريد بتاعتك، ده السناب جريد مش دي اللي انا عايزها، مش مشكله. هناخد النقطة دي ونتحرك بيها لغاية الاليفيشن بتاعي اللي هو ايه نقطة الصفر بتاعتك. تاني السهم الصغير ده وانزل بيه لنقطة الصفر. هنعمل اوربت تاني، نقطة الصفر فين؟ بس يا شمس شايف حضرتك احنا عملنا ايه؟ خدنا بس نقطة الصفر ولفينا بيه. معايا يا باشمهندس؟ يبقى احنا كده ايه مديتنا السبورت لغايه الارض. طبعا انت عندك الدايناميك انبوت شغال، يعني انت لو هتفعل البايب بتاعك، يعني انا مثلا ممكن اجي على البايب اهوت، بمجرد ما اختار البايب هيظهر لي السهم بتاعي الثاني ده. انا لو ضغطت عليه هيجيب لي الاليفيشن، انا عايز مين؟ انا عايز البوتوم والبايب الاليفيشن.
البوتوم اوف الاليفيشن كام؟ 4 متر 557. فانت ممكن تمدد السبورت بتاعك 4 متر 557 هيوصل لك لنفس المكان. ماشي يا باشمهندس؟ طبعا انا بحب ان انا اسحبها كده بتبقى افضل. نفس القصه نعمله في السبورت الاند بوينت بتاعتنا. يبقى انت كده ايه عملت اثنين سبورت ومددته بيت الارض. ماشي يا باشمهندس؟ طيب انا مش عايز السبورت ده، انا عايز اجي على القلب ده واعمل دم ليج للغدره الارضيه. طبعا ده ارتفاع عالي جدا ما بنعملش دم ليجز ولا حاجه، بس انا عايز اضرب لك اكزامبل بسيط خالص. نفس القصه، تعال على البايب سبورت اهي، كريت بايب سبورت، هتيجي نقط على حاجه اسمها الدم ليجز اللي هي القلب، اعمل فلتر بيها. الدم ليجز اهي واضح يا شباب بعد اذنكم؟ ايوه يا باشمهندس كده الصوت تمام. شكرا يا باشمهندس. عفوا حضرتك تقدر تبدا. بسم الله. هنعمل سبورتين تاني يا باشمهندس لان عملت رسالة الجهاز. فهنيجي على الباب سبورت واقول له كريت، وهنشتغل على السبورت ده اللي اتفقنا عليه كبدايه، ان هنختار السبورت ده اوكي. وبعدين هتختار المكان بتاعك. انا قلت لك ان الديناميك جنبه شغال، فانت حضرتك بس حط هنا السهم على المكان اللي انت محدده، واختار المسافه بتاعتك الديناميك جنبه. انا قلت لك اختار 4 متر اوكي، قول رايت كليك. وعايز اعمل له سناب للجراوند فلور، فانا هسحبه من هنا وانزل بيه لغايه الاليفيشن. شايفه اصلا شايفه وحاطط لك تحت خالص دوت، يعني تسحبه لتحت يا تحط الاليفيشن بتاعته بصفر. هو دايناميك انبوت، ومجرد ما بتحطه بيحط لك مين الانبوت بتاعك. الحاجه الثانيه يا باشمهندس ان انا ممكن اعمل دامي ليك. طبعا الدامي ليك ما بتتعملش في الارتفاعات دي كلها، بس انا هضربها لك، هعملها لك فور اكزامبل بس. فنفس القصه اعمل كريت واروح على الباب سبورت اللي اسمها دامي ليك، انت ممكن تجيبها على طول من هنا وبعدين تفلتر بيها دي الدامي ليك وتقول اوكي. الدامي ليك بتاخد يتحمل على الجنب زي ما حضرتك شايف كده، يتحمل على الطولي ان انا اجيبها من الارض لهنا، ودي بتبقى بايب نفس السايز او سايز اقل من البايب الثانيه زي ما حضرتك شايف كده، بتلقط المنطقه دي. انا ممكن اجيبها من الارض زي ما حضرتك شايف كده، وبمجرد ما اعملها بيبقى ده الدم ليج اللي انا بعملها. نفس القصه بتقف عليها، بيبقى لها نفس القصه خيارات ان انا ادورها فاجيبها من هنا من هنا ومن هنا. والسهم بتاعك بيعمل لها فليب للدايركشن، نفس القصه لو ضغطت عليها بيجيب لك الدايركشنات المتاحه. ونفس النقطه دي انا ممكن اتحرك بها للاليفيشن زيرو زي ما حضرتك شايف كده، هو عاملها اهوت ان انا اسحبها لتحت او اتحرك للليفيجن زيرو. وانا دايما بحب الدايناميك انبوت لانه بيعرفك انت بتتحرك فين بالظبط. فانا هاجي على الخانه بتاعت الليفيجن واحطها بصفر واقول له اوكي. شايف هو هنا عمل الماسوره بالطول ده كلته. طبعا الطول ده كبير جدا، ما بنعملوش كده في دايناميك، بس هي فور اكزامبل اوني يعني على سبيل المثال. طبعا مش هسيبها كده. الحاجه الثانيه يا باشمهندس ان انت ممكن تعمل اي تي بوست وتعرف البرنامج ان هي سبورت. ازاي؟ تعالى مثلا نعمل تي بوست. طيب انا عايز اجيب الاليفيشن بتاع البايب دي البوتوم اليفيشن، فهاجي بس اختار النقطه دي واشوف الدنيا فين. طيب البوتوم اوف بايب ارتفاع 4 متر 557، خلاص 4 متر و500 مثلا، فهاجي نقط عادي خالص في اي مكان بعيد. وهتعمل تي ستراكشر. انا اتفقت معاكم انه في الاستراكشر دايما تحط لك الفرنس غير، فانا هعمل مثلا حاجه بالمنظر ده بعرض مثلا متر 1000، وهنزل بيها من السنتر بتاعها، هعمل لاين تاني مسافه، وتاكد ان السلكشن بتاع الميد بوينت شغال، يعني السنتر ميد بوينت شغال. وهتحرك لغايه ما المثلث يظهر، وهطلع بارتفاع 4500 نفس الارتفاع اللي احنا لسه شايفينه من شويه هناك. وهتيجي على القطاع اللي انت عايز تختاره على ستراكشر وتقول له ممبر سترينجز، واختار القطاع اللي انا عايز اعمله منه. على سبيل المثال انا عايز اعمل له اي بي اي 120 على سبيل المثال، والانسرشن بوينت بتاعتك اهي، واقول له اوكي. وهختار ممبر واخدها من هنا لهنا. وبعدين نفس الكاميرا انا هعمل بيها من هنا لهنا برضه نفس القصه، بس انا عدل فيها تعديل بس خالص، ان الانسرشن بوينت تعالى اقف عليها والاودت ستراكشر، والانسرشن بوينت بتاعته انا عايزها هي ده عشان تبقى نفس الكاميرا. يبقى ده مثلا حاجه زي دي تي بوست. طبعا تقدر تعملها فاونديشن والكلام ده، انا مش هشغل بالي بالقصه دي. خلاص عملنا مثلا تي بوست زي ده، بتيجي تحطه تحت الباب بعد خالص تقول له واختار اي نقطه فيه. انا طبعا اختار النقطه اللي فوق ده،
عشان تبقى سهل في النقل، وهاجي عند اي نقطه في الخط نقط واقول له اوكي. شايف المشكله كلها ان انت لما تيجي تنقل، هو انا لما اخترت النقطه خد النقطه اللي فوق اتحرك بيها لفوق، فهي كنترول زد تاني. هذا التي بوست بتاعنا هقول له موف واختار اي نقطه، تعالى ناخد النقطه اللي تحت دي ونتحرك بيها لغايه ما نيجي عند البايفن هنا، وهختار النقطه ده اهي. او اقول لك على طريقه وحشه جدا، اسهل طريقه، اعمل لاين واختار السنتر بوينت بتاعت البايف نفسها واطلع منها مسافه 5 متر اللي هو نص التي بوست بتاعك خلاص، وخد دي موف وهاجي على الاند بوينت بتاعتي اللي هنا ده اهي، واعمل لها ماتش مع نفس النقطه بتاعت الاند بوينت بتاعت اللاين. ما جاتش معايا كنترول زد لان انا اخترت جزء واحد. اعمل سيلكت تاني للسبورت كلها موف، وهاخد السنتر بوينت ده كورنر ده احطه هنا. وبنفس الطريقه هعمل سيلكت بيها، سيلكت للسبورت كله واقول له ار او روتيت، وهختار نفس الكورنر ده عشان يلف حواليه. زوم على قد ما تقدر يا باشمهندس عشان ما تتوهش كتير. ايوه، يبقى انا كده ايه نقلت السبورت في المكان اللي انا عايزه. كل المسافه هو دلوقتي جاي على السنتر بوينت بتاعت البوينت نفسها، انزل بيه مسافه فرق المسافه بتاعتك. نعمل رايت كليك هنا وده وده وتقول له موف، واقف هنا عادي خالص واتحرك لغايه ما يجيب لك مسافه السبورت بتاعتك من فوق على سبيل المثال. يبقى انا كده عملت السبورت وحطيته في المكان اللي انا عايزه، ده السبورت بتاعي. طيب البرنامج مش عارف ومش هيطلع في الايزومتريك بتاعه انه في هنا سبورت دلوقتي. طيب اعرف البرنامج انه في هنا سبورت ازاي؟ في طريقتين يا باشمهندس. الطريقه الاولانيه هتيجي على كرين سبورت، في عندك حاجه اسمها بيزك كده اللي هي سيمبل بايب سبورت، دي كل فكرتها ان هي تظهر لك ان في سبورت على الايزومتريك، فبتختارها تقول اوكي، لكن ده مش سبورت على حاجه، ده هي جزء من بايب، وبتيجي على نفس النقطه ده، ويفضل ان انت تجيب التوب فيو في الحاله دي عشان تعرف تبقى شايف انت بتعمل ايه. هو توب فيو، وتيجي هنا فوق السبورت بالظبط، وهتيجي تعمل ستاب على السنتر بوينت اهي وتحطها. طبعا احنا اخترنا مكان غلط خالص لانه هو حطها على السبورت من تحت، فانت لو سمحت خلي بالك على قد ما تقدر من الانسرشن بوينت بتاعك. تاني السبورت، كريت سبورت بايب اوكي، وهنيجي اهي. ايوه هو ده المكان اللي انا عايزه. خلي بالك انه الميد بوينت هنا بياخد الميد بوينت بتاعت الاستراكشر، فبيرحلك من البايب نفسها، فانت عشان ما توجعش قلبك وكل شويه يبعد تلغي الميد بوينت خالص دلوقتي وتحرك عادي خالص اهو شغال معاك زي الفل. ماشي يا باشمهندس، يبقى هي دي السبورت اللي انا عايزها، وهي جت فوق السبورت الثاني، وبالتالي هتدي لي انديكيشن ان انا عندي سبورت. نفس الطريقه انت تقدر تحركها، اقدر احركها اهو، اختار بالديناميك انبوت وحط لي مسافه مثلا ايه 100 مللي بس 10 سم، حركتها راحت في جوجل كنترول زد، هي في مكانها اهي، اختارها قول له موف حتى، وعايز اطلعها قدام مثلا 2 سم او 3 سم اهي حاجه زي كده، قول له اوكي. ماشي يا باشمهندس، يبقى احنا كده ايه عرفنا ازاي نعمل سبورت بالمنظر ده. السبورت الخطه دي لما تيجي تعمل حضرتك بقى الايزومتريك هيظهر لك انه في هنا سبورت، بمجرد بس ان انت حطيت السيركل دي، مفيش عندنا حاجه اسمها سبورت بالمنظر ده، لكن دي طريقه ان انا اعرف البرنامج انه في هنا سبورت. طيب مش عايز اضيع وقت كتير في قصه السبورتات، لكن هي الفكره كلها انه تعمل شكل السبورت اللي انت عايزه وحضرتك حطه. دايما السبورتات بيبقى تحتها مثلا ايه شيم بليت او حاجه زي كده، فانا مثلا ممكن اعمل تي بوست زي ده بالظبط، فانا ما بعملوش تاني، بعمل له كوبي وهختار نفس القصه، هختار النقطه دي وعلى مسافه مثلا 4 متر وليكن 4000، هحط التاني. يبقى انا حطيت واحد زي ده، هتيجي برضه على السبورت، فين سبورت؟ كريت سبورت، وهتيجي عندك حاجه كريت سبورت، وهتيجي عندك حاجه زي دي كلام شيم بليت، فيها انواع كتير جدا من السبورتات اللي بنحتاجها للبايبات، فانت بتختار السبورت الماتشنج مع الريكويرمنت بتاعتك وتحطه.
على سبيل المثال انا عايز احط هنا شو سبورت، فين الشو سبورت؟ الشو سبورت في الاول خالص، في هنا يو كلام باي. انا مش عايز دي بس مش مشكله، تعال ناخدها كلام وهقول اوكي، وهتيجي نفس القصه عند الباي في النقطه دي، خلي بالك ما يقولش منك في السبورت. عملت يو كلام زي ما حضرتك شايف، وهو اوتوماتيك بيغير السايز بتاعه على حسب على حسب البايب سايز بتاعك. طبعا الكلام بنفس القصه بيبقى فيه شويه نقط كده ممكن تاخدها، انا يهمني بس النقطه اللي تحت دي. انا رحت خدت سبورت تاني، طيب احنا كده عملنا الكلام بتاع السبورت بتاعنا اهو. هو المفروض مثلا تعمله ايديت وتعدل المسار بتاعه، بس هو مش جايب لك قابليه ان انت تعمله ايديت، هو كده السبورت بتاعك اوكي. يمكن السبورت اللي تحت اللي احنا حاطينه هو اللي عالي شويه، فعلا السبورت بتاعنا اللي تحت اللي احنا حاطينه هو اللي عالي شويه. احنا ممكن نحركه، نقول له موف، ونيجي من النقطه ده اهي. تيجي من النقطة دي على سبيل المثال اخد النقطة دي واجي عند الكورنر ده واحطها. خلي بالك ان السناب احيانا بيعمل لك مشاكل كتير، فانت حاول بقدر الامكان تبقى مراعي فكرة ان السناب بيتحرك معاك. اه شايف الفكرة هنا، السناب ما كنتش مشغل الاورثوجونال مود ولا شغال الاورثوجونال مود، ومع ذلك ده قالها لي في مكان مش هو ده المكان اللي انا عايزه. لكن اسهل طريقه دايما يا باشمهندس ان انت تشتغل هو الديناميك انبوت، وانا لو عايز اجيب مسافه اي حاجه من الثانيه بمنتهى البساطه كل اللي مطلوب من حضرتك تعمل ديستانس دي اي، هيجيب لك خاصيه الديستانس واختار اي نقطه وليكن مثلا النقطه دي، واي نقطه برضه على السيل ستراكشر هيجيب لك دلتا اكس ودلتا واي ودلتا زد. الديستانس الصافيه بتاعتك هي 159 مللي، والدلتا اكس اهي والدلتا واي اهي والدلتا زد، وانا اللي تهمني في الموضوع دلتا زد اللي هي ايه فرق الاليفيشن بتاعي اللي هم 4 مللي. فانا كل اللي محتاجه ان انا احرك السبورت ده 4 مللي لفوق واحركه في اتجاه الدايركشن، او نفس القصه اختار الاثنين واقول له موف وهطلع لفوق دوت واكتب مسافه 4 مللي واحركه في اتجاه الدايركشن بتاع السبورت بتاعي واقول له موف، وهتحرك طول ما انا مشغل الاورثوجونال مود ما بتتحركش، تتحرك اهو زي ما انت عايز لغايه ما تجيبها في السطر بالظبط اوكي. خلاص يبقى انا كده عملت القصه بتاعتي. جت نفس المشكله؟ مش مشكله، المهم حضرتك عارف الطريقه ايه؟ انه هتقيس المسافه ما بين الاثنين وتعمل سناب ليها وتعمل. هي الفكره كلها انه لازم الجهاز يكون عارف انه ده سبورت. السبورت يا باشمهندس نفس القصه، انا لو جيت عليه وسحبته من مكانه وحطيته في اي مكان ثاني هيتحط معاك عادي خالص، بس هيجيب لك علامه السبورت، هو لسه ماسك هنا في البايب، كنترول زد. سحبته معايا في اي مكان بعيد عن البايب نفسه وحطيته. على سبيل المثال هنا. شايف حضرتك؟ نفس القصه كانه بايب بالظبط، بيعمل لك السيمول بتاع نقطه الميه ده، عايز يقول لك ايه؟ ان انت جبت سبورت بس هو مش كونكتد على اي حاجه، يعني هو مش واصل باي حاجه عشان اعرف اشتغل عليه وعشان اعمل لك ريفليكشن، لان السبورت هنا مش دوره ان انا احط على الرسمه، انا ما عملتش 3 موديل بس، دوره انه يطلع كمان في الايزومتري. فانت خلي بالك من نقطه زي كده يا باشمهندس، ممكن تبقى حاطه شكله ان هو جاي على البايب لكن هو مش كونكتد على البايب. ممكن يبقى عامل كلاس زي من اللي انا عامله ده بس هيظهر في الايزومتر بتاعك حقيقي وما عندكش اي مشكله معاه. تمام. طيب اتعلمنا دلوقتي ازاي نعمل سبورت، والسبورت بيتعمل بطرق كتيره. تعالى مثلا ايه ناخد سبورت هنا، نفس القصه انا عايز اجيب سبورت، فهقول له كريت سبورت وهجيب دومليك، مش دومليك، هجيب سبورت من السايت زي ده بالظبط، اقول له اوكي وهاجي اختار النقطه دي، اتاكد ان انت معلم النيرست ويحط. خلاص عايز تتحرك بقى يمين، عايز تتحرك شمال، هو ده المكان اللي انت عايزه. خلاص حطيته هو بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، وزي ما قلت لحضرتك خده هات الرايت فيو بتاعك عشان تبقى شايف فرق الارتفاع ما بينه وبين الارض دي، واضغط على السهم بتاعه وانزل على المنطقه اللي انت عايز تاخدها، وهو مش هيحركه من مكانه ما تقلقش من حاجه. هذا السبورت بتاعك اهوت، وبقى لمس الجريتنج، يبقى هو كده ايه جاي على الجريتنج. هو طبعا طلع فوق جريتنج حاجه بسيطه خالص، مش مشكله، انت ممكن حتى ايه تيجي تختار النقطه دي
وتطلع بيها لفوق كام؟ 2 مللي 2 سم او 3 سم، خلينا نعمله 5 سم يعني 50 مللي. قول اوكي كنترول زد، انا حطيته في مكان الاليفيشن، فانا هسحبها لفوق سنه. طيب اضغط عليها، هيقول لك ان الارتفاع بتاعها دلوقتي كام؟ 880، انا عايزه اخليه مثلا 870 بس، هي ظهرت فوق جريتنج نفس القصه 860 ماشي بالظبط، ظهرت فوق جريتنج اهي، يبقى هي كده محمله على جريتنج. فكره السبورتات سهله جدا يا باشمهندس، حضرتك بس جرب فيها بتراي اند ايرور وهتعمل فيها كل اللي انت اللي انا عايز اوريها لحضرتك دلوقتي. تعالى نعمل خط بايبنج من سحب وطرد طرمبات، لان دي حاجه تهمني جدا ان انت تكون اوير بيها وعارف هتعملها ازاي. دلوقتي يا باشمهندس عندك سحب طرمبات اهيت، انا عايز احط نوزل هناوت مقاس مثلا، تعالى نشوف سحب الطرمبه دي كام. سحب الطرمبه دي 8 بوصه. طيب 8 بوصه هنعمل هنا سحب نوزل هنا اسحب منها تبقى الطرمبات، والسايز بتاعها تبقى 12 بوصه، فانا هاجي هنا او حتى ممكن اجي على النوزل دي اعدلها. تعال نختار النوزل زي ما تعدلنا، نعمل كنترول وكليكه ونجيب القلم رصاص، وعايزين نحركها على الاكس بتاعها. تعال نعمل تشينج اوف لوكيشن، وانا عايز الهايت بتاعها يبقى مثلا نص متر من الارض، واللي مش هتفرق معايا في حاجه. الانجل هنا احنا عاملينها 315، لا انا عايزها مثلا على صفر، واعمل تاب صفر جاتين. هاجي اعمل تشينج اوف لوكيشن، هاجي هنا على 90 درجه مثلا، 90 درجه جت فين؟ جت في الجنب ده. طيب يبقى هي صفر عشان تيجي على الاكس بتاع البدايه بتاعتي. طيب يبقى هي سالب 90 بالظبط، سالب 90 جت على الاكس بتاعي اللي هو المكان اللي انا عايز اجيبه بالظبط، وهرجع للسايز بتاعه واعملها في لانج 12 بوصه ريزد فيس. يبقى 12 بوصه ريز ديفيس وبلس 300، افتكر معايا يا باشمهندس، ريز ديفيس وبلس 300 عشان لما نيجي نعمل بايبنج بنغلطش. يبقى هي دي النوزل اللي انا عايز اخد منها السحب بتاعي، وبعدين انزل هنا على الهيدر الرئيسي، الهيدر ده هو اللي بيغذي الترومبتين دول. طيب عشان تعمل الهيدر اللي هنا يا باشمهندس هيبقى عندك مشكله كبيره جدا، ان انت لو مش عارف الاليفيشن بتاعه بتاع الهيدر هتيجي تاخد البرانشات اللي هتخش في البايب هتعمل لك مشاكل. طيب اعرفها ازاي؟ حاجه من اتنين، يا تعمل بالطريقه العاديه اللي خالص ان انت تيجي على النوزل اللي هنا، تيجي على النوزل اللي هنا تختارها وبعدين تعمل امر اسمه اي دي في البرنامج نفسه، تختار السنتر بوينت بالظبط وتشوف الاليفيشن بتاعها اللي هو زد. زد عامل كام؟ عامل 374.65، حتى ال 65 دي لو ما دخلتهاش صحيحه مش هيظبط معاك. اول حل الاسهل خالص اعمل روت لبايب، تعال على النوزل بتاعت البامب ده، تتاكد ان انت شغال على السبيكس بتاعتك اللي هي سي اس 300، حط اللاين نمبر بتاعك، نقول له روت نيو لاين، وهحط اللاين نمبر بتاعك 1003 واقول له اساين، وهبدا اعمل روت لللاين بتاعي عادي خالص. هعمل ازاي؟ هاجي على الفلانج ده واخد من البلس، بس تاكد لو سمحت حضرتك عامل 1003 ولا لا عشان ما يروحش يضيفه على اللاين اللي احنا راسمينه اللي هو 1002، وهاجي على البلس ده وابدا اسحب بتاعي عادي خالص. هاجي مثلا بعد 4 متر احط 4000 اهوت واحود يمين. هي الفكره من الحوده ده ان انا بس احدد السنتر لاين اللي انا شايف الهيدر ده، هو ده السنتر لاين اللي انا هشتغل عليه اللي هو الخط الاحمر ده، هو ده اللي انا عايزه. بمنتهى البساطه هحذف الانبوت اهو واخد الهيدر ده هو. هاجي على البروبرتيز بتاعته، اضغط عليه دبل كليك عشان يفتح لك البروبرتيز، دبل كليك عشان يفتح لك البروبرتيز. طيب البروبرتيز لو انا عملت اوتو هايت ده بتجيلي هنا، يبقى البروجيكت مانجر هنا طبعا عايز اعكسهم. طيب البروبرتيز كده، وده داتا مانجر، بروجكت مانجر خليه زي بروجكت مانجر. يبقى البروبرتيز جت في الجنب اهي، هاجي دبل كليك عليها ودي هنا تقدر تعمل عدل السايز من هنا بمنتهى البساطه. هتيجي هنا وانا هعمله هيدر 12 بوصه، بمجرد ما تعمله 12 بوصه هو بيثبت المركز اللي انت طالع بيه، وبيحط لك بايب 12 بوصه مكان البايب اللي انت اخترته. يبقى انا كده رسمت بايب 12 بوصه على نفس الاليفيشن بتاع، على نفس السنتر لاين بتاع البامب، وانا البامب دي واخدها كوبي وبيست على نفس السنتر لاين بتاع الخط ده، يبقى انا خلاص حددت السنتر لاين بتاع الهيدر، والا هيقرفك اخر قرف يا باشمهندس ان انت تعمل الحركه دي. وبعدين طوله على حسب المثل اللي انت عايزه يمين وشمال، انا هطوله كده يمين
وهطوله برضو شمال الجهه الثانيه زي ما حضرتك شايف كده. اهم حاجه ما تغيرش الاليفيشن، وتعالى نخلص من الهيدر ده مره واحده، فاجيب له بلايند فلانج احطها له هنا على الاند بوينت واقول له اوكي. بمجرد ما تحط البلايند فلانج هو يحط ماتشنج فلانج، وهختار الاورينتيشن بتاعه على زيرو واقول له اوكي. ونفس القصه هختار بلايند فلانج من الجهه الثانيه احطها، والاورينتيشن بتاعها احطها زيرو واقول له اوكي. يبقى انا كده عملت الهيدر من الاول للاخر. بص يا باشمهندس وركز معايا في النقطه دي، مهمه جدا. انا عايز البايب ده تبقى كونكتد على البايب ده، فانت اسهل طريقه ليها ان انت تسحب الاثنين على بعض. ما تروحش بقى تقول لي كونكتنج دي وريديوسنج دي والكلام ده كله، ما بتعملش الكلام ده كله. تيجي بس على بايب ده وتقوم ساحب من البلس ومتحرك. اهم حاجه حضرتك وانت بتتحرك تتاكد من النقطتين، ان النيرست شغال وان البوصله جايبه لك نقطه كلمه زيرو ده، وتقول اوكي. شايف هو البرنامج دايناميك هيحط لك ريديوسنج دي ويعمل لك كونكت مع البايب الثاني. تعال نعمل لك اوربت حواليها كده اوريها لك. البرنامج اوتوماتيك راح عمل ايه؟ عمل ريديوسنج دي، فهم ان حضرتك عايز تربط البايب دي بالبايب دي، وعلى حسب البايب سبيك اللي انت مختارها اللي هي كربون ستيل سي 300، لو هربط 12 بوصه ب 8 بوصه هو بيحط ريديوسنج دي. فهو حاطط ريديوسنج دي زي ما حضرتك شايف كده، وقام عامل له كونكت مع البايب الثانيه. ولو اخترت البايب هتلاقي الخط الاحمر كونكتد من الاول للاخر. خدت بالك من الطريقه دي يا باشمهندس؟ تاني هعملها لحضرتك تاني اهو، واعلمك كمان مشاكل هتقابلك فيها وازاي تعالجها. كل اللي بتعمله هو بتختار نقطه البلس الابيض اهو، وتتحرك لغايه ما الماسوره الخضراء تبقى هايلايتد اهي، وتتاكد ان انت فاتح النيرست، ان النيرست اكتف معاك اهو، وان انت مجمع على زاويه زيرو وهو مزرق اهو، زاويه زيرو وهو مزرق. مجرد ما تختاره هيحط لك ريديوسنج تي وبتبقى بالمنظر ده. طيب تعال اعملها واوريك بعض المشاكل اللي ممكن تقابلك. تعال مثلا هعمل البامب الثانيه نفس القصه، وهنكرر التفاصيل ان شاء الله بحسنها. اهي نفس القصه، هسحب البايب لغايه التي، وهاجي ان هو اتاكد ان انا مجمع عند زاويه صفر وان هو لايت نيرست، اقول له اوكي. نفس القصه هحط لك ريديوسنج دي وربط لك البايبين ببعض، يبقى الهيدر اتربط على سحب الترومبتين. ماشي يا باشمهندس؟ طيب مش لايت معاك وعامل لك مشاكل والقصه دي بتحصل كتير جدا، اسهل طريقه ديها وما بتغلطش ان شاء الله. تيجي ان هو بس تقوم عاملها الشيب بتاعك او الفيو بتاعك، تعمله 2 دي واير فريم. 2 دي واير فريم هيعملها لك بالمنظر ده، وهتلاقي الدنيا بالمنظر ده معاك. اعمل سيلكت بس لاي حاجه هنا، ودايما اشتغل على التوب فيو، فكانك في بي 2 دي عاديه خالص. شايف؟ هتبقى البايب قدامك ثلاث خطوط والبامب قدامك اهي. هتيجي على النوزل بتاعت البامب، اعمل لها سيلكت، هيقوم ظاهر المربع اللي احنا بنسحب منه اهي. اسحب عادي خالص وروح بيها لو سمحت للسنتر لاين. اول ما السنتر لاين يبقى هايلايتد قدام حضرتك اهو، حطه. حاطط لك ريديوسنج دي زي ما حضرتك شايف، ولاقط البايب بتاعتك. ارجع تاني للثري شيب اللي هو شادد ويز ايدجز، ويبقى انت كده عملت ايه؟ عملت الشيب بتاعتك اللي انت عايزها، ومفيش ابسط من كده. يبقى انا عملت الهيدر بتاع على الاليفيشن اللي انا عايزه، وسحبت خط الترومبه ده، وسحبت خط الترومبه ده. تمام يا باشمهندس؟ القصه دي سهله جدا ومفيش اسهل من كده على فكره. نفس القصه اهوت، عندك الخط ده عايز اربطه بالخط ده، هي نفس القصه. اسحب من هنا لغايه ايه؟ لغايه البايب اهي. تعالى السنتر بوينت بتاعت البايب واضغط بس اي ضغط، قول اوكي. انا ما يهمنيش اي حاجه هنا، انا كل اللي يهمني انه هو جايب لك ايرور وما عرفش يعمل كونكشن على الخط، وانا ما يهمنيش انه يعمل كونكشن على الخط. انا بس يهمني انه يطلع من التانك ويديني المنظر اللي حضرتك شايفه ده. وبعدين انا هاجي فين؟ هاجي على التوب فيو، هختار البايب ده يواجه على التوب فيو، وهاجي هنوت هتلاقي البايب بتاعتك فيها كونكشن. انا اعمل كونكشن ده واعمل اوربت عليها، ولو سمحت اتاكد ان انت طالع في السنتر، الليفيشن بتاعك طالع لفوق معايا يا باشمهندس، طالع لفوق زي ما حضرتك شايف كده. شايف الخط ده ملوش دخل بالخط ده، انا عايز احرك ده يبقى في السنتر ده. دي نفس المشكله اللي بتجيلك هناك، ازاي تعالج بمنتهى البساطه؟ هاجي على التوب فيو، وان امكنك تشغل الواير فريم هيبقى اسهل لك بكتير. تعال نشغل 2 دي شادد 2 دي واير فريم اهي، وهاجي على التي، اتاكد ان انا اخترت تي، واتحرك بيه من هنا لسنتر البوينت ده، من هنا لسنتر البوينت ده. النيرس مشغل، النيرس شغال. طيب تعالى نعمله فيديو 3 دي مجبر اخدك على بطل، وهتحرك التي بتاعي
طيب تاني انترفيو. اختار التيم، خلينا ناخد البوينت دي واتحرك بيها لغايه ما النقطه الحمراء بتاعتي تيجي في السنتر بتاع الخط التاني. في نقطه حمراء صغيره خالص في السنتر يا باشمهندس، حضرتك انا بتحرك لغايه ما اتاكد ان هي ماتشنج مع السنتر بتاع الخط التاني. هي الفكره هنا ايه؟ ان انا بحدد اليفيشن الخط من غير ما اروح اعمل كالكوليشن واتحرك يمين قد ايه واتحرك شمال قد ايه. في طريقه تانيه؟ اه في طريقه تانيه بمنتهى البساطه. ممكن حضرتك كنت جيت في بيئه الرياليستيك ده عادي خالص، شادد وزيجز، وتعالى نعملها اونلاين. كنترول زد كنترول زد كنترول زد، اهو بقى اوف سايد اهو تاني. تعالى في بيئه الرياليستيك ده او شادد وزيجز، وكل اللي هتعمله هتقول له ديستانس دي اي مسافه، واقف على الدايره ده لغايه ما يجيب لك السنتر بوينت بتاعتها. تقف على البايب ده لغايه ما يجيب لك السنتر او الاند بوينت بتاعتها، واقف على البايب ده لغايه ما يجيب لك الاند بوينت بتاعتها. النقطه اللي تهمني اللي هي مين؟ انا عايز الاكس ده اللي هي المسافه دي اللي هو الاكس بتاع الاكس، يبقى هي الدلتا اكس 84.064. يبقى انا كل اللي مطلوب مني ان انا اتحرك بالقلب ده، هاجي على النقطه دي واتحرك كده اهو. طب انا بتحرك في الاكس الثاني، اتحرك في الاتجاه دوت. لو سمحت اقفل النيرست عشان هو هنا يبقى دلتا. هاجي عند القلب ده اختاره واتحرك في الاتجاه دوت مسافه قد ايه؟ شوف يا باشمهندس، لما تكون الخط بيتحرك معاك وعامل لك الازمه اهي، كل اللي مطلوب من حضرتك اقف عليه رايت كليك وقول له لوك اور ان لوك بليسمنت، هتلاقي اف الاحمر ظهر عليها. اختار الاسبوله تاني، هتلاقي اف الاحمر ظاهر عليها. شوف انا لو جيت اتحرك كده تاني مش هيعبره، مش هيتحرك خالص. وهاجي اتحرك من هنا، احنا قلنا المسافه بتاعتنا كام؟ احنا قلنا المسافه بتاعتنا 84.0641. يبقى انا هتحرك، هاخد النقطه دي اتحرك بيها في الاتجاه ده 84.0641 ولوك. او القلب اتحرك وبقى في سنتر القلب اللي فوق. كل المطلوب من حضرتك احذف ده بقى واحذف ده بقى وخليه هو اللي يعمل اوتروت. خد الباي باي من هنا وتعال على الميد بوينت. اول ما المربع الازرق ده يظهر قدامك قول له اوكي. والله برضه ما يجيبوش. طيب ثانية واحدة، المشكلة هنا مشكلة تانية. المشكلة إن حتفة الكوع أكبر بكتير من النزل بتاعت التانك. طيب تعالى نعمل حركة تانية. أنا هعمل إيديت للنزل بتاعت التانك وأغير الإليفيشن بتاعها من نص متر، أعمله 80 سم على سبيل المثال. تشينج لوكيشن، الهايت بتاعها تبقى 800 وأقول له سحبها اهوت كلوز اوكي. هو المشكله اللي هنا، ودي دايما بتبقى حاجات بتقابلنا كتير، وعلشان كده البرنامج دايناميك معاك وبعد لك الكلام ده. انا هحسب ده الخط ده كلها. وتعالى ناخد من الربوت بتاع اللاين ده، وتاكد ان انت لسه شغال على 1003. هتاخد من اللاين ده وترمي على الكوع ده، بس تتاكد ان انت خدت الاند بوينت. خدت الاند بوينت تقول له اوكي، اهو ربط لك، وهي دي الارينج اللي احنا عايزينها. وكده انا ربطت، وربطت الهيدر على التانك، يبقى ده الهيدر بتاعي. الهيدر بتاعي اتعلمنا شويه اوردرات هنا يا باشمهندس. الاوردر الاولاني ازاي احرك بالقلب ان هو يكنك على فيتنج ثانيه، ومن غير ما اعمل حسابات كتير ومن غير ما اقعد العب. دي بتخش في حسابات كتير جدا، خصوصا في البرامج الثانيه بالمايكرون، صدقني بتقعد تحسب فيها كتير جدا. واحيانا بعمل ايرور انه مش عارف يعمل كونكت على اللاين، لانه في الاول وفي الاخر هو بيتعامل مع الباي بتاع لانه جزء مصمت حديد. فانت بتقول له والله اتحرك وفي زاويه ما بين ده وده، وليكن حتى 1/10 من درجه، فهو مش عارف يتعامل معاه ازاي. شايف حضرتك كده احنا عملنا الهيدر بتاعنا وسحب الترمبتين. طبعا الترمبه ما بيبقاش الدنيا عاميه قدامها كده، بيبقى عندك هنا سترينر وعندك ايزوليشن فالف وعندك قصص كده. انا بقول لحضرتك بمنتهى البساطه روح اسحب اللي انت عايزه حطه. هتفضل الهيدر قدام حضرتك اهوت. انا عايز بول فالف مثلا في سحب الترومبه على الايزوليشن، ده بول فالف اهو فلانجر، وتعالى هنا اهوت احطه. لو سمحت افتح النيرست عشان يربط معاك. هذا النيرست، وتعالى حط البلف هنا اهوت. اتحرك قدام شويه، حط الريتيشن بتاعه زيرو، يبقى الهاندل بتاعك لفوق. يبقى انا حطيت البلف هنا اهوت ما عنديش اي مشكله. الحاجة التانية عايز احط سترينر، وعايز احط برانش هنا وبرانش هنا ودرين والقصص دي كلها. الأول تعالى نشوف هنعمل ايه في السترينر. السترينر يا باشمهندس ده سبيشال ايتم.
فالسبيشال ايتمز بنجيبها ازاي؟ انا شغال دلوقتي على السبيك بتاعي اللي هي كربون ستيل 300 سي اس 300، بتيجي نقعد تلاقي حاجه اسمها الباي سبيكس، افتح الباي سبيك على السي اس 300، سي اس 300 اعمل رايت كليك وقول له ايديت سبيك، بيفتح لك برنامج منفصل تماما اسمه اوتوكاد بلاند 3 دي باي سبيك اديتور، وبيبدا يحمل معاك برنامج بالمنظر اللي انت شايفه ده. كل المطلوب من حضرتك يا باشمهندس ان انا محتاج هنا ايه؟ انا محتاج سترينر. بتيجي هنا على الكتالوج وتقول له اوبن كتالوج. وهاجي على الكتالوج بيفتح لك هو في السي عندك فولدر اسمه اوتوكاد بلاند 3 دي 2022 او حسب الاصدار اللي عندك في الكتالوجات دي كلها. بتفتح فينا هنا الكومون واختاره امبريال. كاستم بارت امبريال ده. وهقول له اوبن. هيفتح لك الكتالوج اللي حضرتك شايفه دوت. هتيجي نحط فلتر على الاسترينر، اعمل فلتر هتلاقي في حاجه اسمها استرينر اهي، واختار الاسترينر في من نص بوصه ل 60 بوصه، انا هختار كله واقول له اد تو سبيك. بمجرد ما نختار السبيك هي خلاص اتحطت في السبيك اهي، وهقفل دي خالص اقول له كلوز سيف. ان شاء الله عندنا من ثلاث محاضرات في السبيك الدكتور الوحيده هديه لكم ان شاء الله النهارده واوريه لكم. هتلاقي ظهر عندك على طول في السبيك الدكتور حاجه اسمها الاسترينر ظهرت قدام حضرتك اهي. ان ما كانتش ظاهره قدام حضرتك هنا تعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هتيجي على دايل من البايب سبيك سي اس 300 وتيجي على العلامه دي، شايف العلامه دي اللي سبيك فيور ده، اضغط عليها هتنزل هنا لغايه ما تلاقي الاسترينر بتاعك موجود. فين الاسترينر؟ هذا بايب سيمنس بايب سبيك سي بي امبريال استرينر من نص بوصه لما ل 60 بوصه اختاره، وتعالى على السايز اللي انت عايزه اللي هو البايب بتاعتنا هنا كام؟ البايب بتاعتنا هنا 8 بوصه، فاجي على السايز 8 بوصه واقول له انسرت الموديل، وهاجي هنا اتحرك بيه للمكان اللي انا عايزه بالظبط، هتلاقي حاطط لك الاسترينر واتحرك بالزاويه اللي انت شايفها صح علشان يظبط لك وضع الاسترينر. ايوه يبقى الاسترينر كده حطيته والامر لسه شغال معاك، اعمل سكيب واقفل السبيك فيو. نفس القصه يا باشمهندس هو موجود هنا اهوت، بدا يظهر اهوت، هعمله هناك اقول سبيك فيو، نفس القصه احط الاسترينر هنا اهوت بقى دايناميك معايا اهوت، ويحط الاورينتيشن بتاعه. ايوه الحاجه الثانيه يا باشمهندس ان الاسترينر كده الدايركشن بتاعه غلط، اقف عليه عادي خالص كده واضغط على السهم، هيقوم عامله لك فليب دايركشن ان الفلو يجي هنا يجمع البواسط بتاعته كلها في الاسترينر من هنا ويعدي كده. نفس القصه الاسترينر ده وضعه غلط، اقف عليه واضغط على السهم ده عشان يعمل له روتيت، ويبقى انا كده حطيت الاسترينر هنا. نفس القصه عايز احط البلف ده البول فالف في الخط الثاني، هات بول فالف عادي خالص اهوت واسحبه وتعالى حط هنا بمنتهى البساطه. طبعا انت بتحافظ على نفس الدايمنشن في الخطين على نفس الاكس، فحضرتك ابقى راعيها وانت بتحط الحاجات دي. انا بس عشان وقت الحلقه الحاجه الثانيه مش مثلا انا عايز اعمل درين وعايز اعمل فينت، انا عايز اعمل فينت هنا. الاسترينر دايما بنحط قبل بريشر جيج وبعده بريشر جيج، وبنوصله على بعض على اصلا بريشر اسمه ديفرنشال بريشر جيج عشان نعرف البريشر دروب في الاسترينر بقد ايه، عشان نعرف ان المش اللي جوه سليمه ولا مكتومه. فانا مثلا عارف انه المصنع قايل لي ان البريشر دروب في الخط دوت عند المواصفات الفنيه اللي انا شغال عليها سي ربع بار او ثمن بار او جزء صغير يعني، وليكن مثلا ايه 10 باسكال 5 باسكال وات ايفر هو هيبقى شكله. فانت لما تلاقيه اعلى من كده يبقى انت عارف ان الاسترينر في المش بتاعته مقفوله، لو سمحت تروح افتحه ونظف. فانت بتعمل هنا ايه؟ كل اللي هتيجي مطلوب منك تيجي لو سمحت اختار السايز بتاعك، البرانش بتاعي هيبقى مثلا واحد بوصه او ثلاث ارباع، دايما بيبقى ثلاث ارباع بوصه، وهقول له روت بايب. بمجرد ما اضغط روت بايب بقى اللاين اكتف اهو، وهاجي عند الخط دوت من النص كده، اول ما يزرق كده يبقى انا قادر ان انا اخد منه برانش. تضغط كليك نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، وتعمل كنترول رايت كليك وتسحب الخط اللي فوق زي ما احنا شايفين كده وتقول له اوكي. يبقى احنا كده اتعلمنا يا باشمهندس ازاي اعمل الخط ده. تعالى اعمل الخط الثاني وبعدين نقفلهم سوا. الخط الثاني اهو برضه نفس القصه، هتلات ارباع هقول رود بايب، واجي عند النقطه دي اول ما تزرقها كده واسحب لفوق. طبعا عندك الدايناميك انبوت برضه شغال، اعمل رايت كليك عشان يسحب من فوق، وخلي بالك من النقطه دي مش هنسحب من تحت، دايما بص على شكل البوصله، وهسحب من فوق كده اقول اوكي. يبقى انا كده حطيت البرانش اللي جهاد والبرانش اللي جهادي، طبعا دول بيبقى لهم جيت فالف، فحضرتك روح اختار الجيت فالف المناسب لحضرتك، وتعالى حط جيت فالف هنا. ويحط الاورينتيشن بتاعه 90 درجه جهادي، جيت فالف برضه هنا والاورينتيشن بتاعه 90 درجه جهادي، انا عايزه جهادي عشان الاكسسبيلتي. يبقى انا ايه حطيت جيت فالف جهادي، حطيت جيت فالف جهادي، وبعدين انا عايز احط وليكن بريشر جيج جهادي وبريشر جيج جهادي،
فانا اعمل كونكشن بس تطويل هنا وكونكشن تطويل هنا. وهحط بريشر جيج جهادي وبريشر جيج جهادي. هحط البريشر جيج ازاي؟ بمنتهى البساطه يا باشمهندس هنعمل ايه؟ هنحط هنا بريشر جيج، عايز اجيب بريشر جيج. طبعا بريشر جيج لو جيت هنا هتلاقي في حاجه اسمها الانسترومنت سبيكس، بس انصحك ما تستخدمش دول خالص لانك لو بصيت عليهم يعني ده ماجنتيك فلو، انا عايز بريشر جيج. بريشر جيج ده لو جيت تحطه هيعمل لك ايرور كبير جدا. ليه؟ لانه شغال على الدين ستاندر دي ان 25، فانت لو جيت تحطه هنا هيغلط معاك كل حاجه بس هيجيب لك الايرور ده. ليه؟ لانه الدايمنشن بتاعه مش ماتشنج مع الريكويرمنت اللي انت عايزه، وان كان هيحطه ويحط لك السيمبل بتاعه، لكن لو جيت تبص هتلاقي الكونكشن بتاعته مش كونكتد من تحت، وعامل لك سيمبل كده وهيجيبه لك في الايزومتريك ان هو اوبن اند. طيب اعمل ايه يا باشمهندس؟ لو سمحت احذف دي خالص، ونفس القصه هنروح على السبيك اديتور بتاعنا، اي رايت كليك على السبيكه واعمل ايديت سبيك. وهقول لك تعمل ايه، هتيجي برضه هنا على كتالوج، على كتالوج اسمه اوبن كتالوج، هتلاقي هنا كومن برضه في كتالوج اسمه انسترومنتيشن امبريال. انسترومنتيشن امبريال ده افتحه واقول اوكي، هتلاقي جايب لك مين بريشر جيج زي، اختار البريشر جيج الماتشنج مع الريكويرمنت بتاعي. فانا عايز البريشر ريتنج بتاعي كلاس 300، فهختار من هنا كلاس 300 وهي فلانج ريست فيس، وهختار بريشر جيج. شايف بريشر جيج اهو اد، ونفس القصه تمبريتشر ترانسميتر خلينا نضيفه، وماجنتيك فلو ميتر خلينا نضيفه. يبقى انا ضفت الثلاثه هم مره واحده، وهقول له كلوز وسيف. بمجرد ما بتسيف يا باشمهندس كل الحاجات دي بتتعدل عندك في السبيكه الاصليه بتاعتك اللي انت شغال بيها. مش موجوده هنا ما تشغلش بالك، تعالى برضه نفس القصه اعمل فيو وتعالى على البريشر جيج. اهو بريشر جيج كلاس 300، بتختاره من هنا وتروح تجيب السايز الماتشنج معاك اللي هو 3 4 بوصه، واقول له انسرت الموديل، وهاجي عند النقطه دي واقول له اوكي. شايف هو حط الفلانج الماتشنج معاه دايركت والجاسكت، وبيقول لك حط الاورينتيشن بتاعك. طبعا انت بتحط الاورينتيشن عشان العامل يشوفه، ولسه الامر شغال معاك اهوت. تعالى على الجهه الثانيه وحطه بمنتهى البساطه، وحط الجهه الثانيه كده. يبقى انا حطيت البريشر جيج وقف الاي، ما عادش ليها لازمه. طبعا انت لو عايز تحط ماجنتيك فلوميتر نفس القصه، بتختار السايز بتاع البايب بتاعك هنا 8 بوصه، واقول له انسرت الموديل. على سبيل المثال هوريها لك، بس انه هحطه هنا على سبيل المثال. طبعا ده نفس القصه حطيته ما عنديش اي مشكله اهوت، وخلاص اتحط. وده ماجنتيك فلوميتر. طبعا التمبريتشر ترانسميتر نفس القصه، بس هنا السايزات اهي 3 4 بوصه. ممكن اجي اعملها فين؟ تعال نعمل برانش ونحطه عليه وما فيش اي مشكله. تعال نعمل هنا 3 4 بوصه الاول، 3 4 بوصه اهي، واقول له روت لاين. كده كده ده المفروض بريشر جيج، بس انا هوريك عليه حاجه بس. واعمل رايت كليك وخلي البوصله لفوق واوكي، حطيت اهوت. وتعالى نحط له ايزوليشن فالف جيت فالف، هذا جيت فالف اهو، ده طبعا فلانجت. انا ممكن اجيبه في فيل ده انت داي خلاص، احطه هنا. حطيت البلف بتاعي وده الاورينتيشن، وهاجي هنا اهوت على السبيك اديتور واقول له فيو، واجيب من هنا تمبريتشر ترانسميتال و سايزر 4 بوره سايزر موديل، وهاجي عند نفس النقطه دي اقول له بوت، هيحط لي هو فلانج وحط لي القصه كلها خلاص. يبقى ده برضه ترانش اسمه ايه؟ تمبريتشر ترانسميتال. والقصه بمنتهى البساطه تقدر تحط الكلام ده مفيش اي مشكله. طيب طبعا ده ملوش دور عندنا خالص، فهنشيل الماجنتيك ترانسميتال. رجعت بايب ثاني اهي، خلي بالك هنا انه في نقطه باي ظهرت اهي، ده معناها انه دي ما عادتش كونكتد. اعمل عليها رايت كليك واقول له كونكت كومبوننت ادجيسنت، ويختار النقطه دي. هتبقى صعبه جدا، انا اسهل حاجه عندي ان انا احذفها واعملها تاني، لانه دايما البرانش ما بينقطش معاك بالسهوله دي. فهتيجي نوع روت بايب، وهختار من هنا 3 4 بوصه، هختار من هنا بايب تاني رايت كليك، وهطلع هنا كده. وبعدين ممكن تختار دول كلهم وتختار موف، وهم كومبوننتس عادي خالص تنقلهم عند نفس النقطه وهي كونكتد ومفيش اي مشكله. على فكره البايبنج كومبوننت نفس القصه، يعني احنا في العاده يعني انا هعمل هيدر واحد واعمل له كوبو بيست. يعني مثلا ده اللي احنا خلصناه، هاجي على ده ديليت كل الكلام ده انا مش عايزه، ديليت عشان يبقى ايدنتيكال انه جهادي وجهادي زي بعضها بالظبط. وبعمل ايه يا باشمهندس؟ ادي الفلانجه دي موجوده، ادي الفلانجه دي موجوده، اجيب نفس الارينجمنت دي عندي، اجيبها كده اهو عشان اعرف اخد السلكت بتاعها. وما تنساش اي كومبوننت يا باشمهندس حضرتك شغال، وتقول له كوبي
وتعالى ناخد مين؟ تعالى ناخد الاند بوينت اللي هناك، وهاجي عند نفس الاند بوينت في البرانش واختار ده. نفس القصة اهو، عملت الخط نفسه ايدنتيكال، هو اللي هناك هو اللي هنا بنفس المسافات بنفس كل حاجة، وما عندكش مشكلة في أي حاجة والحمد لله خلص. طيب طبعا البامب السحب بتاعها نون ريتيرنبل، فاحنا بنحط النون ريتيرنبل. تعالى نحرك الاسترينر قدام شوية عشان نحط النون ريتيرنبل، خد أي نقطة من بتوع واسحبه قدام. نفس القصة، في غلط حصل أنا سحبته بره. تعالى بس حرك ده الأول، الله يرد شوية هنا كده. وبعدين هاجي عند ده واسحبه لده. ليه عمل مشكلة؟ طيب هذا الدور الجديد، كنترول زد كنترول زد، سيبه زي ما هو مش مشكلة. تعال نحط النون ريتيرنبل نفس القصة، مش عايز بس اضيع وقت كتير في الحاجات دي. انا ممكن اسحبه من الفلانجة نفسها واتحرك بيه. لا طيب ممكن احط النون ريتيرن فولف. نفس القصه، هو دراج اند دروب. حضرتك طبعا هتتابع البي ان اي دي في ترتيب الحاجات دي. هو ده النون ريتيرن فولف، تختار بس المكان اللي هو فيه، هو بيقطع المكان وبيدي لك السيمبل بتاعه زي ما حضرتك شايف. بس انا عملت حاجه غلط، ان النون ريتيرن فولف ده مش فلانجر، فلو سمحت تشيله وحط فلانجر النون ريتيرن فولف، ويعمل كونكشن تاني للبايب. تعال نجيب تشيك فولف اهو فلانجر، ونيجي نحط هنا عندي زيرو اورينتيشن. ونفس القصه، الفنت ده محتاج نحركه قدام شويه، حركه قدام شويه كمان مش لازم خالص. هو لاقط من هنا كونتينيوتي فاصل دقيقتين، ممكن حضرتك تسحبه كده اهوت لغايه ما يجي يقعد الباي معاك، بس اتاكد ان الزاويه بتاعتك صفر اهو، اعمل كونكت وخلاص. تمام يا باشمهندس، ده في عموم مجمل شغل البايبنج. طبعا لو عايز تعمل الديسشارج بتاع البامب، لو عايز تعمل اي حاجه، الكلام ده كله ده سيمبل خالص وبتعمله بمنتهى البساطه ومفيش ادنى مشكله. نفس القصه هنا، عايز احط شويه سبورتات، فتيجي بمنتهى البساطه كده على السبورتات وحط السبورتات اللي انت عايزها. انا عايز احط سبورت بالمنظر ده. تعال نجيب حاجه ادجستبل، لان احنا في ساحه ترومبا. ده مثلا اللي بتحط قبل البلف، تيجي على الفلانجة اهي، بس اول ما بتيجي على الفلانج بتيلات وبتحطه، هو بيلقط اصلا الفلانج لانه بيتربط مع المسامير بتاعت الفلانج. وممكن احطه مثلا ايه، لو البلف ده تقيل بحط سبورتين، وطبعا بتلف الاورينتيشن بتاعه الجهه الثانيه، هوريك برضه دلوقتي. نفس القصه ممكن نعمله في الجهه الثانيه، حضرتك ابقى اعمله انت. الاورينتيشن بتاعه لفه، فخلاص هو كده شايل وبيتربط زي ما قلت لحضرتك. ده السبورت ده نوعه اللي بيتربط مع الفلانج بتاعت المسامير بتاعت الفلانج نفسها. يبقى ده كده خلاص، مثلا عملت سبورتين هنا. ممكن تيجي تحط سبورت ادجستبل، مش فارق معاك في حاجه. المهم الشاهد من القصه انه البايبنج هو ده مجال تخصص اصلا البرنامج، والبرنامج ده اصلا احنا عاملين عشان شغل. طيب احنا نعمل البايبنج ده كله ليه يا باشمهندس؟ عشان نبدا نعمل حاجه اسمها ايزومتري. تعالى نروح نشتغل شويه ايزومتريكس ونشوف الدنيا بتمشي ازاي في الايزومتريك، وبعدين نرجع نعمل بايبنج لاي اوت، لانه ما فيهاش اي فرق كتير من التاني. تعالى نخلص البايبنج لاي اوت، تعالى نشتغل على الليله. خلاص مثلا على سبيل المثال، جدلا انه ده كل البايبنج اللي انا عايز اعمله وعملت كل البايبنج ده، فباجي اعمل كريت اور سودرون زي ما حضرتك شايف، نفس القصه اللي احنا عملناها قبل كده. وهعمل كريت نيو اور سيجنال درون واقول له بايبنج لاي اوت على سبيل المثال، واقول له اوكي انتر. بنفس الطريقه هيحدد المنطقه اللي انا شغال عليها كلها، نبدا نعمل لها سايزنج اللي احنا عايزينه. هذا الاريا انا موافق على الرينج بت دي، هي نفسها ايه. لو سمحت بس بعمل اوربت كده وشوف الدنيا ماشيه معاك زي ما انت عايز ولا لا. فهو خلاص دي الرينج بت اللي انا عايزها. عايز تشيك على البيبر، ده البيبر تشيك بتاعك، سايز بتاعه ماتشنج اوكي مفيش اي مشكله. ويتاكد انه الفيو اللي انت عايزه ايه. فانا مثلا الارنجمنت دي عايز فيها توب فيو، فانا هعمل توب فيو. واعمل بيبر تشيك تاني عشان اتاكد انه توب فيو، فهتلاقي البيبر ظهرت فوق اهي ما عادش اي مشكله. واقول له ايه، واقول له اوكي.
هيبدأ يقول لك اعمل بليسمنت للباي بتاعتك او الفيو بتاعك، فانا بحطه هنا. خلاص كده هو عمل الارنجمنت بتاعتك اهوت، وظاهر فيها شغل البايبنج بالتشينج اوف اليفيشن. يعني مثلا لما بتغير اليفيشن بيبقى له سيمبل معروف كده اللي هو ايه اللي نزل لتحت اهو. هو كده عامل مثلا البايبنج ارنجمنت. حضرتك مثلا عايز تعمل فيها تفاصيل اكتر من كده، نفس التفاصيل اللي احنا اتعلمناها المره اللي فاتت، اضغط على ايديت فيو واختار الوضع ده، وروح اختار طبعا الخيارات اللي عندك في البايبنج هي ان انت تظهر المخفي او ان انت تسيبه او ان انت تظهر العزل او تسيبه. فانت عندك حاجه اسمها هيدن لاين بايبنج اهي، في نو هيدن لاينز، في اول هيدن لاينز. فانا مثلا ايه اول هيدن لاينز دي؟ يعني اول هيدن لاينز يظهر لي لو عايز يظهر العزل او ما يظهرهوش، فانا ممكن مثلا اعمل له ايه خطين داش دي كده على الانسيوليشن بتاعك. يعني انت لو عندك عزل بتحط له خطين داش دي زي ما حضرتك شايف كده. فانا هختار مثلا الاعدادات على سبيل المثال تاني واقول له اوكي، هتلاقيه قام عامل ريجنريت للاي اوت التاني ويحط لك كل الخطوط بتاعتك زي ما حضرتك شايف. زي ما حضرتك شايف كده بقى حاطط كل التفاصيل. طبعا تقدر تحط الانوتيشن بتاعت البايبنج. فاكر انت الانوتيشن بتاعت البايبنج؟ تفتح الارسل، في عندك حاجه اسمها البوتوم اوف بايب، وبتيجي تختارها كده وتختار اي بايب في الموضوع. هيجيب لك حاجه اسمها البوتوم اوف بايب اليفيشن وحاططه لك على سبيل المثال. انا اسحبه هنا كده، يبقى البوتوم اوف بايب اليفيشن هنا 212.73 انا لو عايز احطه. واختار اي كومبوننت تاني لو عايز تعمله انوتيت. عايز البوتوم اوف بايب قول له اوكي برضه حطه هنا. الامر لسه شغال معاك مفتوح. نفس القصه، تعال على ده. عايز ايه البوتوم اوف بايب؟ اقول له اوكي وحط لي هنا البوتوم اوف بايب. يعني حاجات زي كده تقدر تعمل رايت كليك برضه وتقول له ارسل انوتيت وتقول له السنتر اوف بايب. هي طوله الفيس اوف فلانج. فيس اوف فلانج دي يعني ايه؟ يعني انا عامل فلانجه، تعال نجيب فيس اوف فلانج وتعال على الفلانجه اللي هناك دي، وانا بقول الفيس اوف فلانج وبقول اختار البوينت سبيسيفاي ديتيشن، تعال مثلا اختار النقطه دي. شايف هو هنا كاتب لك الفيس اوف فلانج هنا عند الفيس اوف فلانج اليفيشن. خليني اسحبها لك بره شويه. فهو هنا بيقول لك ايه الفيس اوف فلانج اليفيشن بتاعك اللي هو اللي انت عملت لها سيلكشن دي 8 متر 888، يعني الفلانجه بتاعتك الفيسنج بتاعها على ارتفاع 8 متر 880. القصه بقى تقدر تجيب ايه؟ تقدر تعمل رايت كليك هنا وتجيب ارسو انوتيشن وتيجي هنا على حاجه اسمها البايبنج. هتلاقي حاجات كتير جدا. يعني انا مثلا ممكن اقول له الفلانج ريتنج، اللاين نمبر، تعال نجيب مثلا ده واقول له اوكي. هيكتب لي هنا اللاين نمبر كامل اللي هو 6200 سي اس 300. وطبعا انا اخترت اي حاجه واحد تاني الامر لسه شغال معاك، واضغط انتر. هو نفس الخط تقريبا، ويحط اللاين نمبر بتاعك هنا. الخط ده مثلا هختاره واقول له انتر، وهختاره كده اللي هو 12 بوصه 1003. وهكذا اعمل درافتنج بقى طبعا زي ما انت عايز. وممكن تكبر السكيل شويه عشان يبقى الكلام ده شكله منطقي شويه. فتيجي على اللي اوت بتاعك ده وتيجي على السكيل، السكيل بتاعك اضغط عليه. واحنا كنا شغالين 51 مثلا، 51 حلو شويه، وحرفه زي ما انت عايز نفس القصه. يبقى انت قادر تحط تفاصيل اكتر. انا ممكن مثلا اجي هنا اقول له اورسو انوتيت، وهاجي هنا على البايبنج. عندك بقى حاجات تفاصيل كتير جدا 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 تقدر تضيفها لاي بايب. انا ممكن اجيب الاوتر دايمتر، ممكن اجيب الريديوسر لو عندي ريديوسر اهي. تعال نجيب فول اوت الريديوسر، كان في ريديوسر احنا حاطينه اهو. وتعال نختار، شايف تقدر تحط هنا 14 على 6. طبعا تقدر تحط انوتيشن كتير جدا جدا. هو بيعمل لها اكستراكت من الشغل البايبنج اللي انت عامله. سبورت انوتيشن، تعال على السبورتات اللي احنا عملناها، عملنا شويه سبورتات هناك اهي. تعال مثلا على السبورت ده، بمجرد ما اختاره وهاجي دوت، انا ما كنتش حاطط لها تاج نمبر. انا لو رحت في 3 دي موديل، طبعا في 3 دي موديل في خاصيه برضه نسيت اقولها لكم المره اللي فاتت، ان انا لو اخترت اي حاجه زي دي، يعني السبورت ده على سبيل المثال، باجي في حاجه اسمها لوكيت ان 3 دي، باجي على السبورت ده واضغط عليه، اعمل له سيلكت. بس بمجرد ما اضغط على سيلكت كده هيروح على 3 دي موديل ويعمل لك سناب ويجي عليه نفسه. هتيجي عليه وتقول له في البروبرتيز بتاعه تحط له التاج بتاعه. انا هسميه مثلا اس دبليو داش 001 على سبيل المثال. اس دبليو خليها كابيتال، اس دبليو 001 هو الاس. يبقى انا مثلا حطيت التاج نمبر بتاع السبورت ده. تعال نرجع للبايبنج اللي اوت بتاعي،
وتعالى نعمل التاج ده احذفه واعمله تاني، او تعالى نعمل تاني فور سيجنال بايبنج سبورت نوتيشن. هختار السبورت ده التاج نمبر اس دبليو 001، احذف التاج نمبر يبقى هو اس دبليو 001، وهكذا تقدر تعمل كل السبورتات. على فكره شغل ال 2 دي ده اكتر شغل بياخد معانا مجهود وقت، لانك ده مطلوب منك كم انوتيشن كتير جدا لازم تبقى عامله ولازم تبقى عامل حسابك. لو سمحت الف في الحاجات دي كلها هتلاقي فيها تفاصيل كتير جدا، وانا بعت لكم من شويه بلاي ليست الكلام ده كنا شرحناه بتفاصيل اكتر من كده كمان، مش عايز اضيع وقت كتير فحضرتك بص عليه. طيب عملنا ده كده اسمه بايبنج لاي اوت، طبعا بتعمل له الدرافتنج بتاعه وتظبطه. طيب انا عايز اعمل بيل اوف ماتيريال للبايبنج ده كله. بمنتهى البساطه هتيجي ان هو هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بيل اوف ماتيريال. تضغط البيل اوف ماتيريال هيقول لك ايه؟ سيلكت فيو بورد. انا لو اخترت الفيو بورد بتاعي ده اهو هيقول لي سبيسيفاي المكان بتاع الجدول. تعال نختار الجدول هنا كده على سبيل المثال. شايف ده كل الام تي او بتاعت المنطقه دي كلها. لو وقفت عليها ده حصر كامل بالام تي او. يعني مثلا محتاج انت 2544 ملي ونص، يعني كام؟ يعني 2 متر و550، ما تفتكرش رقم كبير يعني. من بايب النومينال دايمتر بتاعها 3 4 بوصه، سكيدجول ولا كلاس 40، بايب سيمليس بلين اند از مي بي سيكرت سيستم وهكذا. نفس الكلام اللي احنا شرحناه المحاضرات اللي فاتت، ده البايب ديسكريبشن بتاعتك اللي هي بايب سيمليس بلين اند از مي بي 36.1 على استم اللي هو الماتريال جريد بتاعك اي 106 جريد بي والسيمليس وهي سكيدجول 40. نفس القصه كده هتلاقي كل حاجه، هتلاقي البايبات في الاول وبعدين الفلنجات وبعدين الرينفورسمنت، حتى الرينفورسمنت باد هو بيحطها دلوقتي في الصب في القصه. بولت 6 اهوت عندك 96 مسمار، السايز بتاعه 7 على 8 بوصه في طول 193. طبعا الشيت ده انا ممكن اعمله سيلكت ده وتقول له رايت كليك وتقول له اكسبورت وطلعه اكسل شيت عندك على الديسك توب، ويختار الامتداد بتاعه هو سي اس في ده بيقراه اكسل. فانت هتيجي ان هو هتلاقي فيه تيبل 1 اهو، اعمله اوبن وهتلاقي كل التفاصيل ده. ده ام تي او عاديه خالص وبسيطه خالص، تقدر ببساطه خالص تطلعها. دايما عايز تكون فاهم كويس ان الدايمنشن اللي طالع هنا بالملي ما تروحش تحسبها بالمتر، فتروح فبلاش يعني الدايمنشن هنا كلها بالملي ودي الكميات كلها. طبعا دي السبيسيفيكيشن بتاعت التي ريديوسنج والباتولت والكلام ده كله، هوريكم كمان طرق ثانيه ان احنا نخرج بيها كل فكره. طيب نرجع للبرنامج تاني. يبقى انا عرفت ازاي اعمل جدول، تعالى نحذفه تاني واوريكم نجيبه تاني ازاي. نفس القصه بتيجي على بيل اوف ماتيريالز اهو، وتختار الفيو بورد، اختار الفيو بورد وبعدين بيقول لك سبيسيفاي اللوكيشن بتاعه. البيل اوف ماتيريال الفيو بورد اول ما يسود اللوكيشن بتاعه، تعالى نحطه هنا حتى هيحط لك الجدول بتاعك بالمواصفات الفنيه نفس القصه. ماشي يا باشمهندس. طيب ايه تاني؟ طبعا في هنا الارسو انوتيت، هو ده نفس الكلام في البيل اوف ماتيريال انوتيشن. البيل اوف ماتيريال انوتيشن ده ممكن تختار اي اي رو انتير تيبل. طبعا انا لو عايز احط انوتيشن على البيل اوف ماتيريال تاني، فتعال نجيب مثلا بيل اوف ماتيريال تيبل ونجيب ده ونحطه هنا كده. وانت لو عايز تقول له بيل اوف ماتيريال انوتيشن تختار اي رو او اي صندوق تحط عليها انوتيشن، هو هيعمل لك ريفرنس على طول، شايف بيربطلك على طول جري ان الايتم ده هو الايتم ده، فاهم؟ يعني انت مثلا لو عايز اعمل له سيمبل خلي بالك ده انه هو، فانا بحط هنا رقم 12. او لو عايز احط سيمبل انه بيل اوف ماتيريال انوتيشن اهي، هاجي هنا واختار اي صنف منه اللي هو الصنف ده واحط الانوتيشن بتاعته جنبه انه ده هو رقم 4 في الجدول، فيبقى مفهوم خالص لاي مواطن او لاي واحد بيراجع اللوحه ان الايتم ده رقم 4 هيروح البيل اوف ماتيريال رقم 4 اللي هو بايب سيمليس بلين اند وهكذا. تعالى مثلا نختار البلف. انا لو جيت على البلف دوت، طبعا هو الانوتيشن اللي ساده، هاجي برضه اورس انوتيشن بيل اوف ماتيريال انوتيشن اهي، هختار البيل اوف ماتيريال. تعالى نروح بلف مثلا، فين بلف؟ فالف فالف فالف، الفالفات دايما بتبقى في الاخر. مثلا بول فالف ده هتلاقيه لقطه لك هناك اهو، وتعالى حط الانوتيشن جنب ده ايتم رقم 42 في في البيل اوف ماتيريال وهكذا. عندك حاجات كتير جدا لو سمحت جربها. وعلى فكره التيبل ده تقدر تعمله سيت اب كامل، فانت لو جيت هنا على التيبل سيت اب تقدر تحط كل المواصفات
يعني انا حاطط هنا الامر دايمتر، حاطط هنا الكوانتيتي، حاطط النوم الفايز، حاطط السكيدجول، حاطط الديسكربشن، حاطط مش عارف ايه. اتعلم على الحاجات اللي انت عايز تتطبق معاها. الشو كولوم هنا هو معلم عليهم كلهم ومختار مين الباي. طيب انا لو عايز اضيف كولوم معين بسبيك معينه تقدر تخش على السبيكس وتضيف. لو انا مثلا عايز احط الفيزنج، عايز احط الجاسكت، عايز احط البريشر كلاس، عايز احط اي سبيك معينه بروبرتي جديده، عندك في بروبرتيز كتير جدا ممكن تضيفها. طيب انا في البايب عايز احط لي انر دايمتر ولا اوتر دايمتر، الكلام ده كله تقدر تعمل له سبيسيفيكيشن. هنا تقدر تعمل له سبيسيفيكيشن لكل ايتم لوحده. ازاي؟ بتقول له هنا اهو ده تيبل بيل اوف ماتيريال وسكات ليست. طبعا التيبل تايب انت عندك هنا في بيل اوف ماتيريال اللي احنا عاملينه ده، في بيل اوف ماتيريال وسكات ليست، وسكات ليست اللي هو بالليست بتاعت الماتيريال. قلت له اوكي ورحت عملت بالبيل اوف ماتيريال الثاني. المهم الشاب بيتصل ايه، في تفاصيل كتير جدا في التيبل سيت اب ده، لو سمحت تعرض لها. تقدر تخش على السيتنجز بتاعتها وتخصصها بالطريقه اللي انت عايزها كمان بالترتيب بتاعها. مش هنخوض فيها كتير. يبقى احنا كده عرفنا البايبنج لاي اوت بنعملها ازاي وتفاصيلها بنعملها ازاي. الحاجه الثانيه انه مثلا انا هحط كلام هنا، يعني هكتب كتاب هنا على سبيل المثال، فعايز البايب هنا ما تترسمش او ما تمشيش فوق الكتاب. بتعمل حاجه اسمها بايب جاب اي تول، وبتيجي تختار البايب بتاعتك وبينفصلها زي ما حضرتك شايف كده، واختار البوينت بتاعتك تفصلها من فين لفين، بتفصلها زي ما حضرتك شايف، والحته اللي في النص بتشيلها. اسف كنترول زد تاني. طيب بايب جاب سيلكت بايب تو بي جاب، وبايب جاب هاز بين كريتد، ابديت يور اورثوغونال فيو تو ريجنري. اعمل بس ابديت للفيو بتاعك وسيلكت الفيو بورد. هتلاقيه عامل لك بايب جاب كده بالمنظر ده، وتقدر حضرتك تحركها فوق تحت شويه. بس هو المشكله ان انت اي تعديل عايز تعمله لازم تعمل ريجنريت، يعني تعمل عندك هنا ابديت فيو واختار بس الفيو هيعمل له ابديت اللي هو ريجنريت للفيو بس عشان التعديل اللي انت عملته ده. يبقى احنا شفنا لوكيت انسيريت الموديل بايب جاب الانسيوليشن تول دي، انه لو عندك بايب فيه انسيوليشن تقدر تظهره او تخفيه. طبعا هي تعديلات اهي. وقلنا البيل اوف ماتيريال والتيبل سيت اب في تفاصيل كتير جدا حضرتك بس تعرضناها، مش مهم قوي في شغلنا. طيب يبقى احنا كده اتعرفنا للبايبنج لاي اوت، وحضرتك تقدر تشتغل عليه وتلعب فيه كتير جدا. ونفس القصه اللي احنا قلناها، ممكن اجي على اي فيو زي ده واعمل ادجاسنت فيو وهختار الفيو، وممكن اجي اخد مثلا ليفت فيو واقول اوكي واحطه هنا كده مثلا علشان ابين عليه شويه تفاصيل، واحط برضه عليه بايبنج لاي اوت. نفس القصه اللي قلت لكم في المحاضرات اللي فاتت، ان انت ممكن تقلل السايز بتاع الفوليوم بتاعك ويبقى كانك بتاخد سيكشن في اماكن جديده وتحطها. زي ما حضرتك شايف بقى عندك السايد فيو كلها مرسوم بالمنظر ده، وتقدر بقى تخش تحط تفاصيل. الانوتيشن هتبقى ظاهره جميله جدا هنا، يعني ممكن اجي اقول له رايت كليك اور سيجنال درونج على الفايبنج، واخد مثلا ايه البو فلانج فول لاين نمبر بول ات اوت ده، وهختار اللاين ده واحطه فوق. يبقى هو معروف هنا انه ده 14 بوصه 1002 سي اس 300 وهكذا. تقدر تعمل نفس القصه دي بحاجات كتير. ناخد نفس اللاين ده واقول له انتر واحطه له نوت وهكذا. فنقدر نعمل تفاصيل كتيره جدا وجميله جدا بالبرنامج. حضرتك بس يشتغل على شغل. طيب يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل سيجنال درونج. تعالوا بقى نعمل اهم حاجه اللي انا عايز اشتغل عليها وبتكلم فيها كتير جدا، اللي هي مين؟ ايزومتريك درون. تعال على الخانه بتاعت الايزومتريك وهناخدهم بالتفصيل الممل واحده واحده. يعني ايه كويك ايزو؟ انا وانا شغال اهوت، تعالوا نفتح لوحه ثانيه عشان ما نبوظش الدنيا. فهاجي نوت في البلاد 3 دي واجي على اللوحه دي مثلا. انا وانا شغال هنا مثلا ايه، برسم لاين على هوبا، برسم لاين واللاين ده مثلا 6 بوصه بلس 300 انا فعملت كده وبعدين حاولت كده وبعدين حاولت كده، وعايز اجرب شكل الايزومتريك هنا هو ده الريكويرمنت بتاعي ولا لا. فانا بقوم عامل سيلكشن كده اهو للي انا عايز اعرضه واقول له ايزومتريك كويك ايزو. كويك ايزو ده هيطلعه لك بالمواصفات اللي انت بتختارها، دي هنتعرض لها كل شويه نشرحها.
بالمواصفات اللي انت عايزها وتقول له اوكي. هي الفكره كلها ان ايه، انه هيعمل لي ايزومتريك، هيعمل لي ايزومتريك للخانه او للشغل اللي انا عامله ده، علشان اشوف التعديلات اللي انا عاملها عملتها مشت صح ولا لا. بعد ما بتظهر ايزومتريك بتلاقي حاجه هنا ظهرت كده اسمها ايزومتريك كريشن كومبليت، والسيمبل بتاع الايزو اللي تحت ده بيبقى فيه الايزومتريك، بتضغط عليه كليكه يقوم عامل لك فيو الايزومتريك كده. تضغط كليك على الـ على الاسم الايزومتريك هتلاقي فتح لك الايزومتريك فيو، وهتلاقي كاتبه ايه، يوزر ديفايند لاين، يوزر ديفايند لاين، نفس الكلمه مرتين. هو الفكره بس كلها انه اللاين ده ملوش اسم ملوش اي حاجه، ده كويك ايزو. والكويك ايزو اصلا ما بيدركش في الايزومتريك بتاعت المشروع، فاكرين الايزومتريك بتاعت المشروع ان هي هنا ما بيدركش هنا، يعني ما بتلاقيهاش كمان شويه. فهو فور تيست يعني، انا بعمله بفتحه واقفله مره واحده وخلاص خلصنا الفيلم بتاعه. طيب انا عايز اشوف الخط ده تاني، طبعا انا ما عملتش فيه تعديلات، تقدر تعدل في الايزومتريك. عايز افتحه تاني اهو، شايف علامه الايزو مكتوبه تحت، تضغط عليها دبل كليك هيقوم فاتح لك نفس الخانه، وهتقدر تفتح الايزومتريك تاني وتشوف التفاصيل اللي انت عايزها فيه. وليكن مثلا انا عايز اراجع تفاصيل معينه، عايز اشوف القلب ده كاتبه كات باك قلبه ولا كاتبه قلبه عادي ولا وات ايفر هو كاتب فيه ايه، فانا عايز اشوف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى ده حاجه اسمها كويك ايزو وهنتعرضها. فعندنا حاجه اسمها برودكشن ايزو، في حاجه اسمها بي سي في دو ايزو، ان شاء الله دول هنشرحهم كمان شويه، لكن انا يهمني بس ان احنا نحط شويه ايه، الريفرنس دايمنشن. ايه الريفرنس دايمنشن يا باشمهندس؟ تعالى نرجع للايزومتريك بتاعنا. بص يا باشمهندس، انا عندي الخط ده مثلا عايز احط عليه شويه ريفرنس، ففي حاجه اسمها ريفرنس دايمنشنال، يعني انا عايز دايمنشن تتحط على الايزومتريك تربطه لي ما بينها وما بين حاجه. يعني على سبيل المثال عايزه وهو بيطبع الايزومتريك يقول لي ان المسافه ما بين الايزومتريك والستراكشر 5 متر، اسمه 5 متر، 1 متر، نص متر، وات ايفر. فانا عايزه يطبع لي ده هي على الايزومتريك، اعمل ايه؟ بتيجي على حاجه اسمها ريفرنس دايمنشن اهي، بمجرد ما بتختارها بيقول لك بيك بايب، انت بتختار ايه البوينت في الفيتنج بتاعتك. فانا هحط البوينت ده وهختار الستيل ستراكشر ده. زي ما انت فاهم في الستيل ستراكشر دايما السناب بيلقط اماكن كتير جدا في الستيل ستراكشر، فانا انصح حضرتك تقفل الامر وتروح على الستيل ستراكشر تقول له موديل وتقول له لاين موديل عشان تقدر تاخد نقطه تعمل ريفير لي. ترجع تاني للايزو وقول له ريفرنس دايمنشن، وانا هاجي عند النقطه ده على سبيل المثال وعايز الاورينتيشن بتاعها من السنتر بوينت ده. شايف هو هتلاقيه قام راسم لك رسمه غريبه كده. لو اخترت النقطه دي تاني بيعمل لك سيمبل كده في نص البايب نفسه. تعالى اوريه لك، لو جيت هنا على 2 دي واير فريم هتلاقيه عامل كوره كده. الكوره دي لما بتقف عليها بتلاقي دايمنشن جاي من الجهه دي ودايمنشن جاي من الجهه دي، ده اللي هيعرضه لك كده. دي حاجه كنت بجربها خليني احذفها. فهي هتلاقي دايمنشن جاي من الجهه دي ودايمنشن جاي من الجهه دي وكوره كده. انا لو عايز الغي دي تاني بتحولها ل 2 دي واير فريم زي ما احنا عملنا كده، وتقف على الكوره دي تعمل لها سيلكت وتحذفها. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى ده ريفرنس دايمنشن زي ما حضرتك شفت. طيب عايز اقول، ودايما على فكره الانوتيشن ده يفضل وانت شغال بتحطها ان انت تشتغل في بيئه ال 2 دي واير فريم. في عندنا حاجه اسمها الايزو مسج، انا عايز اكتب للراجل دوت على الايزومتريك حاجه ملاحظه ياخد باله منها وهو شغال. فانا باجي احط هنا ملاحظه واقول له هنا ايزومتريك مسج، واقول للايزومتريك ده لو سمحت احنا هنقفل الباب الساعه 2 فور فابريكيشن مثلا، فور فابريكيشن بليز فولو ازمي دي 31.3 على سبيل المثال. ماشي يا باشمهندس؟ واقول له اوكي. بمجرد ما بتقول له اوكي بيقول لك حدد لي مكان النقطه دي احطها فين؟ هحطها هنا. بيعمل لك كوره كده، الكوره دي اللي هي الانوتيشن اللي انت اخترتها. ماشي يا باشمهندس؟ طيب حاجه تانية، انا هعدي في فلور، يعني انا مثلا خرمت جريدنج او طلعت من الهاندريل زي ما حضرتك شايف كده. معلش تعالى نحذف دي وتعالى نحذف دي. زي ما حضرتك شايف كده، تعال نرجع للستيل ستراكشر ونقول له اوت لاين فيو. فانا معدي هنا من الهاندريل، فانا عايز اقول له خلي بالك والله وانت طالع من الهاندريل من هنا هيبقى عندك مشكله. فانت لو عامل السبوله بطريقه مختلفه، طبعا ده حاجه فور اكزامبل يعني بطريقه معينه، لا خلي بالك انه في هاندريل انت هتعدي منه هنا او جريتنج انت خرمت هنا. فالسيمبل بتاعه ايه؟ ايزومتريك اهي، واقول له فلور سيمبل، ودي طبعا مخصوصه للفلور ان انا عديت من فلور، لكن انا هحطها على سبيل المثال ان انا عديت من الهاندريل هنا. واقوم عاملها سيلكت في المكان ده، عايز اشوفها تيجي ان هو تختار 2 دي واير فريم هتلاقي فيه البتاع عادي. عندك حاجه اسمها الفلو ارو، الفلو ارو ده دوره انه هيظهر لك الفلو دايركشن على الايزومتريك نفسه. نفس القصه، اختاره واختار البايب بتاعتك وحدد الدايركشن، الدايركشن بتاعك يمين ولا شمال؟ لو هو يمين، لو هو الدايركشن ده اوكي،
لو هو الريفرس اعمل له ريفرس، لو نسيته حتى هتلاقي في سهم جنبه هو ضغط عليه تاني هيقوم عاكسه لك وهكذا، تقدر تعمل له ايديت زي ما انت عايز، يبقى ده الفلو دايركشن بتاعي وهيعرضه على المسج. طيب انا لو جيت قلت لك ان الخط ده يا باشمهندس، قلت له رايت كليك وقلت له اد سيلكشن كونكتد لاين نمبر ده، وجيت في البروبرتيز بتاعت اللاين وحطيت انه في انسيوليشن، فين الانسيوليشن؟ اهو الانسيوليشن، طيب اهو الانسيوليشن، الانسيوليشن سيكنس اهي، واقول اوفرايد بوت. طيب هو المشكله ان احنا مختارين هنا كومبوننتس مش هيقدر يعمل لها انسيوليشن على سبيل المثال، لانك انت لازم الانسيوليشن ما بتحطش للجاسكت، ما بتحطش للمسامير، الكلام ده. على سبيل المثال انا اختار البايب ده واقف على رايت كليك واقول له الانسيوليشن، وهقول له ايه الانسيوليشن سيكنس بتاعي 25 مللي، والانسيوليشن تايب بتاعي برضه نفس القصه اوفرايد مود، واقول له مثلا ايه روب اويل، روب اويل وبس خلاص. يبقى انا عندي الانسيوليشن اهو وعندي السيكنس ده وهقول له اوكي ماشي يا باشمهندس. يبقى انا دخلت ان في هنا انسيوليشن، هاجي نوع على الانسيوليشن سيمبل، عايز اقول له لو سمحت حط لي انسيوليشن سيمبل على الفايب ده في الايزومتريك، هيقوم عامل لك حاجه بالمنظر ده، لما نروح الايزومتريك هوريها لك ماشي. في حاجه طبعا اسمها، انا لو عايز احدد نقطه معينه كستارت بوينت وهو بيعمل اكستراكشن للايزومتريك نفسها، يعني دايما يفترض ان النقطه دي كستارت بوينت وهو بيرسم الايزومتريك، والبريك بوينت اللي حضرتك برضه بتجرب فيهم مش مهمين بالنسبه لنا دلوقتي، ده في الخطوط الكومبليكيتد شويه بتجبر البرنامج انه يحط النقطه دي كستارت بوينت عشان ما يعملكش الخط كلاته كايزومتريك واحد ويبهدلك في الشغل. البي سي في اكسبورت دي انا قلت لحضراتكم ان احنا بنستخدمها في ان انا بطلع ملف بي سي، الملف دوت اللاين ده هقول له اد تو سيلكشن، اقول كونكتد لاين نمبر، انت لاين نمبر اهو، وهقول له اكسبورت بي سي في، هقول له 1002 دهيت، وهقول له فيت، ويختار المسار بتاعها على الديسك توب، وهات لي ملف زي ما حضرتك وريته لك المره اللي فاتت، انا ما اخترتش المسار 1002 واقول له كريت في حاليا بلاند ماشي، بي سي في 1002 اختار المسار لو سمحت، وحطها على الديسك توب المره دي عشان اوريه لك، واقول له اوكي واقول له كريت، هتلاقيه عامل لك ملف غريب كده احنا فتحناه المرات اللي فاتت، ده بي سي في، ده اللي بنوديه لبرامج الستريس اناليسيس. طيب نرجع للبرنامج عندنا، احنا اتعلمنا كل دول، تعالوا بقى نخش في تفاصيل المعمعه نفسها. احنا قلنا يعني ايه كويك ايزو، يعني ايه برودكشن ايزو، يعني ايه بي سي في ايزومتريك، تعالى بقى نشتغل عليه واحده بواحده ونقول ايه التفاصيل. بص يا باشمهندس، اول حاجه عندنا افتح برودكشن ايزو هيفتح لك حاجه بالمنظر ده. الديسبلاي لاين، شايف اللاينز اللي محطوطه عندك، عندك طرق لعرضها، يعرض لك اللي في اللوحه اللي موجوده حاليا ولا اللي في البروجكت كلاته. انا لو اخترت البروجكت اي خط تاني او اي شيء تاني في ايزومتريكس هيجيبها لك. انا شغال على اللوحه اللي موجوده حاليا، ولو عندك فلتريشن بطريقه معينه انت تقدر تحطها، فانا شغال هنا، انت ممكن تعمل فلتر هنا مثلا 1002 اهو، هيقوم معلم لك 1002، هيقوم معلم لك ال 1002 ما علينا، فدي هي طريقه الفلتريشن بتاعك. طيب انا هختار الخط اللي اسمه 1002، عندك حاجه اسمها ايزو ستايل، وفي حاجه اسمها تشيك 2 تشيك اي 3 تشيك فاينل اي 2 فاينل اي 3 اسبول اي 2 اسبول اي 3 وهكذا. دول ايه يا باشمهندس؟ هعمل لك جنريت واوريك المفرق في المواصفات. تعالى اول حاجه نعمل التشيك اي 2، اي 2 اللي هو السايز بتاع البيبر، اي 3 السايز بتاع البيبر، فما يفرقش معانا ده. التشيك اي 2 هعمل اكستراكت للايزومتريك اللي هو 1002 على تشيك اي 2، تشيك ده يعني فور تشيكنج يعني. ان انت تشيك عليه. في عندك خاصيه اسمها ايه؟ كريت دي دبليو اف فايل، انت لو عايز تعمل كريت دبليو اف فايل ولا لا، وفي حاجه ثانيه اسمها اوفر رايت اكزيستنج. اوفر رايت اكسيستنج ده يعني لو انا عامل الخط ده قبل كده على تشيك اي 2 انت امسح القديم واعمل الجديد ماشي. وهنا ريفيجن نمبر بتحط حضرتك الريفيجن اللي انت شغال عليها، فانا مثلا قلت ريفيجن نمبر 001 او 01. وفي عندك حاجه اسمها ادفانس سيتنجز، ادفانس سيتنجز دي هنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله جوه البرنامج نفسه، لكن تعالى ناخدهم واحده بواحده. في حاجه اسمها اكسبورت سيتنجز، وانت شغال بتطلع الايزومتري ده تقدر تطلع ايه بيل اوف ماتيريال بصيغه اكسل شيت او بصيغه سي اس في، ده برضو كلها امتدادات للاكسل او ملف تي اكس، خلينا نعملها اكسل شيت وهوريها لك برضو، ويطلع لك ايه بيل اوف ماتيريال، بيطلع لك الويلد، بيطلع لك سبول، بيطلع لك كات بيس، وهتلاقيها اكتف في خصائص ثانيه هوريها لك كمان شويه. الحاجه الثانيه في ادفانس سيتنجز اهي، في حاجه اسمها اجنور بريك بوينت في موديل، يعني انا لو من شويه كنت بوريك حاجه اسمها بريك بوينت وحاجه اسمها ستارت بوينت، انا لو حاطط بريك بوينت وعايزه يتجاهلها في الاكستراكشن ده مخصوص، فبقول له اجنور بريك بوينت فروم موديل، فبيقوم متجاهله. طيب عندك اجنور ايزو انوتيشن فروم موديل، شايف الايزو انوتيشن اللي احنا لسه عاملينها كلها دلوقتي، انا لو اخترت الخيار ده مش هيظهر لي اي حاجه منه. الحاجه الثانيه
ريفرس ايسو ستارتنج بوينت، يعني لو انت خرجت الايزومتريك ولقيت شكله مقلوب بالنسبه لك او مش عاجبك تضغط بس على الريفرس ايسو ستارت بوينت هيقوم قلبه لك، يبقى البدايه النهايه والنهايه تبقى البدايه. فده خصائص دايناميك جميله جدا جدا جدا، بتوفر عليك شغل كتير جدا. الحاجه الثانيه في اوفر رايد نورث دايركشن، انا لو اخترت اوفر رايد نورث دايركشن دي انا عايز احدد، احنا دايما النورث دايركشن بيبقى اوفر الابر ليفت، دايما الايزومتريك بتاعنا بنلاقي الابر ليفت هو النورث دايركشن بتاعنا. انا لو عايز اعدل القصه دي اعمل اوفر رايد ليها واختار ابر رايت لور ليفت لور رايت، خد الخيار اللي انت عايزه. طبعا ده خصائص جميله جدا في الاستراكشن، حضرتك العب فيها زي ما انت عايز. في عندنا حاجه اسمها الاوفست لوكيشن. يعني ايه الاوفست لوكيشن يا باشمهندس؟ يعني حضرتك دلوقتي بتعمل ايزومتريك معين وناقل الايزومتريك كلها من مكان، او احنا راسمين الرسمه دي كلها وبادئين من نقطه الصفر هنا. نقطه الصفر هنا في الحقيقه تعادل كوردينيتس اكس واي وزد، ليها اليفيشن وليها نورث ولها ايست، صح؟ فانا لو عايز الايزومتريك يطلع معايا بنورث وايست واليفيشن اكشوال حقيقي اعمل ايه؟ باجي على الريفرنس بوينت بتاعتي اللي هي 0 0 0 اللي هي نقطه 0 0 0 اللي انا عاملها دي، اللي انا عاملها دي نقطه الصفر يا باشمهندس دي، واشوف دي في الواقع النقطه دي الكوردينيتس بتاعتها كام؟ وليكن مثلا في مصر انا في الاليفيشن بتاعي فهي مثلا ايه في اتجاه 39.2 3 4 اللي هو ايه 6 ارقام في اتجاه نورث كذا، وفي 6 ارقام في اتجاه ايست كذا، و6 ارقام في اتجاه الاليفيشن كذا. هاجي نوع البرودكشن واجي على ادفانسد واحطهم هنا، يبقى الاكس بتاعي انا مرحل منه كام، والزد بتاعي مرحل منه كام، والواي انا مرحل منه كام، وهو هيطلع لك الايزومتريك ترو نورث وترو ايست وترو ترو اليفيشن. ودي ميزه جميله جدا انه احيانا الكلاينت يطلب منك ان الايزومتريك يكون كوردينيتد، يعني عايز يدرك الايزومتريك للمساح والمساح ينزل يوقع الكلام ده كله. فانت بتقوم حاطط مين؟ انه النقطه الصفر والصفر والصفر اللي عندك دي تعادل كام؟ اكس وواي وزد، تحطهم وهو هيبدا يعمل ريفرنس. وعلى فكره دي برده موجوده في الاورثوجونال درونج، هوريها لك كمان شويه. طيب انا لو عامل روتيشن للبلانت، يعني البلانت مثلا ملفوف بزاويه 12 درجه وانا عشان ما يوجعش معايا قلبي في ال 12 درجه، واقوم راسم عادي البلانت كلها عدل، واقوم حاطط اوفست عندي انه في روتيشن 12 درجه او سالب 12 على حسب الدايركشن بتاعها، فيقوم حاططها لك، هو معوضها لك كل الكالكوليشن بتاعت الايزومتريك، هو معوض لك فيها ايه الروتيشن دي ويطلعها. في عندنا حاجه اسمها دروينج دروينج سبليتنج، يعني انا عايز اعمل سبليت للايزومتريك ازاي؟ في بتختار الخيار ده يقول لك كريت سبليت بوينت اوتوماتيكالي. الاوتوماتيك ده انه هيعمل سبليت للخط، يعني مثلا الايزومتريك طويل شويه فبيبدا يقطعه لاكتر من لوحه، بيعمل على هذا الاساس انه انت كل ما تزود الخط ده كل ما يحط لك تفاصيل اكتر في كل لوحه، وكل ما تقللها كل ما يقابل. طيب انا عايز يعمل كريت اوتوماتيكالي ويخليها على اعلى قدر من المواصفات او قدر من التفاصيل اللي تحطها لي. ماشي يا باشمهندس، حدد من هنا قدر المواصفات واعمل اكستراكت، عاجبك الوضع اهلا وسهلا، مش عاجبك قلل فيها شويه. طيب في حاجه اسمها اوفر رايد ايزو سبريدنج كمان، انا لو علمت ده اقدر افصل الخط بالسيرفيس نفسه او باللاين نمبر. يعني مثلا عند الخط بتاعي في اثنين لاين نمبر، على سبيل المثال انا جيت في الخط بتاعي ده اهو، ولما جت تي ده سميت الخط ده اهو 1002 والخط ده 1005 على سبيل المثال. فانا عايزه لما يجي يعمل الايزومتريك يعمل ده لوحده وده لوحده، فاجي على الضغط ان انا واختار سبريت واقول له باللاين نمبر، فمجرد ما يحصل تشينج اللاين نمبر يفصل ده خط لوحده وده خط لوحده. الحاجه الثانيه بالسيرفيس، لو انا معدل السيرفيس ان السيرفيس هنا بروسيس ليكويد والسيرفيس هنا مثلا ايه وليكن بروسيس جاز وات ايفر، يعني اسمها ايه بالسبيك، انه السبيك بتاعك كنت ماشي كلاس 150 وبعدين رفعت الريتنج بتاعي لكلاس 300 وهكذا. بالنومينال دايمتر تقدر بقى تعدل انه مثلا خط عدلت فيه سايز فيفصل لي الخط السايز الصغير عن السايز الكبير. بالماتيريال لو انا عدلت المواصفات بتاعت الماتيريال في الخط تقدر تفصل مليون حاجه وحاجه. ماشي يا باشمهندس، يبقى انا عرفت ازاي الخانات دي كلها ومواصفاتها ايه وتفاصيلها ايه، فهقول له اوكي وبعدين اختار الخط اللي هو 1002 واقول له تشيك اي 2 واقول له كرييت. بمجرد ما تقول له كرييت بيقوم قافل لك دي ودي بتنزل ويبدا البرنامج في الخلفيه. لو وقفت هنوت هتلاقي مكتوب ايزو برودكشن از كرنتلي بينج بروسيسد ان ذا باك جراوند، يعني البرنامج شغال بيعمل الايزومتريك بتاعك في الباك جراوند دلوقتي، فما تقلقش استناه وهو هيطلع لك الايزومتريك اللي انت عايزه. بمجرد يا باشمهندس ما الايزومتريك بيطلع بتلاقي عليه المواصفات اللي احنا قلناها دي كلها بالانوتيشن اللي احنا قلناها بالكلام ده كله. عندك ثلاث موديلز من الايزومتري. في حاجه انا عايز اقول لك عليها برضه يا باشمهندس قبل ما ننساها، على ما الايزومتري تعمل اكستراكت هنرجع تاني. طيب تعالى نفتح لوحه فاضيه وهوري لحضرتك حاجه. بص يا باشمهندس احنا عندنا بايو سبيكس البرنامج بيدعمك. طيب خلينا نبص على الايزومتري الاول. الايزومتري هو فيه شويه ورننج مش مشكله، الورننج افتح الايزومتري
بص على الايزومتريك، شايف كم التفاصيل اللي في الايزومتريك؟ هذا البدايه بتاعتك كونتينيود فروم دروينج 1002 داش 2، يعني هو اللوحه اللي بعدها، ودي الستارت بوينت بتاعتك اهي اند كونكشن، وهذا الفلانج اهي، وكاتب لك على الكونتينيوتي تو فين؟ تو فيزل نمبر واحد، نوزل رقم ثلاثه، والنوزل ريدنج بتاعك كلاس 300، وهذا الاس والنورس والاليفيشن بتاعها مديهولك كامل اهوت، و التفاصيل بتاعت الايزومتريك بقى، انه البولت رقم 6 والجاسكت رقم 7، في هنا بولت وفي جاسكت. البولت رقم 6 هتيجي على البيل اوف ماتيريال هنا رقم 6، هتلاقي كاتب لك 48 مسمار، السايز بتاعه 43 3 4 بوصه، في 121 مللي طول، وهو بولت سيت ريست فيس كلاس 300 اللي بيستنبط. الحمد لله. طبعا بيديك تفاصيل كامله لكل حاجه. ده شكل الايزومتريك بتاعك، ده النورس دايركشن بتاعك، ده البيل اوف ماتيريالز بتاعتك، ده الفورمات اللي احنا اخترناها، ده المنظر بتاعك كاتبين حليب بلاند، والتايتل بتاعك برو بلاند، ومسمي اللوحه دي درونج نمبر اللي هو 1002 داش 1، واللي بعدها تبقى 1002 داش 2، وهوريك ازاي تعدل النمبرنج ده، واللاين نمبر ده اللي هو 1002، والجمب نمبر ده بيحط لها سيريال نمبر اهو، وتقدر تحط حاجه اسمها الاريا اليونت التايب، الشيت ده شيت واحد في اربعه، فهم اربع شيتات، و وهتلاقي عندك حاجه السكيل كده اسمها ان تي اس، يعني نوت تو سكيل، يعني الرسمه دي مش سكيل، الرسمه دي فور ريفرنس اونلي، يعني ما اقدرش اجي اخد مقاس من عليها كده وابدا ابص عليه واتكلم عليه يعني. طيب هتيجي بقى تلاقي مثلا ايه، انه جه على السبورت ده، جاي على الايه، جاي على كل ايتم فيها 1002 1 داش 8، داش 8 ده لو جيت عليه، داش 8 ده رينفورسمنت بيرنج، داش 8 ده يعني. طيب هتلاقي رقم 13 هنا مثلا، لو رحنا رقم 13 هتلاقي فلانجه 13 كاستم بيزك 6 انش، ماشي مش مشكله. طيب رقم 2 ده المربع ده هنمشي عليه الاول، في حاجات زي ده انا هوريك في كل شويه. رقم 2 هنا اللي هو ايه، هتروح على التيبل هنا رقم 2 هتلاقي بايب سيمنس بي اي وهكذا، اللي هي بايب 6 بوصه، والطول بتاعك اللي انت استخدمته في اللوحه دي كلها 18.8. طيب هتلاقي عندك ارقام الجونت، الجونت دي رقم 13، الجونت ده هي رقم 12، الجونت ده هي رقم 1، وهتلاقي معمول عليها دايره، الدايره دي يعني ايه، يعني شوب جوينت، الجونطه دي رقم 10، الجونطه دي رقم 9 وهكذا. هتلاقي كاتب لك عند كل البو في حاجه اسمها السنتر لاين اليفيشن، ومدير لك الاليفيشن بتاعه. هتلاقي كاتب تفاصيل كتير جدا، فاكر الرسمه اللي احنا قلناها ان العمود اهو السنتر لاين بتاع الجريد بتاعك، وقال لك ان الدايمنشن بتاعتك 5 65، وهنا يعني ايه عامل ريفرنس للحاجه اللي انت قلتها دي، ومدير لك الدايمنشن بتاعها. ده السيمبل بتاع السبورت، انه في عندك هنا سبورت وده الدايمنشن بتاعه، والسبورت نمبر بتاعك اللي هو 1002 1 3 اللي هو السبورت نمبرنج بتاعك. في برضه سبورت هنا رقم 13 ده هتروح عليها، في 13 ده هتلاقي كاستم بيزك، كاستم بيزك ده اللي هو السبورت اللي احنا ذكرناه اللي هو شكله غريب شويه ده، وهكذا. هتقدر تشوف تفاصيل كتير جدا على الايزومتر. تعالى نخش على اللوحه اللي بعدها، اللوحه اللي بعدها اهي، شايف انت اللي احنا قلنا ان احنا معديين من الهاندريل دي، الفيزل اهي النوزل بتاعت الفيزل، لو جيت بصيت على الكونتينيوتي بتاعتها هتلاقي فيزل 300، هوريزنتال فيزل 300، الريدنج بتاعها والاليفيشن والنورس والاست بتاعها، وهذا البلف الاولاني، وبعدين احنا طلعنا هنا من الهاندريل، فهو عامل لك سيمبل ان في جريدنج هتطلع منه، ويوريك هنا الرينفورسمنت باد، يعني شايف كم التفاصيل اللي هو بيعملها، وده الانسيوليشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيحطه، هو طبعا ما حطوش كامل، محتاجين نعدل فيها شويه، بس مش مشكله، ده السيمبل بتاع الانسيوليشن، احنا اصلا كنا حاطينه تحت مش في الوسطه دي، ده التجريب اللي انا كنت بجربه قبل ما اوريكم المحاضره. دي التفاصيل بتاعتنا كلها. طيب تعالى نبص على اللوحه الثانيه اللي بعدها. اللوحه الثانيه اللي بعدها نفس القصه. اهي ده السيمبل اللي احنا عملناه ثاني، اللي هو الروكويل 25 بوصه، طبعا 25 هو عاملها بالانش، مش انش، هي 25 مللي. وزي ما حضرتك شايف هو عامل السيمبل بتاع الانسيوليشن اهو من اول الخط لاخره، وبعدين لغايه ما وصل للريديوسر، وده الانسيوليشن نوت انسيوليت، يعني من اول هنا ما تعزلش، وهتلاقي جاي في الاول خالص البوينت فاليو نوت انسيوليت، وبعدين عامل لك سهم كده ان الانسيوليشن بيبدا من
يعني انا محدد المكان بتاع الانسيوليشن بالظبط. طبعا احنا لما بنيجي نعمل عزل بنعمل عزل لمنطقه معينه فور سيفتي، بس انه العمال بيعدوا من المنطقه دي فعشان ما يحطوش ايده على البايب وهي سخنه، او فبنسميها فور سيفتي. وفي عزل بقى ان انا بعزل الخط نفسه عن البيئه اللي حواليه عشان احافظ على الهيت، فبنسميها انسيوليشن فور هيت كونسرفيشن، ان انا بعمل عزل عشان حفاظا على الحراره. طبعا الفلو ار اهو ظاهر برضه نفس القصه. المهم يعني شاب من القصه انه دي الخصائص اللي انت بتقدر تلعب فيها في الايزومتر، بتقدر تعملها، وفي تفاصيل اكتر من كده بكتير هتبان ان شاء الله في الاكستراكشن الجاي. تعال نشوف الاكستراكشن الثاني شكله ايه. طيب هاجي هنا برضه على ايزو واقول له برودكشن ايزو، اختار نفس الخط وما تنساش تعمل اوفر رايت، وتعال نجرب يعني ايه فاينل اي 2 ده شكلها ايه، وهقول له اوفر رايت في اكزيستنج واقول له فيه. هتبدا تقول لي يا باشمهندس يعني ايه الايزو ستايل وبجيبها منين وبعملها منين. هقول لحضرتك ان احنا نعمل تفاصيل الايزو. ازاي اعمل الايزو ستايل خاصه بالمشروع بتاعي، وازاي اعدل فيها، وازاي اخش في التفاصيل دي كلها. بقول لحضرتك يلا نبدا نخش في تفاصيل الايزو ستايل، وازاي نعملها، وازاي نغير فيها كل التفاصيل اللي احنا عايزينها. انا بس عايز اعمل اكستراكشن كمان لسبول عشان بس تبقى حضرتك متخيل معايا. كرييشن، تعال نشوف الفاينل اي 2. شايف كم التفاصيل اللي هو حطها؟ هو هنا حط تفاصيل ازيد بكتير، وبدا يحط لك نمبرنج لحاجات كتير جدا. زي ما حضرتك شايف هنا برضو ارقام الجورنال بقت، هو الفورمات هنا اتغير انه في حاجه بين قوسين كده، وحاجه في مربع، وحاجه في بوكس كده. فالبوكس دي ارقام الويلدنج جوينتس، وهتلاقي دايما حاطط لك نقطه حمراء وهتلاقي رقم، فده اماكن الويلدنج جوينت. واللي بين قوسين ده حاجه اسمها الكات ليست، وانت لو جيت هنا هتلاقي حاجه اسمها الكات ليست. لو جيت مثلا على الايتم رقم ده، انا عايز اعمل طول البكره دي اللي هو من نهايه القلب ده لبدايه الفلانجه دي، هتلاقي رقم 7. لو جيت على رقم 7 هتلاقي كاتبها لك كده انه دي 2670 ملم من بايب 6 بوصه، وان الاند الاولانيه بيفل والاند الثانيه بيفل، خلي بالك من كده. فهو هنا حاطط لك حاجه اسمها الكات لينث. الفورمات بتاعت البلوك ماتيريال اختلفت تماما اهي، فبقى مقسمها البايب لوحده، الفيدنج لوحده، الفلانجز لوحدها، الفاستنرز لوحدها، الفالفز لوحدها، البايب سبورتس لوحدها، وده الطبيعي بتاعها اللي احنا بنخرجه. في عندك حاجه طبعا اللي هو الويلدنج جوينتس، فهي رقم 14 دي اللي هي يا باشمهندس 14 دي، فهتلاقي كاتبها لك اهوت 14 دي هي 6 انش بوت ويلد وفابريكيشن ايتم، وهكذا. هتلاقي عندك مثلا الجوند رقم 5، 5 هو عاملها فيلد ويلد، فتعالى نروح على الجوند رقم 5 دي 10 9 8 اهي، رقم 12 دي سبورت، فين 6 فين 5. المهم في عندك فيلد جوينت هي رقم 5 وكاتب عليها اف دبليو، وده السيمبل بتاعها رقم 5 اهي، وكاتب لك عليها ان دي جوينت دي تبقى في الفيلد. طب هو عارف الكلام ده منين كلياته يا باشمهندس؟ عارف ان دي فيلد جوينت، وعارف ان دي شوب جوينت؟ ده اللي احنا نعرفه ان شاء الله في التفاصيل الثانيه. خلينا بس نعمل الاكستراكشن الاخير، وتعالى هبدا اوريك هو عارف الكلام ده كلياته منين. طيب اخر اكستراكشن هنقول برودكشن ايزو، واقول لك 1002 برضه، وهخش على السبول اي 3 واقول له كرييت. كده الايزومتريك عمل لها اكستراكت. طبعا كم التفاصيل هتلاقي كبيره جدا، لو فتحتها هتلاقي عامل ايه؟ عامل كل ايزومتريك بسبوله لوحده، يعني عامل لوحه لكل سبوله لوحدها، حتى السبورت بيتعامل معاها لانها سبوله. شايف؟ شايف السبوله دي كات لينز طولها 5 متر 4 5 نفس اللي احنا بنعمله في الستريت ستراكشر، وعندك بس ويند جوينت واحده هنا، وادر اليوسر هتلحمه في دي، ويبقى كده انت خلاص السبوله دي. وهتلاقي كاتب لك هنا البيل اوف ماتيريال ايه، ان هو عندك هنا بايب وعندك ريديوسر، والكات لينث بتاعك هو 50 9 9، تجيب بايب 6 بوصه طولها 50 9 9 او تقطع منها 50.5 متر 99 مللي، وتلحق فيها الريديوسر، ويبقى انت كده عملت السبوله دي. وهتلاقيه عامل لك سبول نمبرنج دي ان السبوله دي رقم 10 في الخط رقم 1002، وهكذا. فهو هنا عامل لوحه لكل خط معايا يا باشمهندس، لوحه لكل سبوله. نفس القصه هنا، ده فلانجه بقطعه من البايب، دي سبوله
ونسمي الزبونه دي كام؟ اللي هو رقم اللوحه دي زبون 1002 رقم 14. من شويه طبعا انت فاهم دي حته هتتفبرك لوحدها وهتتنقل للموقع لوحدها وهتتكنك بفابريكيشن جوينت هنا اللي هي فيلد جوينت اللي هتتلحم فيها في السايت عشان اقدر انقلها، لان البايب دي طولها كام؟ طولها 5 متر 33 وهو هنا محدد الدايمنشن بتاعه انه ما يزيدش عن 6 متر وهفهمك ليه. طبعا انت هتفهم الكلام ده دلوقتي كمان شويه. طيب فاكر لما كنا فاتحين اللوحه دي وظهر قدام حاجه ما عرفتش اقول لك ايه؟ بص يا باشمهندس تعالى نرجع تاني للبروتكشن ايزو. انا كنت عايز اوريك ايه؟ عايز اوريك الايزومتريك. احنا كنا فاينل اي 2 على الخط 1002 اي لوحه فيه وليكن 1002. شوف عندك نمبرنج هنا انا ما كنتش فاهمه فما قدرتش اقول لك ايه فيها. هتلاقي عندك نمبر اهو، هو فين؟ المهم كان في رقم كده كان مكتوب اللي هو الزبون نمبر، هو حاططه لك في كل لوح، عامل لك زبون نمبرنج ان كل الزبونه لها رقم لوحده ومسميها زبون نمبر رقم كذا على سبيل المثال. والمشكله ان انا كنت برتب المحاضره فعملت اكستراكت حاجات كتير جدا. المهم شايف الموضوع يا باشمهندس انه بيحط لك في الايزومتريك الرئيسي حاجه اسمها زبون نمبر. تعال نجيبها في فاينل ستريم مثلا، فاينل ستريم يبقى هي في تشيك ستريم 1003 1002 ما قلتوش هي تشيك 2 1002 هي فاينل. الرقم ده مش هنسى، الرقم ده اللي هو رقم الزبون اللي هو الخط رقم 1002 زبون رقم 1. 1002 ده شيت رقم كام؟ الشيت الموجود الحالي اللي هو 1002 رقم 1 زبون رقم 7. يبقى ده 1002 شيت رقم 1 زبون رقم 7. ده الزبون نمبرنج، هتلاقي هنا 1002 شيت رقم 1 زبون رقم 8. دي حاجه بنسميها الويلد ماب، الويلد ماب دي اللي احنا بنفبرك وبنقطع الاسبولات عليها. وده على فكره ما ظهرتش غير في الاصدار بتاع 2022، التفاصيل الجديده دي في اصدار 2022 اللي هو بيعمل لك اسبولات ويطلع لك كل اسبوله لوحدها، كان قبل كده بيطلع لك برضه هو نفس الايزومتريك بس حاطط عليها التفاصيل. دلوقتي عم بيطلع لك لوحه لكل اسبوله. اللي احنا كنا فاتحينه من شويه، ادي سبوله لوحدها ونطلع لها لوحه وهكذا. ماشي يا باشمهندس، نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي انا عايز اقول لك عليه. هو بيجيب بيجيب السبولنج دي منين؟ طيب هنيجي هنا على حاجه في البروجيكت حاليا بلانت اهي، هنقول له بروجيكت سيت اب. وهتيجي هنا على حاجه اسمها الايزومتريك دي دبليو جي، هتفتحها هتلاقي فيها التفاصيل دي كلها اللي احنا هنفتحها. في اول حاجه عندنا السيمبلز اند ريفرنس. اول حاجه في الايزومتريك دي دبليو جي درونج اللي هو السيتنجز بتاعه الدي دبليو جي، الملف اللي انت هتطلعه اللي هو الايزومتريك اللي احنا بنتكلم عليه ده. انا اقدر اعدل في كل حاجه بالظبط، اقدر اعدل في كل حاجه. اول حاجه ان انت ممكن الايزومتريك سيمبلز بتاعه المشروع كلها تقدر تعدلها، يعني تيجي تفتح السيمبل ده تفتحه دبل كليك عليه وتروح تعمله ايديت بالمنظر اللي انت عايزه. يعني انا عايز كل حاجه في المشروع يبقى سبيسيفيك فاقدر اخش عليها واعدل السيمبلز دي كلها. ماشي يا باشمهندس، فانت تقدر تفتحه وهو مفتوح لك في بيت بلوك عادي خالص، تقدر تحذف فيه وترسمه مثلا بدل ما هو مثلث زي ده اعمله مربع اعمله كعب اعمله اي حاجه، اهم حاجه تحافظ على الستارت بورت واحد وبورت اثنين ما تغيرهاش. ماشي يا فندم. فده السيمبلز بتاعت المشروع كلها، ودي دايما ما حدش بيغير فيها حاجه لان ده العرف العام والستاندر احنا شغالين عليه كلها. الحاجه الثانيه نفس القصه الريفرنس اوبجكت تايب، انت لو عايز تعدل الكتابه بتاعت اي حاجه تقدر تعدلها من هنا وتخلي السيمبل بتاعها يتغير وتخلي الانوتيشن بتاعها يتغير، وده دايما ما بنعدلش فيه حاجه. تعالى نتكلم على السيمبل الايزو ستايل سيت اب. عندك الايزو ستايل سيت اب اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه هو اللي هو تشيك 2 وتشيك 3 اللي هو الاي 2 واي 3 اللي هو الاي 2 واي 3 اللي هو السايز بتاع البيبر، يعني ما تشغلش بالك بيه قوي لكن هعرفك ازاي نعمل الحاجات دي كلها. فتيجي بتعمل حاجه اسمها تشيك 2 تشيك 3 التفاصيل بتاعته. هتلاقي ان الدرونج تايب في حاجه اسمها الايزومتريك وفي حاجه اسمها السبول. السبول دي بنستخدمها عشان الفابريكيشن.
نفس القصه في السيل ستراكشر، احنا عندنا الدرونج بتاعت التركيب والدرونج بتاعت الفابريكيشن، فبنسميها فابريكيشن درونج واسمبلي درونج. نفس القصه عندنا هنا في الايزومتريكس، عندك حاجه اسمها الايزومتريك وحاجه اسمها السبول او الفابريكيشن درونج. يبقى ده بين درونج تايب. انا هشرح لك الاول تشيك اي 2 وبعدين نعمل واحد ونتكلم فيه في تفاصيل. طيب يبقى درونج تايب هو ايزومتريك ولا سبول؟ انا عايزه مثلا ايزومتريك. التيبل اوفر فيو يعني ايه؟ يعني لو عندك الايزومتريك في جداول في الجنب والجداول اكتر بكتير من ساعه اللوحه اللي انت محددها، يعمل ايه؟ يوز ا بلانك شيت ولا سبليت ذا درونج؟ يعني اقسم الايزومتريك يبقى نصين، نص في اللوحه دي ونص في اللوحه اللي بعدها، ولا يوز ا بلانك شيت؟ انا طبعا بفضل يوز ا بلانك شيت وبيسميه اوفر فلو بلانك شيت. طبعا انت اختار الخيار اللي يناسبك. فاكر من شويه لما كنت بقول لحضرتك هو ازاي حسب اللينس بتاع البايب؟ لا مش دي. ماشي، الفيلد ويلد اند المارك اب. عندك حاجه اد بايب مارك اب لينس تو بيل اوف ماتيريال فور فيلد في الجوينتس. بص يا باشمهندس، انت عندك اي فيلد جوينت بتسيب فيها زياده، واحنا بنقطع البايب بنسيب مثلا ايه 5 سم 10 سم 15 سم 20 سم وات ايفر على حسب القصه بتاعت البايب، ان هي الفيلد ادجستمنت، ان انا ما عنديش الطول ده كلها تفضل اعدله في السايد، فبحط فيها طول زياده. الطول الزياده ده لازم اكبره في البيل اوف ماتيريال بتاعي. فهو بيقول لك لما تيجي تحط فيلد جوينت احط فيها زياده بايب مارك اب لينس، احط لك فيها زياده دي 5 سم ولا 10 سم؟ هو هنا عاملها 50، انت ممكن حضرتك تحطها 100، ممكن حضرتك تحطها 60، ممكن حضرتك تحطها 70، لان القصه في الوايب بتلعب هنا دور كبير. فاحنا دايما بنحطها من 5 ل 10 سم زياده بعد الفيلد جوينت علشان الراجل اللي في الموقع لو عنده اي ادجستمنت يقدر يعوض فيه. طيب البليس فيلد ويلد ات ماكسيمم بايب لينس. فاكر من شويه لما كنت بسال حضرتك بقول لك هو حط اللينس هنا انه الطول بتاعها ما يزيدش عن 6 متر وبالتالي قطع السبول فابريكيشن على 6 متر. لا، انت حضرتك بتقوم معلم له ده وتقول له انه اللينس بتاع السبوله بتاعتي الماكسيمم بايب لينس عشان يحط فيلد جوينت انا بحطها 12 متر. ليه؟ لانه الريفرنس بتاعنا انه حق النقل بتاعت السبوله للموقع، احنا دايما بنستخدم تريلات وطول التريلا بيبقى 12 متر، فاحنا بنحطها على بعد 12 متر يعني 12000 ملم متر، انه يقطع لي السبوله ما تزيدش عن ال 12 متر، اعرف انقلها على التريلا. ماشي يا باشمهندس؟ طيب عندك حاجه اسمها الفايل نيمنج. انت هيسمي الايزومتريك لو شفته من شويه كان حاطط اللاين نمبر اللي هو 1002 وبعدين عمل بريفكس شيت رقم 1 شيت رقم 2 شيت رقم 3 وهكذا. هي نفس القصه اهي، البروبرتي اللي هو يعادل بيها هي اللاين نمبر وبعدين هيحط شرطه وبعدين نيوميريك. انا لو عايز النيوميريك ده يبقى الفابيت انا ممكن اختار الفابيت. عايز بدل اللاين نمبر احط مثلا انسليشن سبيك، احط اللاين تاج نمبر، احط النمبر ديميتر، احط السيرفيس، احط اي حاجه من الحاجات دي حطها. هو طبعا احنا دايما بنستخدم اللاين نمبر عشان يبقى هو الريفرنس نمبر بتاعنا، وهو هي تاكد ان انت لما بتختاره بيحطه، فعشان ما يكررلكش القصه دي هو كده اللاين نمبر مكتوب مرتين اللاين نمبر برضه، فهو اتاكد ان اللي ما بين علامتين الدولار ساين لاين نمبر. شايف البريفيو بتاعه عملها 1002 1002 داش 1، فانا هحذف الاخيره دي يبقى ايه 1002 داش 1 ده السامبل بتاعي. طبعا حضرتك ممكن السبوله برضه نفس القصه، يعني يعمل النمبرنج بتاعها بكام؟ اللاين سايز هو عاملها ايه؟ ممكن يوميريك 001، ممكن الفابيتك، ممكن لاين نيوميريك يعني ايه؟ يعني 1101 داش 1 102 داش 2 اللي هو اللاين نمبر وبعدين نيوميريك وبعدين اللاين نمبر وبعدين الفابيت وبعدين يوز سبول نمبر في الموديل. يعني انا لو حط سبول نمبر في الموديل نفسها انت هيعملها. طبعا حط الخيار اللي يناسبك مش هنختلف عليه. السايزنج موسيد هو هنا بيعمل حاجه اسمها السايز بتاع السبوله، انا ممكن اعمله بالماكسيمم سايز او بالماكسيمم ويت او باليوز سبول نمبر فور ويت. هي اكتر واحده بنشتغل بيها اللي هي الماكسيمم سايز، وبنحط اللينز بتاعها ما يزيدش 2 متر والويتس بتاعها 6 متر والهايت بتاعها 2 متر. طبعا ال 6 متر دي اعدلها 12 متر عشان السايز بتاع التريلا، فيبقى 2 12 2. الفكره كلها ان انا اقدر احط الاسبول على التريلا وما تعملش رفرفه يمين وشمال من التريلا، فاقدر انقلها للفوق بس. فاحنا هنا هو دايما شغال على 6 متر، احنا بنعملها 12 متر لانه دايما الورش بتبقى في اماكن بعيده وبنستخدم التريلات في النقل. يبقى دي الخيارات بتاعتك اهي. خش على اللي بعد كده. دي احنا برضو شغالين على تشيك اي 2. تقدر تقول له الدرونج اوت بوت انا عايزه مثلا كل ما اعمل اكستراكت اوتوماتيك كده يعمل لي كريت دي دبليو في بو اي، فانت اختار دي دبليو اف فايل وهو يعمل. عايز اوتوماتيك مش من غير ما تخش على الادفانس سيتنج زي اللي احنا اخترناها هناك، يعمل اوفر رايت للاكسيستنج فايل، هو كده هيبقى الديفولت بتاعه يعمل اوفر رايت للاكسيستنج فايل. عايز يعمل اكسبورت للتيبلز دي، اول حاجه البيل اوف ماتيريال يعملها لي اكسل ويحط له ريفيجن نمبر ده 01 او وات ايفر بقى ايه عايز يحط ريفيجن نمبر كام. عايز يخرج الملف الفورمات ده بامتداد اكس ال اكس اللي هو ايه ملف اصدار اكسل
بعد 2010 باين ولا 2007 مش فاكر. المهم يعني الامتداد اللي انت عايزه اختار، عايزه يعمل اوفست روتيشن. فاكر اللي انا كنت بحكيها لك؟ بس انا هيثبتها على طول، مش كل مره ادخلها لك تبقى هنا وهي تبقى ثابته في الاستاندر ده. فيبقى انا لو رحت على الستايل اللي هو تشيك اي 2 يبقى هو هيحطها لي بالكوردينيتس اللي انا قلتها. فانا ممكن حتى اسميه كوردينيت التفاصيل دي. الداتا فورمات اللي هو الارقام ديسمال نمبرز، عايز كام رقم بعد العلامه. التواريخ لو في تاريخ ولا حاجه اختلط بالفورمات انه الميجرمنت هي مترك ولا امبيريال. الاتريبيوت عايز الديفولت بتاعها بالسايز ولا بالبايب لينس ولا بالبايس، وهكذا تقدر تعدل الحاجات دي كلها زي ما انت عايز. في عندك حاجه اللي هي درون سبليتنج اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، عايز الديفولت بتاعت الفورمات بتاعته من غير ما اخش اعدل فيها في اي وقت على قد ايه، مثلا 70% 80% 90% حركه زي ما انت عايز. عايز تعمل سبلوت يبقى الديفولت بتاعها باللاين نمبر ولا بالسيرفس، نفس الكلام اللي احنا قلناه. عايز اضيف حاجات ثانيه غير اللي انا شفتها هناك، تعال اضيف اد بروبرت، اختار البروبرت اللي انت عايزها وهتظهر لك برضه هناك وافصل بيها مفيش مشكله. نفس القصه، عايز الديفولت بتاعه انه يعمل اجنور للموديل بريك بوينت او اجنور للموديل انوتيشن، نفس القصه اللي احنا قلناها هناك ما عندكش اي مشكله. عايز الانوتيشن يطلع لك بلوك ماتيريال ويطلع لك الويندز والكات بايتس والسبولز، اختار منها والغي اللي انت عايزه مفيش اي مشكله يطلعها. في عندنا السيمز دي الوحيده اللي اتغيرت في اصدار 2022 عن الاصدارات اللي قبل كده، بس هي نفس الفكره. يعني انه الفكره انه شايف الدايمنشن دي انت تقدر تعدل فيها الدايمنشن اللي عليها بكل حاجه. فانت هتيجي نوع على السيمز، وفي حاجه اسمها الديفولت بايبنج، في حاجه اسمها الاوفر رايد، في حاجه اسمها البرانش بايبنج. مش هنخش في تفاصيلها شويه، حضرتك ممكن تلعب فيها، ودي مزودينها ومفتخرين جدا بيها في اصدار 2022، لانه ده السماحيه ان انت تعدل في الاكس ام ال فايل بطريقه دايناميك وبطريقه تقدر تخصص المشروع كله اللي انت عايزه. ودي طريقه ادفانسد جدا، يعني ان الخرج بتاعك عايز تعمله ماتشنج مع الكلاينت ريكويرمنت بالملي يعني. فانا لما يطلع السيمبل تعمله ازاي، ولما يطلع السيمبل تعمله ازاي، وكل التفاصيل دي انت تقدر تعملها سواء بجداول تقدر تعدلها دايناميك من شاشه انبوت او من الكود نفسه. كنا بنعدلها زمان في الكود ده لما يكون عندك حاجه عايز تعدلها. المهم ما تعملش قوي ومش هنخش في التفاصيل خالص، لانه احنا مش شغالين في مشروع سبيسيفيك، احنا بنتعامل مع البرنامج. فهنخش على النوتيشن. دي النوتيشن يا باشمهندس اللي انت بتحدد بيها كل حاجه في المشروع بتاعك. ففاكر البيل اوف ماتيريال، لما اجي اعمل اندكس للبيل اوف ماتيريال بعملها ازاي؟ ممكن احط لها نمبر 1 2 3، ولا احط لها اي بي سي يعني البايب في الاول، البايب الاولانيه وبعدين الالبو وبعدين فيتنج، الكلام ده احط لها نمبرنج ازاي؟ فانا بحط لها 1 2 3، عايز اعمل اي بي سي اعمل اي بي سي مش ازمه. الليدر شكله ايه؟ هيعمله شرطه كده ولا سهم ولا من غير اي حاجه؟ الانكلوجر بتاعه يعمله مربع ولا مكعب ولا بينجل؟ الاشكال اللي قدامك دي اختار اللي انت عايزه بما يتماشى مع المواصفات الفنيه بتاعتك. عايز تعمل يوز ايزومتريك بلانز ممكن تختارها، اكسباند انكلوجر برضه ممكن تختار واقف عليها وانت تفهم يعني ايه. عندك الفلانج بريفكسز، يعني ايه يعني الفلانج هنا تربط لها بايه؟ حرف الاف ولا حرف وات ايفر الريكويرمنت بتاعت المشروع بتاعك. فهي دايما الفلانج بتبقى فلانج، والجاسكت بتبقى جي، والبولت بتبقى بي لو عايز تغيرهم برضه عندك الامكانيه. الفالف تاجز لو هو كنترول فالف السيمبل بتاعه اخد النوتيشن بتاعه شكلها ازاي، فانا ممكن اخدها على طول اكتب التكست او اكتب التكست على طول او اخدها في سهم الدايره. النون كنترول فالف لو هو مش كنترول فالف اخده السيمبل ازاي، ممكن برضه تحدده. نفس القصص دي كلها تقدر تعملها. السبوله لو هي سبوله احط الايزومتريك بلان بتاعها، الانكلوجر بتاعها ايه، السهم بتاعها ايه، والانكلوجر اللي هو الكتابه هتبقى شكلها ايه من بره، المحيط بتاع الكتابه ايه، فتقدر تحدده زي ما انت عايزه. نفس القصه الويلد، وتقدر تحدد الفيلد ويلد، احنا دايما الفيلد ويلد بنعمله بالشكل ده والشوب ويلد بنعمله دايره علشان ما نخلطش ما بين الشوب ويلد والفيلد ويلد وتبقى ايه ظاهره قدامك. لو عايز تحط اي رسمه ثانيه حضرتك تقدر تعملها مفيش مشكله. في عندك حاجه اسمها الكات بيس، الكات بيسز الاندكس بتاعتها اللي هو فاكر الكات بيس تيبل، النمبر بتاعها عايز تحطها 1 2 ولا الفابيتك، الليدر بتاعها بتحطها ازاي، الانكلوجر بتاعها عايز تحطها، هو دايما بيحطها في المربع ده، انا عايز احطها في دايره، عايز احطها في اوفال، عايز احطها في اي حاجه، تختار اللي الشيب اللي يعجبك. والانكلوجر طبعا تقدر تكبرها او تصغرها، نفس القصه دي. الكونكشن اند كونتينيوتي، الكونكشن بيحطها لك ازاي، يعني مثلا لو عندي ايزو شيت تو شيت بخش على الشيت اللي بعدها ازاي، فاحنا بنكتب كونتينيوت درونج ودرونج نمبر وبيربطوا على درونج نمبر. انت لو عايز تغير كلمه كونتينيوت فروم درونج تو درونج تكتب الصياغه اللي انت عايزها يعني.
تقدر تيجي على كل واحده بقى وايه وتقول له ايه الصياغه اللي انت عايزها. الديسبلاي كوردينيت لو انا حاطط الاكس، الاكس بالنسبه لي هو الاليفيشن، والواي بالنسبه لي هو النورث، والزد بالنسبه لي هو الاليفيشن. لو انت عايز تعدل اي حاجه فيهم اللي هو الايست، عايز تكتبها بدل ما هي اي بس تكتبها ايست، هي ايست. والنورث نورث اكتبها زي ما انت عايز، عدل الصياغه زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله. تقدر تعدل كل التفاصيل دي. الدايمنشن بقى عايز تحط دايمنشن، فهو حاطط لك كل ايتم ومحدده لك بشويه حاجات. اول حاجه الجنرال سيتنجز بتاعتك، وبعدين هيحط اند تو بوينت، وبعدين السترنج، وبعدين اللوكيشن. يعني ايه اند تو اند؟ اند تو اند ده يعني من البدايه للنهايه. الدايمنشن يحطه ازاي؟ السترنج لو هكتب كتابه، الكتابه تبقى شكلها ازاي؟ اللوكيشن، اللوكيشن هيبقى بعده ازاي عن الخط؟ هنتكلمهم واحده واحده. اول حاجه السترنج، عايز تغير التكست هايت ممكن تغيره. الدايمنشن تو كونتينيوس لو عايز تعلمها كونتينيوس مش كونتينيوس، اللي هو المصدر اللي انت شايفه ده اللي هو ايه، واحد ورا الثاني. الهايت لاست سترنج دايمنشن عايز تخفيها او تظهرها، شو ريفرنس دايمنشن. المهم يعني التفاصيل دي كلها تقدر تعدل فيها. الجاسكت عايز الشكل بتاعها ايه، دايمنشن جاسكت عايز الشكل ده. يعني حاطط لك دايمنشن للكليرنس الاولاني، ودايمنشن للكليرنس الثاني، والدايمنشن اللي في النص، ولا احنا دايما بنختار اللي هو ايه من الاول للاخر الجاسكت بالكليرنس اللي بيبقى حواليها بيبقى كام فلوس. ولو عايز تشوف الشو جاسكت انديكيتور بتعلم على ده عشان يظهر لك انه ايه في مكان هنا الجاسكت، شايف البريفيو بتاعه عامل ازاي، انه في شرطتين هيتضافوا. ولو عايز تعمل انديكيتور اوف سيت ستانس، لو عايز تحط له حاجه معينه بتحط له. المهم يعني ايه التفاصيل دي كلها. الحاجه الثانيه عندك حاجه اسمها دايمنشن اوف سيت ستانس. ازاي الدايمنشن دي؟ مثلا 15 لو عايز تزودها اكتر من 15، الدايمنشن الثانيه 10 مللي لو عايز تزودها اكتر من 10 مللي. هو هنا عامل دي 15 عشان الاوف سيت بتاع الرسومات بتاعته بتاعت الجزء الحاجات اللي طالعه اللي بعدها، هو دايمنشن والدايمنشن فوق، فيقدر يعمل 10 مللي. عايز تعدل الكلام ده كله تقدر تعدله، مفيش اي مشكله. ماشي يا فندم. نفس القصه بقى، انت عندك ايه ده السيم بتاع ديفولت. طيب لو هو بتاع اكزيستنج بايبنج بتقدر تعدله، بتاع فيتنج بايب تقدر تعدله، بتاع سمول بور بايبنج تقدر تعدله. يعني عندك تفاصيل كتير جدا تقدر تلعب فيها، فاحنا شغالين على الديفولت دلوقتي. وبعدين تعالى نقول اند تو اند. هتيجي على الان لاين برانش. يعني ايه الان لاين برانش؟ يعني اي برانشات ماشيه في الخط بتاعك شكلها يحط لها ايه الدايمنشن بتاعك. فهو الان لاين برانش بيحطها من السنتر، عايزها مثلا ايه بوس اندس، يعني من السنتر من هنا والسنتر من هنا. يعني لو في فيتنج في النص هيحط لك السايز بتاع الفيتنج، ويحط لك مكانها من هنا ومكانها من هنا، او يحط لك مكانها بالنسبه للسنتر، او ما يحطش حاجه خالص ويراجعها لك. فدايما احنا مثلا بنحطها بوز اند ذس. المهم انت الريكويرمنت اللي انت عايز تحطها، الفيلد ويلد يحطها لك يعلم لك مكانها من السنتر ولا يحطهاش خالص، فاحنا بنعلم مكانها من السنتر. الفلانج يحط لك الدايمنشن بتاعت الفلانجه، ولا يجيبها لك من السنتر على طول. الفلانجه دايما ما بتحطهاش، عايز تحطها حطها، ده حاجه دايمنشن زياده. وهكذا تقدر تاخدهم واحده بواحده. والسبورت تحط لها مكانها فين؟ يعني السبورت هو مش حاطط الدايمنشن بتاعتها، لا انا بقول له لو سمحت حطها لي وحط لي مكانها من السنتر. الريديوسر حطه لي وحط لي الاندس بتاعته. وهكذا تقدر تخصص كل ايتم وتحط مين ده الدايمنشن. اند تو اند اوفر اول. السترنج بقى الكتابه احطها فين؟ في السنتر. نفس القصه هتلاقيهم موجودين كلهم، يقدر تحط تختار الكلام ده كلياته. ولو عايز حتى تضيف حاجه معينه او بروبرتي معينه، خش على البروبرتي، خش على الايتم وضيف البروبرتي بتاعته وهاته وضيف الدايمنشن بتاعته. يبقى البرنامج بقى فيه قاعده بيانات كبيره جدا. هي على فكره الارنجمنت دي موجوده في الاصدارات اللي قبل كده، بس مختلفه في القصه بتاعتها، وما كانش فيها التفاصيل الكتير اللي هنا دي. يبقى حضرتك تقدر تعمل كاستمايز للسبيك زي ما حضرتك عايز بالظبط. طيب السلوب والاوفست اللي بعد كده، احنا لسه شغالين على تشيك اهو ما غيرناهوش. فالسلوب احط الاسلوب شكله ايه؟ فنعمله بالانجل ونحط الزاويه، لا بنعمله 1 ل 38، 1 ل 12، 1 مش عارف ايه، لا نعمله ريكتانجيولار، لا نعمله اختار اللي الماتش بتاعك. احنا دايما بنختاره 1 ل 38، 1 ل 10، 1 ل 5 وهكذا. شوز از فول اب تو 5 ديجري لو انت عايز تخصصها ان هي فول اب لغايه 5 ديجري، وبعد كده يحط لك مش عارف ريشيو وهكذا. في الاوفست بايبنج انوتيشن، يعني الانوتيشن بتاعت الاوفست بتاعتك هي تعملها ريكتانجلر في ترانجلر تو هاتش. شايف حضرتك الاوفست؟ يعني انا مثلا كنت ماشي بالخط ده وبعدين طلعت فوق وبعدين حولت. فالاوفست اللي انا عملته من السنتر لاين ده، السنتر لاين ده اتحرك من السنتر لاين ده اكس وواي، تغير الاوفست بتاعه. فانت عايز تحطه ازاي؟ اول حاجه بتحط الهوريزنتال، الهوريزنتال اكس ده احط لك الرقم بتاع اتش، ولا احط لك كلمه هوريزنتال كامل،
فيرتيكال في ولا فيرتيكال كامل زي ما تحب حضرتك تكتب اللي انت عايزه، ان شاء الله تعملها اوفست اكس واي زي ما تحب اللي انت عايزه. السيمبل بتاعه اختار دي ولا اختار دي ولا اختار دي، انت بتختار من هنا. اول حاجه شوف دايمنشن انت مثلا المنظر، لو انا طلعت من هنا لهنا ده 2 دايمنشن، من الاكس ده للاكس ده، فانا اتحركت في اتجاه اكس وواي بس، ما اتحركتش في اتجاه اكس واي زد، فانا عايز اعدل الشكل بتاعك. عندك الشكل ده، عندك الشكل ده، عندك الشكل ده، اختار اللي يتناسب مع المشروع بتاعك. الحاجه الثانيه انا اتحركت في 3 دي موديل 3 اكس واي وزد، فانت ممكن اعمل لك 3 دي بوكس زي ده، وانا اتحركت فيه 3 دي فيل، وبالمنظر ده برضه اتحركت فيه، احط لك فيل اللي هو ميول على الخط، تو سكتشز مثلثين بالمنظر ده، واعمل لهم اتش. نفس القصه دي في عندك حاجه اسمها 3 دي بوكس، ده نفس القصه، تقدر تعمله 3 دي بوكس، تقدر تعمله ده اللي هو الرولد اوف سيت 3 دي سكتش سكرو وذ 2 دي هوريزونتال اوف سيت وهكذا. الحاجه الثانيه ان انت عندك شايف المثلث ده الهاتش اللي فيه عايزه كام في الميه، ممكن يبقى 25% 50% 75%، تقدر تحط نسبه التهشير اللي فيه اللي هو الهاتش ده، نسبه التهشير اللي فيه اللي انت عايزه، دايما هنسيبها 25% عشان ما تعمل كذا زحمه في الميه. اخر حاجه عندنا حاجه اسمها التايتل بلوك اند ديسبلاي، التايتل بلوك اللي حضرتك حطيته ده تقدر تعدله، فانت بتخش على الفورمه من هنا، لو عندي فورمه جاهزه خاصه بمشروعي بروح اجيبها وادخلها من هنا، اعمل اوبن تمبليت وبيخش لك على طول، او بتخش على التايتل بلوك بتاعت المشروع الموجود ده تقول له ايه التايتل بلوك، وتقدر تعدل فيها التعديلات اللي انت عايزها، لو عايز مثلا تضيف حاجات هنا او كده، او لو عايز تعمل جديد كامل لدي وتعمل واحده من جديد مفيش اي مشكله، هي القصه بسيطه خالص وسهله، خليني ابدا لك فيها. التايتل بلوك دي بتفتح لك كانك فتحت برنامج تاني خالص، هي واجهه بسيطه خالص، كل اللي فيها درو اريا نو درو اريا اريا فيزابيلتي بيل اوف ماتيريالز كات بيس ويند ليست سبول ليست تيبل سيت اب والنورث دايركشن والتايتل بلوك اتريبيوت والايزو ساين. المهم شويه الحاجات البسيطه اللي انت شايفها دي حاجات بسيطه خالص، هو عايز يقول لك ايه؟ ان هو مش فاهم حاجه في اللوحه دي. يعني هو مش فاهم اي حاجه، هو كل الفكره ان انا بحدد له المكان اللي ارسم فيه، انا لو جيت هنا قلت له درو اريا واخترت الدرو اريا على الحته دي هيروح يرسم لك الايزومتريك على الحته دي، لكن هو ما بيقبلش اكتر من درو اريا فلازم احذف الاولانيه. تعال نعملها والله. انا عايز اعرفه الاول فين الدرو اريا، هو يرسم الخط بتاعه فين؟ فانا هجيب الفورمات بتاعي، سي انا رحت جبت الفورمات بتاعي اديت الكلام ده كله، انا رحت جبت الفورمات بتاعي العاديه خالص اهي، رحت جبت الفورمات بتاعي العاديه اللي خالص اهيت، شويه تايتل بلوك هي دي الخاصه بالمشروع بتاعي، ومكتوبين اسم الشركه وشويه التفاصيل بتاعت العاديه اللي خالص اهيت، وبختار درو اريا واقول له ان الاريا اللي انت هترسم فيها من هنا مثلا لهنا معايا. طيب هو ده المنطقه اللي هيعمل اكستراكت الايزومتريك ويرسم فيها. طيب خلي بالك يا باشمهندس الاريا ده اللي انت حاططها ده فيها تفاصيل فنيه، هو هي يرسم فوق، فانا مش عايز ارسم فوق بس مش عارف برضه اعمل جوج هنا واعمل الحته دي، في عندك حاجه اسمها نو درو اريا، وتعالى من النقطه دي للنقطه دي هتلاقي احمرت كده خلاص، يبقى النقطه المنطقه اللي انا اخترتها ده هيبقى فاهم ان هو ممنوع يرسم فيها، بس هي دي درو اريا ونو درو اريا بس. طيب عندي ايه؟ عندي النورث سيمبل احطه فين؟ اهو البليسمنت اوف نورث دايركشن هو الاوبر ليفت، فهيجي احطه لي هنا بس خلاص، اهو اوبر ليفت وحطيته هنا برضه نفس القصه، مش عايز ارسم فوق، هات نو درو اريا وهات الحته دي كده اهو كده اهو، هيجي ما يرسمش فوق السيمبل، يبقى السيمبل ما بترسمش عليه. هنا الجداول عايز اول حاجه ايه؟ البيل اوف ماتيريال، فاختار البيل اوف ماتيريال من هنا لمثلا 50% من التيبل هنا، ده التيبل بتاع البيل اوف ماتيريال. عندي الكات بيس، هاجي من هنا من نهايه الجدول ده واقول له كات بيس الحته دي، هاجي بعد كده الويلد ليست، هاجي من هنا او حتى اعملها هنا ده هي الويلد ليست معايا يا باشمهندس، وعشان ما يجيش في الويلد ليست دي اعملها نودرو اري، اختار الحته دي واقول له نودرو اري بس. عندي حته فاضيه اهي اعملها سبول ليست، اهي سبول ليست، واجي من هنا واختار الحته دي نو سبول ليست ماشي يا باشمهندس، يبقى انا ايه حددت بعمل كاستمايز للكلام ده كله زي ما انا عايز. طيب عندك حاجه اسمها تيبل سيت اب، افتحها كده وابدا بص عليها. فاكر التيبل سيت اب اللي انا قلت لحضرتك العب فيه شويه؟ هو اصلا مصدره من هنا، يعني احنا بنلعب فيه كلياته وكل تفاصيله من هنا. بص يا باشمهندس انت عندك شويه انواع من الـ من البيل اوف ماتيريال، البيل اوف ماتيريال اولا حاجه اسمها بيل اوف ماتيريال، حاجه اسمها جروب ويز كاتيجوري، وحاجه اسمها جروب ويز اندبندنت كولومز. تعال نقول له مثلا اول حاجه سيمبل بيل اوف ماتيريال، سيمبل بيل اوف ماتيريال زي ما حضرتك شايف كده. هيبقى عندك الانر دايمتر الكوانتيتي النومينال دايمتر الديسكريبشن السكيدجول مش عارف ايه، انا لو مش عايز اظهر اي حاجه فيهم، انا عايز مثلا اظهر الماتيريال هعلم السهم كده، اظهر السبيك اعلم السهم ده، الغي الكوانتيتي اعلم السهم اللي اصغر، بس طبعا محتاج الكوانتيتي بس مش محتاج مثلا النومينال دايمتر لا محتاج،
الديسكريبشن، مش محتاج السكيدجول لانه بيبقى متغطي في الديسكريبشن. خلاص انا علمت عليه، يبقى ده الشو كولوم بتاعي معايا يا باشمهندس. طيب انا لو عايز اعمل كاستمايز لحاجه معينه، طيب طبعا انا لو عايز اضيف اي خانه جديده كولوم جديد خش عليها اضيف مثلا وليكن ايه الويف على سبيل المثال، هقول له اوكي هيظهر لي حاجه اسمها الويف هنا واقول له شو كولوم، يعني ظهره في الجدول او ما ظهروش، تقدر تضيف اللي انت عايزه هنا مفيش اي مشكله. طيب عندنا ايه ده الاولاني. طيب عندنا حاجه اسمها الجروب ويز كاتيجوري. جروب ويز كاتيجوري ده يعني ايه؟ يعني هيمسك لك البايبات يخصصهم لوحدهم، الفيتنج يعملهم لوحده، الاوريتس يعملهم لوحده، الفلانجز يعملهم لوحده وهكذا. طيب جروب ويز اندبندنت كولومز. جروب ويز اندبندنت كولومز يعني ايه؟ يعني هنا تعمل جروب للبايب مع النومنال دايميتر بتاع ده والفيتنج بتاع ده، يعني تختار التفاصيل الثانيه. دايما احنا بنشتغل على يا سيمبل بيل اوف ماتيريال يا جروب ويز كاتيجوري. الثالثه دي لو سمحت تلعب فيها على قد ما تقدر هتفهم حاجات كتير جدا منها، لما تيجي تعمل اكستراكت للجدول بتاعك هتفهم. تمام يا باشمهندس، انا عايز اظهر ايه؟ عايز اظهر الاي دي الكوانتي النومنال دايميتر الديسكربشن السكيدج مش عايزه الماتيريال وبس كده. ماشي؟ Use single column for schedule and pressure class. شايف هنا schedule وهنا pressure class. انا ممكن الخاصيه دي اضافوها في الجديد، هي schedule and pressure class. يعني السكيدجول بتاع البايبل pressure class ويظهرهم لك الاثنين مع بعض بدل ما كان بيعمل دي الوحيده ودي الوحيده. ماشي يا باشمهندس. هتيجي نقعد على settings هتلاقي في ترتيب بقى البيل اوف ماتيريال سورت باي. عايز ايه؟ سايز، السايز يبدا بالكبير وبعدين صغير. ولا create separate fabrication and direction tables، دي اللي احنا بنحبها دايما، انه تعمل كريت سبريت فابريكيشن اند ريكشن تيبلز، لان الفابريكيشن بيتصرف في مرحله والريكشن بيتصرف في مرحله، فانا عايز الاثنين يبقى في سبريشن ما بينهم. والفابريكيشن ايتمز التوب ولا الريكشن ايتمز التوب، احنا دايما بنحب الفابريكيشن تبقى في التوب في الفوق. الكات باك البو يظهر ازاي؟ شو كات باك البو از سبريت لاين ايتم، طبعا احنا بنظهره كسبريت لاين ايتم وبيحطه بالمنظر ده ولكبته، وبعدين بيجيب الانجل اللي انت حاططها له بالديجري. ولو عايز تحط فيه تفاصيل اكتر من كده بتحطها. الفيكسد لينس بتاع البايب بتاعتك الريبورت تحط الكوانتيتي ولا اللينس، هو طبعا عاملها بالكوانتيتي، لو عايز تعدلها اللينس عدلها اللينس. شو كاستم فيكسد لينس بايب از سيبريت لاين ايتم. المهم يعني ايه، في تفاصيل كتير جدا ممكن تقدر تلعب فيها. الديسكربشن هنا باللونج فاميلي ولا بالفاميلي ولا بالسايز، دي وانت بتعمل في السبيكس تقدر تعدلها من هنا لهنا وهكذا وتقول اوكي. خلاص انا كده عدلت السبيكس اللي انا عايزها. فيش بص لو جيت هنا هتلاقي اول حاجه عامل لك ايه؟ فابريكيشن ايتمز، وبعدين بدا يوزعهم البايب لوحدها، الفيتنج لوحدها، الاوريتس لوحدها، الفلنجز لوحدها. ده طبعا اي تعديل انت بتعمله هناك بيتعمل تلقائي على طول، فانت ممكن تقعد تعدل وتجرب وتشوف ايه التعديل او التغيير اللي هو بيعمله لك. يعني ما تفتكرش ان الموضوع صعب ولا حاجه. فدي تفاصيل الجدول ودي تفاصيل اللوحه دي كلها. وخلاص كده هنقول له ريتيرن سيف تشينجز وجو باك. طبعا انت بتعدل الفورم كلها، بتحذف كل الكلام ده وتحط اللاين بالسايزنج بتاعك. ماشي يا باشمهندس. اخر حاجه بتعمل حاجه اسمها لاين بريفيو. اللاين بريفيو ده يعني ايه؟ يعني الاعدادات اللي انا عملتها دي هات لي ايزومتريك وطبقها لي عليه ووريه لي هيبقى شكله ايه، عشان اشوف ماتشنج مع الريكويرمنت ولا في حاجه لسه هعدلها. اهو ده السايز بريفيو، خلاص يبقى دي التعديلات اللي انا عملتها كلها وهيبقى الايزومتريك بالمنظر ده. هذا ايزومتريك الاولاني، لو ضغطت على السهم هنا هيجيب لك اللوحه اللي بعدها، الاوفر فلو بتاعها هتبقى فاضيه بس ومكتوب فيها التفاصيل دي. ماشي يا باشمهندس، احنا اخترنا اللي هو اوفر فلو، ما تعملش سبليت للدرون. وده مثلا الجول دول التفاصيل بتاعتها، الدايمنشن اهي دي الدايمنشن بتاعتها، والماس بتاعها سنتر تو سنتر، البلف هنا انا عامله بالسنتر، لو عدلت وعملت البلف سايز فهيجيب لك البلف السايز بتاعه وهكذا. تقدر تعدل الكلام ده كله. سامبل اثنين، سامبل واحد اللي هو السبول نمبرنج، حطه برضه سامبل واحد اهوت، سامبل واحد فده السبول نمبر واحد، سامبل اثنين فده السبول نمبر اثنين وهكذا. المهم تقدر تعدل كل حاجه وتقدر تشوف كل حاجه من هنا يا باشمهندس. حاجه اخيره بس في التايتل بوك انا نسيت اوريها لك، انه الالبو والبند ممكن تعملها راوند ولا سكوير. وظهرها لك راوند ولا سكوير، يعني انت ترسم الايزومتريك نفسه، والانسيوليشن عايز تظهر في الايزومتريك ولا لا، والسبورت تظهر في الايزومتريك ولا لا. فطبعا الخيارات دي كلها متخيره، وقلت لحضرتك عدل كل اللي تقدر تعدله واللي انت عايزه، وكل ما تعدل حاجه عايز تتاكد منها اضغط على لاين بريفيو، هيجي يعمل لك بريفيو للتعديل اللي انت شفته، شوفه ماتشنج مع الريكويرمنت بتاعك ولا لا. فالقصه بسيطه خالص، والبريفيو ده بيسهل لك الموضوع، يعني قبل ما تطلع من هنا هتكون انت عملت كل التفاصيل اللي انت عايزها.
حاجه اخيره، الاورثو دروينج في تفصيله جديده زادوها في الزر 2022، هو انه لما يجي يرسم لك في الاورثو دروينج نفس القصه، عايز تعمل شو هيدن لاينز باي بينج باي ديفولت، فيبقى الديفولت بتاعه انه بيظهر لك الهيدن لاينز، الالبو يظهرها لك بند زي دي كده، ولا يعملها لك كيرف زي دي، والاوفست بدايتها يعني تقدر تحط الاوفست من البلاند بتاعك، واي حاجه هتعمل لها اي دي اللي هو الامر بتاع ايدنتيفيكيشن اللي هو بيجيب لك اكس واي وزد او الكوردينيتس بتاعتها، هتلاقيها عامل لك ريفرنس للكوردينيشن الحقيقي. وطبعا ليرن مور ابوت لو فتحتها يجيب لك الهيلب بتاع ويشرح لك يعني ايه القصه دي اللي هو الاوفست بتاعها، انا عايز اللوحه كوردينيتد، فانت بتعملها هنا وانت بتعمل اكستراكشن بتاعت اللوحه الدي دبليو جي، فطول ما انت شغال بتعمل تحط اي كوردينيتس لاي نقطه هيحطها لك ايه كوردينيتد على حسب الكوردينيشن اللي انت حطيتها. بس القصه هنا التايتل بلوك تقدر تخش، ما كانش قبل كده عدد التايتل بلوك دلوقتي تقدر تعدل عليه، تقدر تخش هنا الخيارات اقل بكتير، اقدر اخش عليه اعدل التيبل سيت اب، اعدل البيل اوف ماتيريال سيت اب، او احذف الجدول ده وارسم جدول بطريقتي بالصياغه اللي انا عايزها، او اعدل الخط ده بتاع الريفيجن، المهم يعني تقدر تعدل فيه حاجات كتير جدا وترجع تاني وتريسيف تشينجز وتراجع وخلاص. ماشي يا فندم، يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نطلع ايسومتريك، اتعلمنا ازاي نطلع بايبنج لاي اوت، اتعلمنا التفاصيل دي كلها النهارده، ومحاضره النهارده محاضره تقيله شويه. بعد ما تخلص الكلام ده بتقول له اوكي، خلاص عملت الاوكي بتاعك، بقى السيتنجز دي كلها طبقت على التايب على الستايل اللي احنا اتكلمنا عليه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لحضرتك انه ممكن اجي على البروجكت سيت اب اهو رايت كليك فور بروجكت سيت اب، وفي طريقه ثانيه ان انا اعمل اسمه ايزو ستايل، فهاجي على الايزو ستايل من هنوت واقول له سيمبل ستايل، وهاجي نوت هاجي نوت على الستايل سيت اب واقول له اد نيو ون. شايف النيو ستايل هيقول لك ايه؟ سميها، فانا مثلا هسميها حليم او المشروع اللي انا شغال فيه وات ايفر اسمها ايه، فانا هسميها دلوقتي حليم بما اننا ماشيين حليم بلاند. وانا لو عايز اخد كل التفاصيل كوبي فروم اكزيستنج ستايل مع تعديلات بسيطه، انت ممكن تختار الستايل اللي انت عايزه اللي انا هاخد منه كوبي، او تقول له كريت نيو ستايل. كريت نيو ستايل دي انت عايزه فورمات ستايل سبول فورمات ولا ايزو ستايل؟ انا هسيبها فورمات ستايل العاديه، وحضرتك ابقى جرب الاسبوع وقول له اوكي. بيجي عليك على طريقه سهله جدا وبيبدا تبص على شويه حاجات كده. اول حاجه السايز بتاع البيبر بتاعك اي 36، تقدر تغيرها منين؟ الاي 3 البايب سايز بتاعك هي اي 3 ولا استنى بايب اي 3 الاي 3 بتقدر تعدل السبيكس بتاعتك من هنا. في A3 102 مللي، بص حضرتك اول واحده حاجز 26 مللي من تحت، غير من هنا شال ال 26 مللي من تحت فتح لك المجال ده كله، غير من هنا خلى ده 127 وخد هنا 26 مللي، غير من هنا خلى ده 127 برضه هي نفس البيبر A3، غير من هنا بقت A2 اهيت وحاجز من هنا الخانه دي 178 مللي، غير من هنا بقى هياخد 26 مللي من هنا و102 من هنا. المهم يعني تقدر تغير من هنا لغايه ما تجيب السبيك اللي ماشي معاك. انا مثلا على سبيل المثال هاخد دي مع الارينجمنت بتاع 26 مللي من تحت، وبعدين هاجي هنا على المرحله اللي بعد كده بقول لي بص انت اتحرك هنا لغايه ما يجيب لك كل البريفيو اللي انت عايزه. اول حاجه انه يحط لي الاسبول نمبرنج كده 38 اي بي داش 01 ده الاسبول، والكنترول فالف ياخد سهم عليه ويقول ان في واحد، والكنترول فالف ده والبلف ده بالمنظر ده، او ما يحطليش سبول نمبر، او يحط لي سبول نمبر بس في مربع، او يحط لي الكات بيسز بالمنظر ده، او يحط لي السبول نمبر والكات بيس، او يحط لي الفيتنج بس، او يحط لي السبول نمبر والكات بيس، او يحط لي كل الحاجات دي. فانا مثلا هاخد 10 دي اللي هو جاب لي كل حاجه صح، 10 اللي جاب لي كل حاجه، فانا احط 10 على سبيل المثال، وهاجي على اللي بعدها الارينجمنت دي 10 مللي ودي 15، لا والله ده 20 ودي 20، لا والله ده 20 ودي 25. يعني طريقه دايناميك سريعه التفاصيل اللي انت عايزها، الارينجمنت دي هو حاطط لك للبلف لوحده، حاطط لك للدي لوحده، اختار اللي انت عايز شيء، عايز الفول ديتيل دي الاولانيه دي اللي بعد كده اختار دي ودي ودي. فانا مثلا عايز ده اللي بعد كده اللي بعد كده الارينجمنت بتاعتك ايه؟ عايز دي ولا عايز دي؟ انا هختار دي اللي بعد كده. شايف هنا مثلا ايه 2.5 مللي المسافه دي وهنا 20 اكس، لا مش عارف دي كذا، اختار التفصيله اللي تعجبك اللي ماشيه مع الريكويرمنت بتاعتك، وده السيمبل بتاعها هو مش معاك. فانا هختار دي مثلا على سبيل المثال،
خلاص انا كده خلصت هو الكريت ستايل. فدي طريقه بسيطه خالص ان انت تعمل كريت ستايل لحليم وتخش عليه بقى تبدا تعدل الحاجات التفاصيل الباقيه اللي انت عايزها، يعني كل اللي فات ده خلاص اخترناه. تقدر تخش بقى تعدل مثلا ايه السبول فابريكيشن، فانا عايز السبول فابريكيشن على 12 متر زي ما احنا اتفقنا عشان النقل بتاعها 12000، ونفس القصه الست دي خليها 12 على سبيل المثال. وهاجي هنا مثلا على السيمز على الفيلد جوينت والشوب جوينت، اعدلها مثلا على سبيل المثال فين البوكس النوتيشن السيم ده، فاجي هنا الفيلد جوينت ده والله متعدله زي ما انا عايزها، بس انا عايز الشوب مدوره وهقول اوكي. على سبيل المثال خلاص انا عملت حاجه اسمها السيم اسمها حليم، واجي هنا على البروتكشن ايزو وهقول له هنا اختار السيم بتاعي، فهتلاقي السيم اسمه حليم اهوت، واقول له 1002 واقول له كفيت، هيطلع لك في الايزومتريك دروينج على السيم اللي حضرتك عملته ماتشنج مع الريكويرمنت بتاعت المشروع بتاعك، تقدر تعدل الكلام ده وتقدر تطلع الايزومتريك ماتشنج مع الريكويرمنت بتاعك. اخر حاجه مش بس عايز اقول لحضراتكم عليها هاجي على لوحه فاضيه اهي، وعايز اوري لحضرتك حاجه على ما هو طالع الايزومتريك، هوري حضرتك حاجه. بص يا باشمهندس، لما تيجي دوت وتقول له مثلا 6 بوصه وتيجي على الباب كلاس الاولاني دوت مثلا اي سي اتش 0 وتقول له روت بايب، هتلاقيه بدا يرسم لك بايب. تعالى ننزل زوم شويه ونرسم خط بالمنظر ده. لو وقفت على البايب سبيكس ده وجيت على البروبرتيز بتاعتك، هتلاقي انه مثلا البايب ده على حسب الدين ستاندر والمواصفات بتاعتها 4 4 8 داش 1 0 3، المهم يعني ده الدين ستاندر، ويبقى اي حاجه فيها واحد اتش سي، اتش سي ده اللي هو الدين ستاندر كلاته، وفي مواصفات كتير جدا هو عاملها. الحاجه الثانيه نخش على اللي بعدها، تلاقي مثلا الاي دبليو دبليو اي ستاندر، ولو قلت له روت بايب عايز اعرف ايه الاي دبليو دبليو اي ستاندر، فانت هتلاقيه اللي هو شغل عامل زي شغل الجلب والوصلات كلاته. ولما تيجي تختار البايب هتلاقيه البروبرتيز بتاعتها ان هي بايب اي دبليو دبليو ستاندر، والمواصفات الفنيه بتاعتها كلها موجوده، فيبقى انت عندك برضو سبيكس بتكفر لك سبيكس. معلش هرجع تاني مش متزين للموضوع، بس ده السبيك اللي احنا عملناها اللي هي حليم اهي، وبدا يعمل جنريت الايزومتريك على حسب الارنجمنت بتاعتنا. طبعا هي محتاجه توضيب اكتر من كده، احنا محتاجين السايزات، اخترنا سايزات كبيره قوي وشكلها يعني محتاجه مثلا تتراجعها شويه، فده المنظر اللي احنا اخترناه، ويبقى احنا كده عملنا سبيك صفر فما عندناش مشكله. ترجع بقى تاني للسبيك دكتور هنا لو سمحت، ده مثلا الستاندرد بتاع الاي دبليو دبليو اي اللي هو مثلا فيه جلب وصلات وذكر وانثى وبيخش عاشق ومعشوق. طيب تعالى نعمل الستاندرد اللي بعد كده مثلا سي 150، ده جربناه وعارفينه. ده بايب 150 والب وفيتنج وده كارب الستيل وما عنديش مشكله فيه. طيب ايه سي اس 150 في الرينج ده؟ تعالى نشوف نفس القصه، بس هنا كل الكونكشنز او كل الفيتنج بتاعتك، كل الفيتنج بتاعتك بتطلع ايه؟ فيتنج فلانج زي ما حضرتك شايف كده، والفلانج ده والفلانجات كلها ليها ستاندرد مخصوص بيها وليها سبورتنج سيستم ليها. معايا يا باشمهندس؟ طيب خش على اللي بعد كده اللي هي مثلا ايه دي اي كلاس 150، ده برضه الصمت نفس القصه. تعال نحوت نفس المنظر بتاع الثاني بالارنجمنت بتاعته، لو حضرتك اخترت اي ايتم فيهم وجيت على البروبرتيز هتلاقيه كاتب لك الاستاندر بتاعه اللي بيغطيه والماتيريال والفيتنج وكل حاجه. اللي انا عايز اقوله لك من الكلام ده كله ده البايبنج ستاندر. فاكر انت حضرتك البايبنج اندستري براكتس اللي انا وريته حضرتك ده؟ اصلا كل الاستاندرات بتاعت معظم الاستاندرات بتاعت البايبنج اندستري براكتس اللي انت مش هتخليك تحتاج لحاجه ثانيه، يعني انا مثلا نادر نادر ما تروح تعمل بايب سبيك مخصوصه للمشروع بتاعك. تعال اوريك مثلا ده ده مثلا ايه السي اس، اختار اي ايتم وخش على البروبرتيز هتلاقي مثلا دي بايب سيملس مش عارف الازم بي 36 والاس تي ام اي 3 3 داش 6 وهكذا، تقدر تعرف التفاصيل دي كلها. اللي انا عايز اقول لحضرتك يا باشمهندس انه البايب سبيكس الديفولت اللي جاي في البرنامج تغنيك عن اي حاجه ثانيه ان انت تروح تعمل بايب سبيك ومكفر لك كل الاستاندرات اللي موجوده. وان كان ان انت محتاج تروح تعمل بايب سبيك مخصوص لغرض ما، فانا وفرت لحضرتك ثلاث محاضرات انا كنت شارحهم قبل كده، هتروح حضرتك بس على البلاي ليست بتاعتنا دورة التصميم الميكانيكي هتلاقي فيه ثلاث محاضرات شرحنا فيهم الباي سبيكس كاملة، ازاي تعمل باي سبيك من البداية للنهاية وتعمل الايزومتريك كريشن. طبعا الكورس ده كنت شرحته كله على اليوتيوب موجود، فلو حضرتك بس عايز تتكرم علينا تراجع بس الاسم 27 28 29، لانه بصراحة قعدت احضر كتير جدا وفي الاخر
لقيت ان انا غطيته هنا اكتر بكتير من اللي انا ممكن اقوله لكم في المحاضره، ودي محتاجه تركيز جامد، فانا مقسمها محاضرات صغيره، لكن لو فتحناها قصه ساعتين ده انت هتقعد معايا من اول 5 دقايق. ودي مش كل الناس محتاجاها، لانها دي يعني سكيل اكتر، ان هي بتعمل ماتشنج الريكويرمنت بتاع المشروع اللي انت شغال عليه. فان شاء الله ترجع لها بس على البلاي ليست، وان شاء الله هشير لكم اللينك بتاع البلاي ليست اهو. ممكن حتى نعمل نوت شير، نعم شير 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 شير، وتعالى نقول نوت كوبي. وبكده يا مهندسين حضرتك بس راجع المحاضرات اللي فاتت وراجع المحاضرات اللي انا بعتها لحضرتك دي. بكده انا غطيت كل الجزء اللي انا كنت عايز اغطيه مع حضرتك في الاوتوكاد بلان 3 دي، والمحاضره دي ان شاء الله تكون اخر محاضره في المرحله الاولى بتاعتنا، وانا هفتح موضوع النقاش اللي عايز اتكلم يا شباب. يا ريت يعرض عليا اللي في دماغه او ايه اللي عنده، وانا هطلب من الشباب عندنا على بيم ريبيا ان الجروبين بتوع الواتساب بتوعنا يتحولوا ان هم يبقوا محادثات، مش بالادمن بس اللي بيضيف، نفتح الشات للشباب انه اللي عنده اي حاجه يا ريت يقول لنا عليها، وان شاء الله نجمع النقط او ارد عليك على الجروب او نجمع النقط ونرد عليها واحده واحده. اللي عنده اي نقط او ملاحظات يا شباب يا ريت يقول لي، انا تحت امركم بسمع لكم. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس دلوقتي حضرتك وانت بتعمل القرص اعمل ايه؟ وانا بعمل قرص للبلوت بلان مثلا للمحطه بتاعتي او السايت بتاعي. تمام. لو انا عايز مثلا، لو السايت كبير جدا وانا عايز اعمل بلوت بلان ليه، فانا عايز اعمل عند التاي ان مثلا في نهايه اليونت، وعايز اعمل بلوت بلان في نفس الوقت المكان، اعمل زوم على النقطه بتاعتي او على كومنت معينه، وفي نفس الوقت يبقى التاي ان كمان ظاهره معايا. مش فاهم حضرتك يا فندم، انت عايز تعمل زوم على التاي ان وفي نفس الوقت تبقى عامل زوم على مكان تاني؟ بلوت بلان مثلا اعمل زوم على كومنت على اريا معينه وعلى اريا بتاعت التاي ان. زوم على الاريا وزوم على الاريا بتاعت التاي ان، اشمعنى يعني؟ وانت بتغير الاتنين مع بعض؟ ما عشان يبقى ظاهرين كده بس على جنب في اللوحه بتاعتي كبلوت بلان. كبلوت بلان. لا بص، مش عارف، هو عامه التاي ان بتطلع لها مخططات وحاجه اسمها التاي ان جروب. فانت في الاول خالص انت تطلع لك كيوب لي اوت وتاخد سيكشن على التاي ان لوحده، وتاخد بورت فيو له وتحطها جنب البورت فيو. يعني احنا مثلا شغالين اهو، فين الاورثوجونال درونج؟ تعالى نفتح اي اورثوجونال درونج اللي احنا عملناها على سبيل المثال. هتيجي حضرتك تعمل ايه؟ تعمل ان هو كريت ادجاسنت فيو، هتيجي على اي فيو من هنا وليكن كريت ادجاسنت فيو، وهاجي على الاريا دي هاخد مثلا اي فيو فيهم، سواء مثلا سوليد ورك ستار سوي سيست، وحط اي حته وبعدين اعمل له ايديت. وبعدين اعمل له ايديت، سيلكت ده واعمل له ايديت فيو، وروح اعمل سكيل للفيو بورت بتاعك او للاريا دي كلها على مكان التاي ان بس. فهمني يا باشمهندس؟ وبالتالي يبقى انت عندك سيكشن وكانه فيو بورت خاص بالتاي ان لوحده، يعني هو تصغر بقى في البورت بتاعك انه كوالك مثلا وليكن ده مكان التاي ان، انه يجيب لك بس منطقه التاي ان، يبقى عندك فيو بورت خاص بالتاي ان فقط. فهمني يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. تمام. طيب يا شباب، حد عنده اي اسئله ثانيه؟ طب بالنسبه للسكيل يا باشمهندس، اتفضل. بالنسبه للسكيل، دلوقتي مثلا لو تفتح مثلا اللي هو اي قرص، اي قرص وكده، قرص اهو، اتفضل. في عندك السكيل اهو، تضغط على السكيل. السكيل ده بيبقى كاتب، تحت مثلا عايز توضح له السكيل مثلا، يعني عشان يبقى اللي هو مثلا بيبقى فيه الدايمنشن ان هو مثلا شغال بالمليمتر، وعايز اوضح له ان السكيل ده برضو ان هو يعني السكيل ده بيتكتب ايه؟
يعني انا مع ان اصل كده كده وانا بعمل الدايمنشنز بيبان ان الدايمنشنز دي مثلا لو انا السبوله طولها متر فهيبان ان هي طولها متر. بص يا بطل، هقول لك على حاجه سهله خالص. انت اتفضل. هتعمل ايه؟ هتعمل رايت كليك هنا واختار السكيل، كليك هنا اختار السكيل بتاعك واحد لواحد معايا باشمهندس. هذا الايزوبيتر بتاعنا اهو، ماشي؟ على سبيل المثال تمام اعمل رايت كليك بروبرتيز في البرنامج. تمام رايت كليك بروبرتيز بتاعت البرنامج نفسها، اعمل هنا ديسبلاي لاي اوت اند موديل تاب وقول اوكي. انا عملت لها دلوقتي سكيل واحد لواحد، صح؟ تعالى في تمام الموديل هتلاقيها موجودة وهي سكيل واحد لواحد بالظبط، فاهمني؟ واديله دي دبليو جي فايل زي ده، فاهمني؟ هو طبعا هنا الفيو بورد بيوزعه براحته. يعني انا مثلا ايه، خلينا نروح للبايبنج لاي اوت تاني. تعالى نقول التايتل بوك اهي، وليكن انا مش عايز غير ده بس، فانا هعمل ايه؟ تعالى هنا الفيو بورد ده احذفه والفيو بورد ده احذفه، يبقى ما عادش عندي غير الفيو بورد بتاع 3 دي موديل ده. تعال هنا في الموديل بقى عندك 3 دي موديل كامل اهو، بقى عندك 3 دي موديل كامل اهوت للبلانت. هو في بس ايه لفه، فاحنا وصل ممكن نجيبه من هنا. معلش يا باشمهندس، ممكن تعيد تاني من اول ما حضرتك ما عملت السكيل واحد لواحد؟ احسن ان انا كنترول زد بص يا باشمهندس، دايما احنا بنتعامل في بيت اوتوكاد، صح؟ تمام. اه فخلينا نطلع كل المخططات في بيت اوتوكاد. فانت هتعمل ايه؟ هذا مثلا البورت اللي انا عايز اطلعه هو اللوحه دي. تعال نلغي الايزومتريك ده خالص، انا مش عايز الايزومتريك فيو عشان بيعرفنا شويه. تعال نجيب مثلا ايه المخطط ده او ده اهو، الغي ده خالص اهو ديليت. هاجي اعمل ده اهو سكيل واحد لواحد، اختاره واعمل له سكيل واحد لواحد يا باشمهندس، تمام يا شمس. بقى سكيل واحد لواحد اهو. افتحه في الموديل فيو، ده سكيل واحد لواحد، دي لاي حد يشتغل عليه، يرسم عليه، يمسح منه، يعمل فيه كل حاجه. وممكن على فكره تيجي على البايبنج لاي اوت اهوت وتقول له ايه، طيب تيجي هنا بس هو البايبنج لاي اوت اهو بدل وبدل سكيل واحد لواحد. وحضرتك عامل فايل سيف از ويطلع البايبنج لاي اوت ده على الديسك توب دي دبليو جي سيف. خلاص انا طلعته دي دبليو جي لان هو اصلا دي دبليو جي، وحضرتك روح افتحه هتلاقيه سكيلد واحد لواحد وتقدر تشتغل عليهم دي دبليو جي. وحضرتك افتحه هتلاقيه سكيلد واحد لواحد، اعمل فيه اللي انت عايزه. طب حضرتك طلعته زي اللي بيت الاوتوكاد يعني يا باشمهندس؟ فايل سيف اس، فايل سيف اس، اه واختاره على انه ملف دي دبليو جي. لا، حضرتك حولته زي من الاورسو للاوتوكاد يعني. لا هو هنا هو زي ما هو، انا كل الفكره عملت سكيل واحد لواحد وفتحته في بيئه الموديل. بتجيب تايتل بلوك ولا موديل منين؟ اعمل رايت كليك هنا بروبرتيز اوبشنز بتاعت البرنامج نفسها وقول له ديسبلاي لي اوت اند موديل تابس، تمام فاهمني حضرتك؟ تمام يا وتقول باشمهندس. هنا دي ده بيجي عادي خالص، يروح يشتغل عليها يعمل فيها اي حاجه، حط عليها دايمنشن ارسم عليها اي دايمنشن اي او ديستانس حتى. وتعالى مثلا ناخد من هنا لهنا كام؟ فهو هيطلع لك سكيلت اهي 2 متر 64 سكيلت. اه تمام يا باشمهندس، الله ينور عليك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا حبيبي. لو سمحت يا باشمهندس، انا كان عندي سؤال. اتفضل يا فندم. هو انا دلوقتي لو مهندس تنفيذي، اول تمام. ما بستلم اللوحات دي انا ببتدي فيها ازاي اصلا؟ بص يا باشمهندس، بص مهندس تنفيذي دي كلمه كبيره جدا 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 على الشغل بتاعنا. احنا مثلا 20 30 مهندس كل واحد له دوره في مكان مختلف. يعني انا لو مهندس تنفيذي بس واقف في ورشه، انا ما يهمنيش كل الثريد بلاي اوت والكلام ده كله، كل اللي يهمني ايزومتريك، لان الايزومتريك ده هو اللوحه الماستر اللي انا بشتغل عليها فابريكيشن وبعمل بيها كل الكلام ده كله معايا. انا لو مهندس موقع حاليا لازم تبقى معاك 3 دي موديل، يعني هيبقى معاك 3 دي موديل زي ده بتعمل روتيت للبلات وبتعمل له اوربت زي اللي احنا كنا وريتها لكم في المحاضرات الاولانيه. هيبقى معاك 3 دي موديل زي ده بالظبط زي اللي احنا عملناه ده، فتبقى عارف مثلا ان البلانت اوله ايه واخره ايه ودنيته رايحه فين واحنا عندنا ايه وهنعمل ايه معايا. وبيبقى معاك اكتر من مهندس اصلا، يعني الشركات بتاعت التصميم والشركات بتاعت الفابريكيشن والمهندسين، ومعاك 3 دي موديل ومعاك لوحات كتير جدا.
فانت بتبدا تدرس الايزومتريك واحده بواحده، تعرف اسماء الخطوط، تعرف السبيكس بتاعت المشروع اللي انت شغال عليه، لان كل مشروع اكنك رايح شركه جديده. يعني هقول لك ايه، كل مشروع اكنك رايح بالمعنى الحرفي للكلمه شركه جديده، عايز تعرف السبيكس اللي هم شغال عليها، الاستاندرات اللي هم شغالين عليها، الشركه لها تفاصيل معينه ولا لا، الكلاينت لها تفاصيل معينه ولا لا، فكل حاجه بيبقى لها تفاصيل. فانت بتبدا من الثري دي موديل بتاعك، تبدا تفهم الثري دي موديل شغال ازاي، وهو اصلا اول حاجه المفروض تفهمها عشان تبقى فاهم البروسيس اللي انت عاملها، لازم تروح على حاجه اسمها البي ان دي او البروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام، رسمه بوكي كده بسيطه خالص بتفهم منها المشروع رايح فين وجاي منين، او تقعد مع المهندس بتاع البروسيس يشرح لك 5 دقايق، فتبقى عارف والله ان انا عندي 5 6 فيزيلات وكونكتد مع بعض وشويه بايبنج ودورهم 1 2 3 معايا. انت مش مهتم ان انت تخش في تصميم التصميم، انا عايز اقول لك والله مهندسين الكونستراكشن في الموقع ما يعرف يعني ايه فيزيت، مش شاغل دماغه، هي بالنسبه له اكيوبمنت. يعني ايه اكيوبمنت؟ يعني حاجه هيتعمل لها لاين على 10 كورس 15 انف، وهنحتاج لها كرانات ومعدات تقيله عشان تحطها وتنزلها، فانا كل اللي يهمني فيها وزنها واماكن الانكور بولتس بتاعتي، متخيل؟ ولا يعرف يعني ايه فيزل ولا رقمها كام ولا يحزنون، ممكن حتى يشتغل بايه؟ في 0013 فين؟ في 005 فين؟ في مش عارف ايه؟ هو لا عارف هي فيزل ولا لا؟ ايه الانترنت ايه؟ بتعمل ايه؟ ولا اي حاجه، والله كان معايا مهندسين في الموقع بيشتغل مع البي اند اي دي على انها رسمه بيطلع منها ارقام. فهو مثلا عايز يعمل هايلايت على الايزو نمبر دوت، فبيروح يجيب البي اند اي دي يدور فيه على مثلا ايه؟ اللاين اللي رقمه 1002 عشان يعمل هايلايت بس على الرقم 1002 على البي اند اي دي عشان يرفقه مع الملفات المطلوبه اثناء التنفيذ. لكن اللي انا بقوله لحضرتك ان انت عشان تفهم البراند كلاته لازم تبدا بحاجه اسمها البروسيس فلو شارت، تعرف ايه المشروع ده دوره ايه وبيقوم وظيفه ايه. البروسيس فلو شارت بتدخلك على حاجه اسمها البروسيس البي اند اي دي اللي هي البروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام، ودي اللي بتفهمك المشروع كلاته بالملي بالتفاصيل ماشي ازاي. بس ما تعرفكش اماكن الاكيوبمنت، يعني الاكيوبمنت دي فين؟ دي فين؟ دي فين؟ الاستراكشر اللي هنا شكله ايه؟ حجمه قد ايه؟ ما فيش الكلام ده كله في البي ان اي دي. فتبدا تخش بقى المخططات بتاعت جنرال ارينجمنت واللاي اوتس، هي دي اللي بتدخلك، او تخش على السلي ده موديل تفهم منه البلانت كلها فين؟ هتبقى عارف ان ده تانك وبيسلم للترمتين دهمت، وده فيزل وبتسلم للفيزل ده وهكذا. تمام. طيب معلش اخر حاجه، احنا كموقع برضو هل بيكون في مثلا لازم حاجات ابتدي بيها، ولا عادي ممكن يعني يكون في مثلا ناس كتيره بتشتغل فيبتدوا في كل حاجه مره واحده، ولا هو لازم بيكون في خط سير معين او طريقه معينه بيبتدوا بيها؟ لا طبعا، يعني مثلا التانك احنا ده ممكن مثلا الناس تشتغل فيه لوحديه، والبزلات والبايب نفس الكلام، يعني كل حاجه ناس لوحديها بتشتغل فيه، ولا لازم يكون ستيب باي ستيب؟ بص يا باشمهندس، احنا عندنا مهندسين متخصصين في كل حاجه، يعني بتجي لك مثلا شركات معاها مهندسينها هي المسؤوله عن التنكات والفابريكيشن والتصميم بتاع التنكات، وبيطلع حاجه اسمها فابريكيشن دروم بتاعت التنكات، يعني ما بيفهمهاش قوي غير المتمرسين. يعني يمكن تعرض لها في محاضره من المحاضرات ازاي نعمل لها اكستراكت ببرنامج بنتلي لو تفتكر حضراتكم، لكن دي حاجه سكيلد، يعني لازم مهندس سكيلد في مجال التنكات يبقى عارف يعني ايه الفابريكيشن، وعارف التانك بيتبنى ازاي، وبيبقى هو المسؤول عن الفابريكيشن بتاعت التنكات. في مهندس تاني مسؤول عن الستاتيك اكيوبمنت، هو المسؤول انه بينزل الاكيوبمنت دي ويحطها في مكانها ويضبط الاورينتيشن بتاعتها وبيقرا المخططات بتاعتها وهكذا، لان كل فيزن من دول لها مخططات مختلفه عن التانيه. في مهندس شغال على الدايناميك او روتري اكيوبمنت، الروتر اكيوبمنت زي الترمبات والالاينمنت بتاعتها وترتيباتها والارينجمنت بتاعتها، لانه بيبقى مسؤول عليه من المشتريات لغايه التركيب والتشغيل. في مهندس رابع شغال بايبنج، والبايبنج ده مجال لوحده، واخر حاجه بتبدا في المشروع على فكره البايبنج، لانه البايبنج عشان يبدا لازم يكون عنده البايب راكس كلها موجوده، السبورتات كلها راكبه، والا مش هيوقف البايب في الهواء، الاكيوبمنت كلها راكبه عشان ياخد من الاكيوبمنت يروح للاكيوبمنت. ممكن اكيوبمنت تبقى متاخر شويه وهو شغال على ما يوصل له ماشي، لكن مش كل الاكيوبمنت مش موجوده، فهو مش هيبدا في الصحراء، لازم يكون عنده مثلا ستيل ستراكشر او بيب راك يبدا عليه البيب بتاعه. ففي سيكونس معين في الشغل بتاعنا، دايما الاعمال المدنيه هي اللي بتبدا الاول، وبعدين الستيل ستراكشر هو اللي بيبدا، ولو في اكيوبمنت او تنكات بتتفبرك بره بتتفبرك، والتنكات اللي في الموقع بتبدا في نفس التوقيت اللي الاستراكشر شغال فيه. اخر واحد بيشتغل في المشروع هو الراجل بتاع البايبنج، واول واحد واخر واحد بيخلص في المشروع. تمام يا باشمهندس، شكرا لحضرتك. طب عشان السؤال كمان لو سمحت. اتفضل يا فندم. لما يقول لي مثلا لما يروح له لوحه قرصه والكومنت يجي على مثلا ان هو بيقول له اد تاي ان ليبل. اد تاي ان ليبل. ده معناه ايه بقى؟ بص يا باشمهندس، لازم وانت بتعمل الايزومتريك نفسه تعرف الوصله دي على انها تاي ان. يعني ايه؟ شايف البايب ده؟ انا جدلا هاجي على بروبرتيز هنا
هتلاقي فيه خاصية الماتيريال نيو اكزيستنج كانت فين الجيومتري. المهم يعني ايه، هي في حته هنا كده مثلا اللي بيبقى عندك اكزيستنج لاين ونيو لاين، ونوع اللاين ده هو تاي ان، وبتدي له تاج نمبر اللي هو تاي ان تاج نمبر. واضح نعمل سيلكت اكتر من حاجه، فخلينا ناخد سيلكت بس الباي فيتنج ده. ففي هنا في السبيكس نفسها هنا لازم تحدد له انه دي تاي ان. هتلاقي حاجه هنا مكتوبه كده انه هنا ده الماتيريال بريشر ريتنج الكيلوجرام البلوك الانسيوليشن. الستيتس هي نيو ديموليشن اند اكزيستنج فلانج وين البريشر زم بريشر. المهم شوف عبد الرحمن هشوف اقول لك عليها، مفيش مشكله. هو الطاي ان نمبر تحت ايه هندسه؟ ايه؟ انزل كده تحت الانسيوليشن هتلاقي الطاي ان نمبر تحت السيكنس تايم. لا انزل كمان هندسه، انزل اهي الطاي ان نمبر. ايوه لازم بقى تدير التفاصيل بتاعتها هنا، انه دي مثلا تاي نمبر جي جي، فانت لما تقول له تاي نمبر سيمبل هيجيب لك التاي نمبر اللي هو الجي جي ده، ويعرف لك على انه تاي ان. وطبعا التاي ان بتبقى عندك اكزيستنج لاين واخد منه برانش، فانت لازم تبقى عارف ان اللاب اكزيستنج واللي بعده اكزيستنج واخد البرانش بتاعك الجديد عشان يفصل لك الكلام ده من البيل اوف ماتيريال. تمام. طيب في حد تاني عنده اي اسئله يا شباب؟ سؤال كمان يا هندسه معلش. من فضلك ازاي نصدر للنافذه؟ بص يا باشمهندس، في برنامج لازم تستخدمه اسمه نافيس اكسبورتر. نافيس اكسبورتر، وده مجاني لكل الاصدارات على فكره. داونلود نافيس 3 دي فيور، هو اسمه نافيس اكسبورتر. اهو داونلود اهو، هتلاقي في عندك حاجه اسمها نافيس فريدوم، في نافيس ان دبليو سي فايل اكسبورت يوتيليتي اللي هو نافيس اكسبورتر ده. تشوف الفيرجن بتاع الاوتوكاد بتاعك وتنزل نفس الاكسبورتر الماتشنج مع الاصدار بتاعك وتنزله. بمجرد ما تنزله مش هتقدر تسطبه عادي خالص اكنه برنامج اوتو ديسك وهو مجاني، وتيجي عندك امر اسمه ان دبليو سي، فبتلاقي ان دبليو سي اوت هي جات، تقول له انتر وتختار الملف هتحطه فين. فانا بحطه مثلا على الديسك توب لنفس البلاند ده، طبعا عدل الفيو بتاعك قبل ما تصدره، يعني اعمل الاستراكشر على احسن حاجه، ويعني ظبط المنظر يعني اللي انت هتصدره، وبتصدره تو بي سي. هو العيب الوحيد اللي في الموضوع يا باشمهندس ايه؟ هو خلاص كده اتصدر على فكره وراه لك بره. العيب الوحيد اللي في البرنامج انه بيعمل حركه بايخه بصراحه، هو بس ده ما بيقراهوش غير نافيس وركس مانج. نافيس وركس مانج هو اللي بيقراه، وبعدين تغيروا منه من نافيس وركس مانج لنافيس اكس اسمه ايه؟ نافيس وركس فيو. فانت لو عندك نافيس وركس مانج، انا للاسف مش مسطبه، انا كنت مسطبه على اللابتوب. لو عندك نافيس وركس مانج هيشتغل معاك عادي خالص، تفتحه فتحته لكم المره اللي فاتت على اللابتوب في هذه الطريقه بتاعته. لكن لو ما عندكش نافيس مانج مش هيشتغل، لازم تنصب بنافيس مانج. وممكن على فكره تفتح بنافيس مانج وتقول له سيف اس ان دبليو دي، فيشتغل على النافيس فيور العادي اللي هو المجاني. معاك يا باشمهندس عبد الرحمن، اتفضل. بالنسبه للباي بريك سواء نيو او اكزيستنج، بيبقى ليه سيمبل معين بيتحط في الدروينج ولا؟ الباي بريك اكزيستنج زي حاجه يعني. بص بص يا باشمهندس، تعالى البرنامج في القرص، تعالى على اي معاك يا باشمهندس في الجنرال ارينجمنت مثلا او البلوت بلان، انا عايز اوضح له ان ده اكزيستنج باي بريك وده مثلا. انت بس اعملها في الموديل، اعملها في الموديل وهو هتلاقيه عاملها لك في لاير لوحدها هناك في البلاند، وهتلاقي شكله مختلف يعني الكلر بتاعه مختلف. انت ممكن تيجي على اي ايتم، اي ايتم من هنا، وهتيجي على البروبرتيز بتاعته هتلاقي ايه الستيتس بتاعه، نيو ولا اكزيستنج ولا ديموليشن. فانت لو قلت له اكزيستنج بيطلع من الام تي او، بيطلع من كل حاجه، وبيتعامل معاه لانه اكزيستنج ايتم فقط. فاهمني يا باشمهندس؟ تمام. يطلع بقى ستري ستراكشر، يطلع اكيوبمنت، يطلع اي حاجه نفس القصه اهو. تعالى على ستري ستراكشر اهو، هتلاقي هنا الايتم، وهتلاقي الستيتس بتاعته ايه، نيو ولا اكزيستنج ولا ديموليشن. فانت مجرد ما بتختار اكزيستنج خلاص بيبقى بيتعلم عليه يعني انه اكزيستنج. الحاجه الثانيه فيها النوتيشن على فكره في 3 دي موديولينج على ما اذكر خاص بالاكزيستنج. يعني انا لو جيت على الاستراكشر نوت على ما اذكر يعني ايه 3 دي انوتيت، 3 دي انوتيت مش هتيجي غير هنا، 3 دي انوتيت اورثو انوتيت اكيوبمنت انسترومنت، هنا التاج البايبنج
لا والله مش موجودة هنا مش موجودة. المهم يعني انت بتكتب عليها تبقى النوتيشن، هات تكست من الدرافتنج العادي خالص واكتب ان هي دي اكسيستنج ويب ريك عادي. تمام ماشي ماشي حد تاني باش. شغال ولا كده؟ ما فيش لايبرري لللايرز هندسه؟ لايبراري لللايرز. يعني ايه لايبراري لللايرز؟ يعني بدل ما اقعد اعمل كرييت لللايرز في كل بروجكت بعمله، يبقى في لايرز مثلا لايبرري معينه اخدها انزلها على طول. بص يا باشمهندس، انت هتعمل مشروع واحد وبعد كده وانت بتفتح نيو بروجكت. يعني انا لو جيت ان هو البروجكت مانجر، بروجكت مانجر هنا فين بروجكت مانجر؟ هجيت هنا وقلت له نيو بروجكت، شايف الخيار دوت سبيسيفاي دايركتوري فروم بروجرام جنريتد بيفور، يعني هنا سمي المشروع زي ما انت عايز، وبعدين خد التفاصيل بتاعتك والفورمات واللايرز والقصص دي كلها من اي مشروع انت عملته فيه قبل كده. فهياخد كل الحاجات دي يدخلك في المشروع الجديد باستثناء الرسومات باستثناء 3 دي موديلنج. فانت هتعملها مره واحده، هتضع فيها مره واحده وبعد كده مش هتضع فيها تاني. تمام يا شانس، ماشي ألف شكر يا شانس، ربنا يجزيك خير. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، تحت امرك. طيب حد عنده اي اسئله يا شباب؟ طيب يا شباب طولت عليكم جدا النهارده، بس يعني الحلقه الاخيره والختام سلام. ان شاء الله هطلب من الشباب ان الجروب بتاع الواتساب بتاعنا يبقى مفتوح، انه كوميونيكيشن يعني شات، انه اللي عايز اي مشكله او عنده اي حاجه ممكن يتواصل معانا عادي خالص، هنرد عليه ان شاء الله. ان احتاجنا ان احنا نتداول او نتابع اكثر مفيش مشكله. اليوتيوب تشانل بتاعتي موجوده وان شاء الله انا شغال، هتلاقوا فيه تفاصيل كتير بتتضاف. ولو اقدر اضيف اليوتيوب فيديوز مع الجماعه بتوع بيم ريبيا برضه هبعتها لهم ان شاء الله يضيفها لكم، ما عنديش اي مشكله ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. باشمهندس سليمان ربنا يبارك فيك، شكرا يا باشمهندس محمد. باشمهندس ياسين هياخدوا منكم الحضور وان شاء الله قريب خالص. و المايك مع حضرتك يا باشمهندس احمد. شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس طبعا يعني على الكورس الجميل ده، بارك الله في امثالك في حضرتك. وانا نزلت للناس رابط الحضور وان شاء الله هفتح الجروبات لو في حد عنده اي استفسار او اي نقاش ان شاء الله.